ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. إن شاء الله دي المحاضرة الثامنة الثامنة خاصة، صح كده الثامنة؟ غالبا الثامنة الخاصة ببرنامج السيفل 3D. إن شاء الله نبتدي زي ما كالعادة، إيه هي الموضوعات اللي إحنا شفناها في المحاضرة اللي فاتت اللي هي كانت المحاضرة السابعة. عملنا شرح عمل ميول جانبية للطريق بمعايير معينة من خلال برنامج، من خلال سوري الأوبشن بتاع كونديشنال كات أند فيل. زي ما شفنا كان عندنا حالات كتير وقدرنا نتغلب عليها خلال ايه الكونديشنال كات اند فيل. تاني حاجه شرحنا ازاي بنعمل الكوريدور وايه هي النافذه اللي بتظهر لنا وايه هي العناصر اللي نقدر نستخدمها كبيز لاين. كنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم الالاينمنتس مع البروفايلات بتاعتها، او ان انا ممكن استخدم الفيتشر لاينز. وقلنا حتى ان الالاينمنت لو ليه كذا بروفايل ممكن اغيرهم في اي وقت في الكوريدور بحيث واعمل له ريبيلد، بحيث يديني لو انا عندي كذا اوبشن اقدر ايه اعرف التفاصيل كلها عليه. بعد كده شرحنا ايه هي التارجتس في الكوريدور نفسه، ايه هي انواعها وازاي نستخدمها في الكوريدور. وشرحنا الفريكوانسي وبرده ايه هي انواعها واستخدمناها ازاي وعدلنا القيم بتاعتها ازاي، تمام. وبعدين عملنا فصل على عمليه الكوريدور ريجونز، ريجون مختلفه، وحددنا قطاع تصميمي لكل ريجون مختلف. وبعدين رجعنا ضمناهم تاني مع بعض، لان البرنامج طبعا بيدينا امكانيه ان احنا بنضم ونقسم يعني الطريق بتاعنا او الكوريدور بتاعنا لعدة كوريدورات مختلفة بحيث على حسب ايه القطاع التصميمي. وبعدين شرحنا ازاي نعمل كوريدور لقطاع عرضي بجزيرة وسطية متغيرة العروض، تمام كده، من خلال طبعا التارجتس بتاعتنا. وشرحنا ازاي نعمل اسطح مختلفة للكوريدور وكيفية تعيين الحدود الخارجية لتلك الاسطح، وكمان ازاي هي حكايه الايه اوفرهانج كوركشن، ودي يعني هنبدا بيها برضه ان شاء الله الدرس ده. وشرحنا شرح سريع ازاي نضيف كود سيت جديد، كود للكود سيت بتاعتنا بحيث نقدر نظهره وننتظر ايه بياناته بعد كده. وبعدين طبعا ايه دخلنا على الاستفسارات بتاعت الساده دي، الساده الحضور. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي برضه بالكوريدور، ما زلنا في الكوريدور. كل ما هناك انا ضفت بس هنا حاجه اسمها سامبل لاين. دلوقتي هقول لكم على اكثر المشاكل اللي بتظهر لنا اثناء عمل الكوريدور. طبعا المشاكل دي يعني كتير اتسالت فيها، فعشان كده اعتقد ان دي اكثر حاجه ممكن تقدر تقابل الناس كلها، فقلت برضو نعرضها. انا كنت عرضتها طبعا بفيديو عندي على القناه، ولكن الانسب ان احنا نعرضها ايه نعرضها في فيديو هنا. اول حاجه من الحاجات دي هنشوفها مع بعض هي بمجرد ان احنا بنعمل بنشوف الكوريدور نفسه. على سبيل المثال دايما احنا كل حاجه بنعملها سواء الاسطح او الكوريدور او ما الى ذلك بنحاول ان احنا نشوفها بشكل ثلاثي ابعاد الاول من خلال الاوبجكت فيور، بحيث نشوف لو في خطا او في حاجه مش مظبوطه تبان معانا مباشره. ففي الحاله دي انا بضغط على الكوريدور نفسه وبقول له انا عايز اشوفه في الاوبجكت فيور، تمام كده، وبنتظر عليه لحظات. وزي ما شايفين الكوريدور اول حاجه بتظهر معانا بالشكل ده، مجرد بس ما نضغط على اي زاويه من زوايا المربع اللي فوق على اليمين ده بحيث يجيبها لي بشكل افضل. هنلاقي انا عندي مشكله هنا اللي هي المشكله دي على اليمين كده. زي ما شايفين الكوريدور بشكل عام جاي شكله ما فيش مشكله فيه، في ما عدا المنطقه اللي في الاخر هنا. حتى لو احنا عملنا شويه روتيشن للشكل هنلاقي ان في قطاع بتاعنا قطاع نزل تحت خالص زي ما احنا شايفينه، في حين ان بقيه القطاعات كلها سليمه. ده بيرجع لايه؟ وبرده بتبان معانا فين برده في حياتنا لو احنا اظهرنا القطاعات دي. على سبيل المثال انا هظهر القطاعات دي اللي هي المفروض السامبل لاينز. طبعا السامبل لاينز هنشرحها بالتفصيل بعدين ان شاء الله، ولكن انا عاملها بس ايه للتوضيح لنا. مجرد ما بضغط انا هنا وبقول انا عايز اعمل كريت مالتيبل فيوز، تمام كده، وهخليها درافت وبقول له كرييت مالتيبل فيو، وهنزل القطاعات هنا. دي القطاعات العرضيه اللي انا ظاهرها على الطريق. زي ما انتم شايفين كل القطاعات جايه بشكل كويس ما فيش مشكله فيها، فيما عدا القطاع الاخير اللي هو ده. ليه عمل معايا القطاع هنا؟ زي ما انتم شايفين ان القطاع التصميمي بتاعي زي ما انتم شايفين مناسيبه وصلت الى حد ما الى الصفر. الكلام ده بيرجع ليه؟ بيرجع لان دي طبعا دي بتبقى اول مشكله بتظهر لكم ساعات. هي غالبا بتظهر في البدايه او بتظهر في النهايه، غالبا في البدايه او في النهايه. والفكره فيها ان احنا لما قلنا للكوريدور قلنا له اعمل كوريدور بناء على السنتر لاين اللي موجود ده والبروفايل اللي موجود، فطبعا هو اخذ السنتر لاين من البدايه وحتى النهايه، ونفس الشيء اخذ البروفايل من البدايه لحد النهايه. ولكن لو جينا بقى احنا ساعتها فعليا على البلان هنلاقي ان البروفايل التصميمي بتاعي زي ما شايفين البروفايل الارض الطبيعيه وصل لغايه الخط الابيض الافق الراسي ده. اما الخط التصميمي بتاعي ما وصلش لحد النقطه دي، في فرق جاب هنا. الجاب ده حتى لو 1 ملم، لو 1 ملم وانت قايل له هات القطاع لحد النهايه هتلاقيه عمل لك نفس الشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه تحت هنا، ان القطاع بتاعنا لان هو حاليا عمل ايه لحد اخر قطاع قبله على طول مباشره. يعني احنا عملنا شويه زوم هنا كده
هنلاقي القطاع ده 250 ده 266 يبقى ده اللي قبله مباشره. هو هنا جايب المناسيب بتاعتي مظبوطه 625، ولكن هو لما جاي يحط قطاع تصميمي على اخر نقطه عنده لان اخر نقطه دي منسوب بتاعها صفر. ليه؟ لانه هو فعليا هنا ملهاش منسوب، فاعتبرها ان منسوبها صفر، فبالتالي عمل ايه؟ القطاع نزل تحت خالص عند نقطه مين؟ نقطه الصفر. القطاع نزل تحت خالص. بصوا ادي نقطه الصفر اهو، خط الصفر. لو احنا بصينا على خط الصفر هنلاقي ماشي تماما مع مين؟ مع القطاع بتاعنا. ادي خط الصفر هنا، فهو اعتبر ان هنا مفيش منسوب فحطها على خط الصفر، فبالتالي ظهر لي الشكل اللي احنا شايفينه ده كقطاعات، واللي احنا شفناه في الفيو اوبجكت فيور اللي هي عمليه الايه، عمليه ان الخط بتاعنا او نرجع نشوفها تاني سريعا، ان الخط بتاعنا بينزل مين؟ بينزل بشكل راسي لتحت خالص. تمام كده. يبقى اول شيء لما تظهر معانا المشكله دي لازم نتاكد ان خط البروفايل التصميمي اللي احنا مختارينه في الكوريدور ده يكون واصل للحدود بتاعتنا او معديها كمان لو حبينا. يعني في الحاله دي انا اوصلها ازاي؟ هي كل ما هورينك انت ممكن ترسم لاين عادي خالص على لاين الكاد، بتاخد اخر نقطه هنا وبتعمل نيرست على نفس الخط. تمام كده. وبتمد الخط بتاعك ده، بتقول له بتقف على اللي هي الجريب اللي في الاخر وتقول له لينثن، بحيث احنا بنمدها شويه. كل ما هنالك انا امد الخط بتاعي شويه، ممكن امده لغايه النهايه بالظبط لحد نهايه الكوريدور سوري الالاينمنت بتاعي، او ان انا ممكن ازوده شويه، مش هيخسر ايه، مش هيخسر اي شيء من خلال النيرست. اعملها لحد هنا كده. تمام. يبقى كده انا ضمنت ان الخط بتاعي تجاوز اخر نقطه من ايه، من النقطه بتاعتنا، من نقطه الايه، نقطه الالاينمنت بتاعي. حلو كده. كل ما هنالك لازم بنروح على الشاشه اللي على اليسار هنا، هنلاقي الكوريدور بتاعنا طبعا حصل فيه تغيير. نعمل كليك يمين ونقول له ايه، ونقول له ريبيلد. هو في صوت ولا مفيش صوت يا جماعه؟ صوت شغال زي الفل يا فندم، الصوت موجود. ما شاء الله على بركه الله. طيب زي ما شايفين مباشره السكشن الاخير تعدل، ولو انا بصيت على سوري اللي هو الكوريدور بتاعي بالاوبجكت فيور تمام، هنلاقي ايه؟ ان اخر قطاع بقى سليم معايا. يبقى المشكله دي ممكن تظهر معايا في البدايه او في النهايه، وسببها ان الخط التصميمي بتاعي مش واصل لنقطه البدايه او نقطه النهايه ولو حتى بواحد مليمتر. تمام كده. زي ما شايفين القطاعات بقت بعيده عن بعض، وكل ما هنالك بتضغط على اي قطاع فيهم وبتقول له ابديت جروب لاي اوت، هيبتدي مباشره يعدل لك الجروب لاي اوت، يخليهم كلهم ايه، كلهم مع بعض. يبقى دي كده اول مشكله بتقابلنا، اللي هي عدم وصول خط التصميمي كبروفايل لحد نهايات الالاينمنت بتاعي. تمام. تاني مشكله بتظهر معانا اللي هي اسطح الكوريدور نفسه. احنا في الكوريدور عاده احنا ما شفنا المره اللي فاتت، لو احنا اخترنا الكوريدور بتاعنا هنا تمام، وهنبتدي نقول له انا عايز كوريدور سيرفيس، احنا ممكن نعمل سطح بوت او بوتوم وسطح توب. وكنا اتكلمنا ان الاسطح عباره عن ان انا بختار، بقول له انا عايز السطح وهسميه مثلا في الحاله دي، الحاله دي بوتوم تمام، وبنختار من هنا الكود المناسب بتاعنا. حلو. وبنضيف على علامه الزائد اللي هنا، بينزل معانا فين؟ بينزل معانا الداتا. يعني في الحاله دي انا اخترت داتا من مجموعه اللينكات دي، وقلنا اللينكات دي نعرف مين فيهم اللي انا طالبه بناء على القطاع اللي انا مختاره. وبروح على القطاع وبقول له ايه كنترول واحد، واشوف الشاشه الهلب بتاعته وبشوفها ايه هو اسم الكود بتاعنا. في الحاله دي كان عاده الداتم دي بيبقى للخطوط السفلى من القطاع، والتوب للخطوط العلويه من ايه، من القطاع. فلما عملنا الداتم وقلت له والله برضه انا عايز اعمل باوندرز اللي هي الحدود الاكستند اللي هي الحدود الخارجيه بتاعت الكوريدور كحدود باوندرز اوتسايد باوندري تمام، وقلت له اوكي. فالراجل عمل لي بالفعل سطح، ولو احنا بصينا حتى عليه ادي السطح بتاعنا تمام، ونقول له برضه اوبجكت فيور، ده كده السطح بتاعنا. حلو. ولكن لما احنا اظهرناه بالفعل في القطاعات بتاعتنا هنلاقي فيه مشكله. زي ما انتم شايفين ادي السطح بتاعي اللي هو لونه الازرق، مجرد ما انا هختاره هو بيقول لي حتى انت عندك الكوريدور اسمه ده كوريدور بوتوم تمام كده السطح ده. وزي ما انتم شايفين حصلت معايا شويه مشاكل، اللي هي ايه؟ ان الخط مش ماشي مع الحدود السفليه اللي انا عايزها، مش ماشي مع الحدود السفليه اللي انا ايه، اللي انا عايزها. وده بسبب حاجه بسيطه جدا اللي هي ايه، الاوفر هانج كوركشن. الاوفر هانج كوركشن دي مهمتها ان هو بيجبر البرنامج ان هو يمشي مع الحدود بتاعته بشكل شبه راسي، لان هو البرنامج طبعا ما بياخدش راسي بالظبط، ولكن بياخد بشبه راسي وما بيعملش سكيب لاي بوينت. يعني هو هنا تجاهل النقطه دي. حلو كده. هو اخذ مباشره من هنا لهنا، لا. فلما بقول له اعمل السطح، والسطح ده على سبيل المثال ادي الكوريدور، وهختار بقول له سيلكت تمام كده، وبقول له انا عايز الكوريدور سيرفيس، اهي حاجه اسمها الاوفر هانج كوركشنز. تمام كده.
كل ما هنالك ان انا بقول له الاوفرهانج كوركشن انا عندي نوعين توب لينكس وبوتوم لينكس، ففي الحاله دي انا بعمل سطح بوتوم يبقى لازم اعمل له البوتوم لينكس، يبقى هو كده مكاني بجبره ان هو يمشي او ياخد كل نقطه ما ليها كود بوتوم يبتدي يمشي عليها وياخدها بالتفصيل. حلو كده. وبقول له برده اد از ا بريك لاين لايه للمزيد من التفاصيل، وجرب اقول له اوكي بعمل له ريبيلد ونشوف كده السطح هيحصل له ايه. هنا اهو زي ما انتم شايفين خط السطح بتاعي التزم تماما بالنقاط اللي هي واخده او سوري اللينكات اللي هي واخده الداتا وماشي معاها بالتفصيل لحد من بدايه لحد ايه لحد النهايه. يعني احنا كنا واخدين حتى ده هنا بوتوم، انا ما كنتش تقريبا عملت هنا لينك او لغيته معلش مفيش مشكله، هو لو كان في لينك فوق احنا كنا عملناه قبل كده ممكن نبقى نعيده تاني. ادي ماشي مع البوتوم بالظبط زي التفاصيل بتاعتي مباشره، مفيش اي تغيير حصل ايه حصل معايا. يبقى دي تاني مشكله بتظهر معانا ان في حاله ان الاسطح بتاعتنا ما بتجيش بشكل مظبوط ان هي ما بتمشيش مع الحدود سواء الحدود التوب او الحدود البوتوم. كل ما هنالك احنا بندخل على الكوريدور بتاعنا وبنقول له سيلكت وبندخل على الكوريدور سيرفيس وبنختار من هنا الايه الاوفر هانج كوركشن. نفس الشيء في حاله لو في توب، يبقى عندي في التوب وعندي مين عندي في البوتوم. دي تاني مشكله بتظهر معانا في القطاعات. تالت مشكله بتظهر معانا على سبيل المثال انا هجيب قطاع اللي هو 975 تقريبا اللي هو القطاع ده تمام كده. لو انا بصيت على 975 قطاع 975 بص عليه ادي 50 75 تمام. انا دلوقتي عملت طبعا الاوفر هانج كوركشن وظبطت معايا، ولكن نيجي نعمل شويه زوم هنا هنلاقي ان الخط الديتام اللي هو الخط البوتوم بتاعي مش ماشي مع القطاع بتاعي. في فارق هنا رغم ان انا قلت له انا عايز اعمل ايه، انا عايز امشي مع اوفر هانج كوركشن بوتوم لينكس وكل حاجه تمام، ولكن زي ما احنا شايفين ان الخط مش ماشي مع مين، مش مع القطاع بتاعي. لكن انا رجعت مثلا للقطاع اللي قبله تمام كده هنلاقيه ان هو ماشي بيرفكت معاه مفيش اي مشكله فيه. حلو. طب ليه هنا ماشي تمام وليه هنا ما مشاش تمام؟ المشكله هنا بتيجي دايما في مناطق الكيرفات، مناطق الكيرفات دي مش هنلاقيها في الخطوط مناطق الخطوط المستقيمه، هنلاقيها بس في مناطق الكيرفات. وهي ايه بقى المشكله؟ نشوف مع بعض. ادي 975 نرجع عند 975 اللي هو ده تمام. زي ما نشوف الرقم واحد مفيش قطاع من الكوريدور، لان دلوقتي القطاع اللي احنا اظهرناه ده القطاع اللي احنا اظهرناه، ولكن الكوريدور نفسه اي خط من الخطوط اللي بالعرض دي تسمى قطاع كوريدور اللي هي الفريكوانسيز اللي احنا غيرناها قبل كده تمام كده. وزي ما احنا كنا شفنا برضو المره اللي فاتت احنا ممكن نضيف خط قطاع مجرد ما احنا بنضغط على الكوريدور ممكن نقول له اد سيكشن وبنختار القطاع دوت بحيث ان هو يظهر لي قطاع تصميمي زياده هنا. فهي الفكره ان هو عمل ايه؟ ان هو اخذ القطاع التصميمي اللي قبل مني واخذ القطاع التصميمي اللي بعد مني وراح موصل ما بينهم خط مستقيم. في حين ان المنطقه دي المفروض لان هي دي منطقه كيرف زي ما احنا شايفين المفروض المنطقه هنا تيجي كيرف شويه. فعشان كده هو عمل ايه؟ لو احنا حتى قلنا له ارك تمام النقطه دي مع النقطه دي مع النقطه دي مثلا شايفين؟ حلو كده ونقول له ريبيلد سواء الارك ما ظبطش معانا على النقطه بالظبط. ثواني نعدلها احسن. هي دي اي ار سي اللي هو الارك النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي. بصوا يا شباب اهو ادي المفروض ان الخط بتاعي يوصل لحد مين؟ لحد النقطه دي. ليه؟ لان هو انا اخدت نفس النقطه هنا وخدت النقطه في نفس النقطه هنا ونفس النقطه هنا وانا عاملهم بشكل كيرف بناء على مثلا السنتر لاين اللي موجود، ولكن هو ما احترمش كده، هو اخذ خط مستقيم من النقطه دي لحد النقطه دي، فبالتالي عمل ازاحه للخط ده، عمل ازاحه للخط ده. الازاحه دي توصل فين؟ تيجي معانا فين؟ لو احنا على سبيل المثال اهي جينا اللي هي 975 تقريبا كان اخر واحد تحت اللي هو هنا. ايوه عمل لي الازاحه البسيطه دي تمام كده. ليه؟ لان هو شايف كخط بوتوم هو شايفه هنا، ولكن خط كوريدور هو شايفه هنا. ففي الحاله دي انا بعمل ايه؟ بزود الفريكوانسي على القطاعات. وهو يفضل في الحاله دي تعمل الاتي. لو انت هتظهر القطاعات بتاعتك اللي هي السامبل لاينز كقطاعات هتظهرها مثلا كل 25 متر زي ما انا عامل، يبقى يفضل ان انت تعمل الفريكوانسي بتاعك كل 25 او من مضاعفات ال 25، رقم يدينا مضاعفات ال 25. يعني ايه؟ يعني ممكن اعملها كل 5 متر، كل ممكن اعمل الفريكوانسي بتاع الكوريدور بتاعي كل 5 متر، بس ما ينفعش مثلا اعمله كل 10، لان لو عملته كل 10 هيجيب معايا في ال 800 اوكي، في ال 825 مفيش قطاع فمش هيجيبها. حلو كده؟ فيفضل ان انا اعملها مثلا كل 5 متر او كل مثلا 12 متر ونص، الكلام ده كله هيخليني اجيب قطاعات على 800 825 850 وهكذا. في الحاله دي كل ما هنالك ان انا هبتدي اعدل هنا، حتى احنا ممكن نقسم الشاشه نصين عشان نشوف التغير الفعلي مباشره. ادي 2 هوريزونتال
تمام كده. وتحت هجيب القطع الأخير اللي هو كان 975، تمام كده. وهنعمل عليه شوية زوم حتى في الايه في المنطقة دي عشان نشوفه، ماشي. ومجرد ما انا هاجي هنا فوق اقول له والله في الكوريدور اعمل لي الفريكوانسي بتاعي edit frequency، غيره لي خليه لي كل كام، كل 12 متر ونص في التانجنت وفي الكيرفات برضو كل 12 متر ونص، او مضاعفات تقدر توصلني لمين، تقدر توصلني لل 25. مجرد ما بقول له اوكي وانتظر لحظات، تمام كده. مجرد ما بقول له انتر زي ما انتم شايفين مباشره الخط بتاعي اتعدل تمام. ليه؟ لان هو عنده 925 بقى ماشي مع مين. لو عملت ار اي للكيرف بتاعي هنلاقيه ان هو ادي 975 مشي معايا، بس طبعا عشان الكيرف ده مش مظبوط قوي، ولكن هي الفكره ان هو مشي معايا عشان هو الكيرف كان واصل ما بين نقاط، فالنقاط دي اتغيرت، ولكن انا قصدي ان هو هنا عمل ايه، ماشى معايا مباشرة على الحدود بتاعتي زي ما انا ايه زي ما انا عاوز. كل ما هنالك ليه؟ لان هو دلوقتي بالنسبة له في خط قطاع للكوريدور تحت القطاع التصميمي بتاع سوري تحت السامبل لاين بتاعنا، فبالتالي بيجيب لي النتيجة صحيحة وبيعمل لي السطح صحيح وكل شيء بيبقى ايه بيبقى صحيح، تمام كده. clear all drawings. اوكي تمام، يبقى كده دي الثلاث مشاكل، الاكثر ثلاث مشاكل بيظهروا لنا اثناء عمل الكوريدور، واللي هم رقم واحد اللي احنا قلنا عليها اللي هي خاصه بالنهايات وبدايات الكوريدور، ودي بترجع ان البروفايل ما بيبقاش ليه منسوب، دي رقم واحد. رقم اثنين اللي هي خاصه بال بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الاوفر هانج كوركشنز، عشان يبقى خط السطح بتاعي بيبقى ماشي مظبوط مع القطاعات، تمام كده. والحاجه الثالثه في حاله لو في تشفيت في الخط التصميمي اللي هو خط السطح عن القطاع بتاعي، يفضل ان انا بعمل ايه، بزود الفريكوانسي على الخط. وطبعا انا مش شرط ان انا ازود على فكره الفريكوانسي في كل الخط، انا ممكن بس في حاله لو انا عندي قطاع او قطاعين عايز ازود عليهم، يبقى مجرد ما انا بضغط على الكوريدور وبقول له اد سيكشن، وبشوف القطاع اللي هو مش ظابط معايا تحت في القطاعات اللي انا عارضها، واقول له ضيف لي بس سيكشن تصميمي في المنطقه دي، بحيث ايه يزوده لي ويطلع لي النتيجه ايه، النتيجه بشكل صحيح، تمام. دي كده كانت اكتر ثلاث مشاكل بتقابلنا في الكوريدور. ان شاء الله نكون نغطيناهم بشكل كويس باذن الله. واحنا هنا اكون شايلين اللينك. طيب نبتدي نشوف حاجه ثانيه بعد كده ان شاء الله. الكوريدور نفسه احنا بصينا هنا على عشان نفتح الكوريدور بروبرتيز، ان هو بيجيب لنا الموقف كله. طبعا في سطح توب وسطح بوتوم. ايه فايده سطح التوب وسطح البوتوم؟ سطح البوتوم ده اللي بنستخدمه احنا في الكميات، لان في العادي احنا كميات الحفر والردم بتاعتنا بتيجي لحد فين. يعني مثلا على سبيل المثال القطع بتاعنا اللي هو خلينا قطع هنا يكون معاه مثلا شكل ارض طبيعيه او حاجه زي كده مثلا، خلينا في اللي فوق ده بسيط وسهل. قطاع القطاع سوري الحفر والردم ايا كان شكل الارض الطبيعيه فين، في حاله مثلا لو الارض الطبيعيه احنا بالنسبه لنا هنا كده، او الارض الطبيعيه بالنسبه لنا هنا كده، ماشي. ففي حاله لو انا بحسب كميات حفر وردم بالنسبه للقطاع اللي تحت ده، فبالتالي انا بمشي مع حدود الشكل بتاعنا بالشكل ده كده، اللي هو مين، البوتوم بتاع الطبقات بتاعتي. حلو كده، حتى نجيبها لحد الاخر بحيث نشوف هو البرنامج هيحسب لي ازاي بالظبط، تمام. واعمل كده ويز بوينت 201 اهو، يبقى الخط اللي هو بالاحمر ده، تمام. ادي الخط اللي بالاحمر ده خط البوتوم اللي احنا عملناه بناء على التفاصيل اللي احنا ايه اللي احنا عاملينها، تمام. ففي حاله لو انا بحسب قطع، فالقطع بيوصل تبقى الارض الطبيعيه اعلى مني، تمام، فلازم بيبقى الشكل عامل بالظبط كده. والبرنامج بيبتدي يحسب لي كل المنطقه اللي ما بين اللي هي تعتبر لو انا قلت ماتش للخط ده وللخط ده، اللي هي ما بين كل الخط الاحمر ده كله لحد وش الارض الطبيعيه. يعني لازم في حاله القطع انا ما بوصلش لغايه خط التوب، لا لازم بوصل لحد البوتوم. ليه بوصل لحد البوتوم؟ لان انا الحفر والردم دي تعتبر كميات انا بعملها، او ده تجهيز لمين؟ تجهيز للطبقات النظاميه بتاعت الطريق بتاعي. يعني انا لازم اوصل لغايه البوتوم هنا عشان ابتدي بعد كده احط الطبقه ال 20 سم بتاعت الاجريجيت، وطبقه ال 8 سم بتاعت الاسفلت، و5 سم اللي فوقيها، تمام. يبقى انا ما ينفعش احسب لحد خط مين؟ لحد خط التوب.
في حاله الاضعف، وفي نفس الوقت برضو في حاله الردم، لان لو هردم لازم اردم لغايه البوتوم بتاع الطبقات بتاعتي، بحيث ان الطبقات بتاعتي ليها سمك نظامي وليها شغل نظامي. اما الحفر والردم اللي تحت، لا انت ممكن بتعمل الردم كل 5 على حسب طبعا قطاع الطريق ومواصفاته، بتعمل ممكن الردم كل 25 كل 50 كل متر او متر ونص كمان، ما فيش مشكله. ولكن هي الفكره كلها ان انت ايه بتوصل بالكميات بتاعتك، عشان تحسب الكميات صح بتوصل لحد سطح البوتوم بتاعك. اما سطح التوب ده احنا بنستخدمه في اغراض تانية. على سبيل المثال انت مثلا بتخلص المشروع بتاعك كطرق بتسلمه بعد كده لزمايلك اللي شغالين مثلا في قسم الشبكات، فهو بيحتاج سطح التوب عشان يجيب منسوب الاسفلت النهائي، عشان مثلا يظبط عليه بقى مناسيبه بتاعه الكفر بتاعه المانهولز مثلا الانترلوك ما الى ذلك. ده يبقى سطح التوب ده بيستخدم في حاله لو انا عايز اخد بقى المنتج النهائي للطريق، شكل السطح النهائي للطريق، عشان ابتدي اربط بيه عناصر تانية. حلو كده. اما سطح البوتوم بيتعمل عشان خاطر الكميات فقط، ماشي كده. يبقى لازم نعمل سطح البوتوم عشان الكميات، سطح التوب ده عشان للجهه اللي بعدينا، او لو انا عايز اشوف الشكل الثلاثي الابعاد للسطح بتاعي بعد ايه، بعد الانتهاء منه. حلو. طيب دلوقتي في حاله السطح بتاعنا، لو احنا حبينا نشوف سطح الارض الطبيعيه مثلا وسطح التوب، احنا ما عملناش سطح التوب، نعمل سطح التوب. طبعا هي في خاصيه لذيذه جدا في البرنامج هنا اللي اسمها الدرايف، بس انا اخشى ان هو ممكن يتقال منا، سوري بس نعمل سيف كده. الدرايف دي بحيث ان انت ممكن زي ما تجرب القياده على الطريق بتاعك. حلو. كل ما هنالك انت بتضغط على الكوريدور ماشي، وبتقول له انا عايز اعمل درايف اسوق على الكوريدور، وبتختار خط من الخطوط الفيتشر لاين اللي موجوده. فانا في الحاله دي هختار مثلا خط اللين دي الحاره دي، تمام، واقول له انا عايز على منسوب الكراون. حلو كده. وانا بشوف هنا الايه الطريق بتاعي بشكل كونسبشوال. بس هي الفكره عشان الارض الطبيعيه اللي مفتوحه ورا دي. نود ديسبلاي ابلاي اوكي، وبرده السطح نود ديسبلاي ابلاي اوكي. انا مختار نوع من الرياليستيك شديد. انتوا طبعا بتغيروا من هنا الشكل الايه شكل القطاع بتاعتك، بس انا مش سيبشوال. يعني هو هنا ده كده المفروض شكل الطريق بتاعنا. لحظه واحده انا اسف عملت زوم. لا كنترول زد زد زد. يبقى هاجي هنا واقول له كلوز تاني عشان نختار بس ايه شكل القطاع بتاعنا عشان يبان معانا. اول كودز بس. حلو. وهاجي هنا على الكوريدور واقول له درايف على الخط ده، انا على منسوب الكراون، واقول له اوكي. زي كده ده الطريق بتاعي. لو انت بتحدد له طبعا بقى هنا من السرعه، وبتحدد له الارتفاع كام، ارتفاع كام من على وش الارض، تمام كده. انت ممكن مثلا تخليه تقول له 2 متر ونص فقط، ده كده ارتفاع 2 متر ونص، تمام. وبتقول له بلاي، بيبتدي يمشيك في الطريق زي ما انت شايف كده. ده الطريق مثلا الشكل الفاينل بتاع الطريق، ولكن زي ما احنا شايفين ده هو هنا جايبه لي بشكل مين الكوريدور كقطاعات. انا طبعا لغيت الارض الطبيعيه كفيو يعني، ولغيت الايه لغيت سطح البوتوم. انا ممكن اعمل نفس الشيء واظهر سطح البوتوم التوب ومثلا ومع مين مع الطريق بتاعي. زي ما انتم شايفين احنا ايه الطريق الى حد ما هو بيعمل زي عرض للطريق. طبعا انت ممكن تزود السرعه بحيث تبقى العمليه اسرع شويه. ده كده ايه حاجه درايف في البرنامج نفسه. طبعا في برامج تانية بتقدر تعمل بيها وتظهر لك الحاجه دي بشكل ثلاثي ابعاد بقى وعربيات وحاجات كده. فدي الماكس برضو بيعمل الشغل ده. طبعا هنا كان في عندنا احنا جزيره، التوسعه في الجزيره، وبعدين ايه وبعدين نكمل. طيب دي كده حاجه بسيطه من البرنامج بيقدر يعملها. طبعا لو اظهرنا الاسطح بتظهر معانا ايه بتظهر معانا اثناء عمليه الدرايف. طبعا هي الدرايف بس شكلا، ما لهاش اي قيمه فعليه في الشغل، بس يعني خليها شكلها كده وخلاص. حاجه تانية كنت عايز اشرحها، المخرجات بتاعت الكوريدور، مخرجات الكوريدور اللي هي ايه بقى العناصر اللي انا ممكن استخرجها من الكوريدور. دلوقتي انا عملت الكوريدور وعملت شكل ثلاثي ابعاد، وقدرت اطلع منه سطح توب وسطح بوتوم وما الى ذلك. سطح التوب والبوتوم هستخدمهم في الكميات، ودول هنرجع لها كمان شويه. انا عايز استخرج بقى الداتا دي عشان ابتدي اشغل مين، اشغل الناس في الموقع. على سبيل المثال احنا قلنا واحنا بنعمل السب اسمبلي، قلنا في حاله لو احنا عايزين نطلع مثلا الشغل بتاعنا كل مثلا 3 متر ونص او 3.65 زي ما هو القطاع موجود معانا هنا كده،
عند كل تغير يجيب لي المنسوب. فانا بعمل من البدايه بحط ايه حارات منفصله. حلو. اما في حاله لو انا عايز اطلع الشغل كله مره يعني مثلا العرض بالكامل 9.80 متر فبعمل حاره واحده كبيره بحيث اجيب انا بعد كده استخرج البدايه واستخرج مين واستخرج النهايه. يبقى كل ما هو موجود في القطاع بتاعي اقدر استخرجه. يعني ايه؟ انا عايز استخرج النقطه دي هقدر استخرجها، النقطه اللي دي نفس الشيء، والنقطه دي والنقطه دي، وفي نفس الوقت الطبقات دي اقدر استخرج ايه كل طبقه لوحدها. هو بيقدر يستخرج لي النقط دي بشكل ايست ونورث وزد، مفيش اي مشكله. ولكن انا ما ينفعش اقول له مثلا اديني في نص الطريق هنا اديني قرايه، لان ما عندهوش هو اي حاجه في نص الطريق هنا يقدر يجيب عليها. هو هيجيب بس على نقاط البوينتس اللي موجوده، ودي اللي هنشوفها دلوقتي. فلو جينا في قائمه التول بوكس تمام، وبعدين جينا في الكوريدور عندنا مجموعه بسم الله الرحمن الرحيم مجموعه ريبورتس نقدر نعملها. من الريبورت اللي هو كان نقاط هنلاقي حاجه اسمها سيكشن بوينتس ريبورت. مجرد ما اضغط عليها كليك يمين وبقول له اكسكيوت، زي ما انتم شايفين هو الراجل بيقول لي انت الكوريدور بتاعك اللي انت هتختاره. طبعا عشان عندك كذا كوريدور تقدر تطلعهم، الالاينمنت اللي انت مستخدمه. وهنا دي الاكواد كلها اللي موجوده فين في الاسمبلي بتاعك. ولو نفتكر في الفيديو سوري في المحاضره اللي فاتت عملنا الكودين اللي هو الاتش 1 والاتش 2، فهو طبعا بان البرنامج شافهم يبقى يقدر يستخرجهم. زي ما احنا قلنا قبل كده ان اي كود انا عايز اطلعه ممكن تعمل ماركت بوينت وتسميها وتضيفها الاكواد بحيث ان هو ايه البرنامج ايه يقدر يشوف الايه الاكواد بتاعتك. ففي الحاله دي احنا كنا ضفنا الاتش 1 والاتش 2 زي المحاضره اللي فاتت، ونقدر نرجع لها حتى عشان نشوف ايه ازاي نضيفهم. تمام. فانا ضفتهم فاقدر استخرجهم ما دام هو موجود نقطه على القطاع بتاعي الاسمبلي اقدر استخرجها مباشره. في الحاله دي انت بتشوف النقطه اللي انت عايز تستخرجها ايه. حلو. وفي نفس الوقت بتيجي تقول له والله انا عايز من البدايه مثلا لحد النهايه والانترفال كام. الانترفال يعني كل مثلا 5 متر كل 10 متر وما الى ذلك. هل انا شرط ابتدي من البدايه؟ لا. الشرط اوصل لغايه النهايه؟ لا. زي ما انت عاوز. الرينج اللي انت عايزه هتديه له والانترفال اللي انت عايزه هتديه له، ومن هنا بتختار البوينت كود اللي انت عايزه. فعلى سبيل المثال انا عايز اطلع النقاط اللي الناس هتحفر عليها. فالناس بتحفر على النقاط ايه؟ نرجع تاني نشوف والله هي لازم هياخد النقطه دي. فمجرد ما انت بتقف عليها بيقول لك دي اسمها كراون سب. تمام. وبرده نفس الشيء هتبقى دي كراون سب او ان هي اي تي دبليو سب، حاجه من الاثنين. يا اما في اخر واحده خالص نشوفها كده اسمها ايه اي تي دبليو سب. سب اللي هي سب ايه سب بيز، واي تي دبليو اللي هو ايج اوف ترافل واي. تمام كده. يبقى انا هدور على الكراون سب والاي تي دبليو سب. وعندي هنا برده النقطه دي انا هحتاجها مثلا، النقطه دي اسمها ايه اسمها الديتش اوت او الهنج. تمام كده. واخر نقطه خالص اللي هي نقطه مين الديلايت. في طبعا ديلايت كات او ديلايت عندنا ليها مسميين اهو، ديلايت او ديلايت ايه فيل. في حاله الفيل بيسميها ديلايت فيل، وفي حاله الكات بيسميها ديلايت كات، او لو انت سميتها ديلايت بس يبقى مفيش مشكله هيطلعها لك في الحالتين في الكات او في الفيل. يبقى نيجي نقول له اكسكيوت، بشيل علامه الصح من قدام الكل مجرد ان انا بضغط هنا، وبعدين بقول له انا عايز الكراون صب وعايز الاي تي دبليو صب. تمام. وعاوز الهنج دي وعايز مين الديلايت. تمام. وبقول له انا عايزهم كل 25 متر، وبقول له كرييت ريبورت، ونبتدي نشوف الريبورت اللي هيطلع معايا شكله عامل ايه. اهو البرنامج بيقول لي والله انت عندك في ستيشن 0 طلعنا لك 12 نقطه. ال 12 نقطه دول عباره عن الديلايت اللي على طبعا هو بيدي لك الايست والنورث والزد والاوفست كمان. هنا الديلايت الاوفست اللي على الشمال، وبعدين الديتش اوت نقطه الديتش اوت، وبعدين اي تي دبليو سب كراون سب اي تي دبليو سب كراون سب. وطبعا كل واحده الاوفست مين الاوفست بتاعها المختلف بتاعها. تمام. هنا ناقص 3، هنا ناقص 3، ناقص 6 متر 65، ناقص 10 متر 30، وهكذا. ونفس الشيء لحد الرايت سايد. وكل ستيشن زي ما احنا شايفين كام؟ كل 25 متر، مفيش اي مشكله. احيانا بتظهر معانا ايه المشكله في الاتي. طبعا هو النوع الملف انا اظهرته على اساس ان هو صفحه ويب، انت ممكن بتغير من هنا بتضغط على العلامه دي وتبتدي تغير نوع الايه نوع الريبورت بتاعك بحيث يطلع لك ملف اكسل تقدر ايه تستخدمه على طول مباشره. دي سهله يعني مفيش اي مشكله فيها. الفكره بقى كلها في ايه؟ في حاله لو الفريكونسي بتاعي مش متوافق مع الحاجه اللي انا عايزها. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عامل هنا الفريكونسي، لو بصينا عليها ادي ايديت فريكونسي، انا عامل كل 12 متر ونص في الكيرف و12 متر ونص في الايه في الخط المستقيم. طيب نبتدي نشيل الانوتيشن اللي بيكتب على الشاشه يا شباب. طيب الرول ماشي. لو انا جيت هنا قلت له انا عايز والله اطلع كل كام؟ كل 5 متر. اقول له اكسكيوت، انا عايز اطلع هنا كل 5 متر وبشيل كل ده. انا عايز بس مبدئيا انا عايز نقطه الكراون والاي تي دبليو مثلا على سبيل المثال، نقطتين فقط، وبقول له كرييت ريبورت، وابتدي اشوف الريبورت اللي بيطلع لي عامل ازاي. زي ما انتم شايفين جاب لي اول ستيشن مفيش اي مشكله، وبعدين فوت لي 5 و10 و15 و20. ليه؟ لان فعليا البرنامج ما عندوش قطاع
كقطاع كوريدور على الاستيشنات دي. فالبرنامج مش هيحسبها لك رافلي كده، لا لازم يكون النقاط دي موجوده بالنسبه له، لان احنا زي ما شفنا هو بياخد ايه، هو عنده الفريكونسي بتاعه كل كام، كل 12 متر ونص تقريبا، فهو هياخد خط مستقيم ما بين ال 12 متر ونص وما بين مثلا من الصفر ل 12 متر ونص هياخدهم خط مستقيم. ولكن هو فعليا لو هو طلع لك الداتا بناء على كده الاوفست بتاعتك هتطلع لك غلط وكل شيء هيطلع غلط. ليه؟ افرض المنطقه دي فيها كيرف، فساعتها المفروض هو يمشي مع الكيرف. لا هنا مش هيمشي مع الكيرف، هو هياخد خط مستقيم على ال 12 متر، فلو طلع لك ارقام على الخمسه والعشره هتطلع غير مظبوطه. عشان كده البرنامج بيتجاهل مجموعه اللي هي الستيشنز اللي مش موجوده عنده، وبيدي لك بس الستيشن اللي موجوده عنده. فلما يظهر لك الريبورت وفي حاجات زي كده اعرف على طول ان الفريكونسي اللي انت طالبه او الانترفل اللي انت طالبه مش نفس الفريكونسي اللي موجود فين في البرنامج. فعشان كده احنا بنعمل دايما حاجه اللي هو ايه، انا بعدل الفريكونسي، بقول له ايه ده فريكونسي بناء على الحاجه اللي انا عايز اطلعها مبدئيا، وبعدين ممكن ارجعها تاني مفيش مشكله. يعني في الحاله دي انا هطلع كل 5 متر، يبقى في الخط المستقيم كل 5 وفي الكيرف كل 5، وبقول له اوكي تمام. هو طبعا ايه هيزود لي قطاعات، طبعا هو كل ما بيزود طبعا الفريكونسي على الكوريدور نفسه بيحسنني من شكل البرنامج، سوري من شكل السطح ومن شكل كل الايه الطريق بشكل عام. ليه؟ لان هو بيحترم بقى الكيرفات بشكل احسن وما الى ذلك. في الحاله دي لو انا قلت له كرييت سيكشن بوينت ريبورت تمام، وبقول له انا عايز نقطه الكراون ونقطه الاي تي دبليو، بقول له كرييت ريبورت، ادي زي ما احنا شايفين بدا هو بالصفر 25، انا قلت له 25 متر، انا اسف انا عايز كل 5 متر، اسف معلش سامحونا، كريت ريبورت. طيب زي ما شايفين اهو بقى جاب لي 0 25 50 وجاب لي النقط اللي انا عايزها الاي تي دبليو والكراون وكل واحده الستيشن الاوفست الاليفيشن والايست ونورث والزد والاوفست كمان بتاعها من السنتر لاين لحد اخر نقطه اللي هي كام 65. في سؤال سريع كده هو بيقول كيف استخراج اخر محطه من الكوريدور، انت ممكن تقريبا تكتبها هنا، او لازم يكون عليها قطاع على الكوريدور، هل ليها قطاع للكوريدور؟ تقريبا ليها، نشوف كده اخر ستيشن خالص، اخر ستيشن خالص 1.266.13 كريت ريبورت هيطلع ما طلعش. ممكن ممكن ما يكونش 1.3 بالظبط عشان نتاكد منها، حتى هات الالاينمنت و شوف طوله بالظبط كام، كنترول 1.27 لانه اخر 1.27، قلت له كوبي تمام، وجيت هنا على الريبورت ده وقلت له انا عايز كنترول في اللي هي 1.266.127، قول له كريت ريبورت برضه ما ظهرليش 1.27. طيب هو اخر محطه، ما يعني انت اخر محطه بالظبط يعني بوينت 01 على سبيل المثال، وهنا 2 برضه مش هيطلع 1.27 برضه مش هيطلع. طب هو بص ممكن تطلع النقاط دي على الرسم، او ممكن بنستخدم حاجه ثانيه في التولز، في التولز نفسها في الزرارات الحديثه هتلاقي حاجه اسمها ميسلينياس تولز، الريبورت هتلاقي الكوريدور، برضو هتلاقي كوريدور سيكشن بورد اللي هي كوريدور بوينت ريبورت، ممكن تظهر معانا هنا افضل. هنا بنقدر نتحكم في البيانات اللي طالعه، ايه هي شكلها ايه، سوري الترتيب بتاعها ايه. في نفس الوقت بقول له انا عايز الالاينمنت مثلا بتاعي ده، نوع النقطه بتاعتي ايه، في الحاله دي هقول له كراون، انا عايز اخر ستيشن خالص اللي هو 1.266.127، ولو قلت له كريت ريبورت ممكن تطلع برضه نفس الشيء ما طلعتش. لا ممكن تطلعهم على الرسمه وبعدين تاخدهم بقى، انا اسف معلش لان هي مش راضيه تظبط معانا، تطلعهم على الرسمه وتاخدهم من على الرسمه لان هي دي اخر ستيشن يعني خلاص، ما 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 معلش يا مهندس محمد لان مش راضيه تظبط معايا خالص دي ممكن تطلعها على الرسم، تطلع على الرسم من خلال ان انت بتعمل فروم هوم، بتقول له بوينت، بتقول له انا عايز اللي هو كريت كوجو بوينت فروم كوريدور تمام، وهو بيدي لك حتى الرينج بتاعك. فلو احنا اخترنا مثلا الرينج انا عايز في الاخر خالص اللي هو 1.26.1 تمام كده، قلت له اوكي ننتظر عليه لحظات، هو هيعمل لي نقاط على الرسم. هلا بس ما يكونش هنج منا، بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن نضيفها في الفريكونسي، هي اوريدي موجوده في الفريكونسي صراحه، يعني هو اخر ستيشن موجوده في الفريكونسي، لان هو حتى حاطط عليها خط قطع. هو بص هنا اظهر لك ايه النقاط بتاعتها، عشان احنا اخترنا كل النقاط، فطبعا ايه اظهر لنا كل النقاط بتاعتها هنا حلو، وعملها لك في نفس الوقت في جروب بوينت جروب، اللي هي البوينت جروب رقم 2 دي، كل النقاط بتاعتك بالكود بتاعها. يعني انت لو جيت بصيت حتى على النقطه نفسها، يعني هتلاقي مثلا النقطه هنا حلو كده، الايست والنورث والزد بتاعتها، والديسكريبشن بتاع اللي هو الكراون او الكراون سب او الكراون ما الى ذلك، جايب لك كل تفاصيل ايه، كل تفاصيل بتاعتها. حلو كده حيث لو انت اظهرتها على ايه، على الرسم. طبعا نضيفها كفريكوانسي، هي موجوده اوريدي في الفريكوانسي بتاع المشروع، ان هي اند اخر نقطه. فلو ما ظبطتش معاك في الريبورت تقدر تطلعها من هنا وبعدين تطلعها ايه، تطلعها في الاكسل. يعني المهم ان انا عملته اللي انا بضغط هنا وبقول له انا عايز اعمل البوينت اللي هي كرييت كوجو بوينت فروم كوريدور، تمام، بتحدد له رينج معين. ففي الحاله دي انت بتحدد له الرينج على حسب الاستيشن اللي عندك، وبتحدد له النقاط بتاعتك، وهو اوريدي بيعمل نيو بوينت جروب نيم، فبيسمي لك بيعمل لك بوينت جروب نيم جديد، بوينت جروب جديده الاسم بتاعها على اساس المسمى اللي انت بتختاره والاكواد اللي هنا. وفي نفس الوقت النقطه اللي بتطلع لك على الرسم بتاخد لك نفس الكود بتاعها ايه اللي موجود فيه على حسب الكوريدور، تمام كده. دي اللي هي اخر ايه، اخر نقطه ممكن نستخرجها. دي واحد من انواع الريبورتس اللي موجوده. في ريبورت تاني موجود اللي هو الدي لايت لاين ريبورت، تمام. بس ده لما بتيجي نعمله على سبيل المثال، لو ما في حاجات لما بنيجي نعملها يقول لك لا ما فيش سامبل لاين في الرسمه، ففي الحاله دي لازم تعمل سامبل لاين الاول عشان يبتدي يطلع على اساسه، يطلع عليها الداتا دي. طبعا احنا عشان عاملين سامبل لاين فمش هيطلع لنا الايرور ده، تعمل كليك يمين وبتقول له اكسكيوت، تمام. وزي ما انتم شايفين هو هنا بيدور على السامبل لاين معين، السامبل لاين اللي انت مرتبط بالالاينمنت ده. فلو السامبل لاين مش موجود هتلاقيه طلع لك ايرور يقول لك لا مفيش سامبل لاين، فبالتالي مش هقدر اعمل لك الريبورت ده. في الحاله دي بختار له الالاينمنت بتاعي اللي هو السامبل لاين بتاعي اللي انا عايز اطلع عليه الداتا، بقول له الرينج من الى، فهو بيطلع لي بناء على الفريكوانسي بتاع مين، بتاع السامبل لاين هنا مش بتاع الكوريدور. يعني هو رغم ان هو كوريدور ولكن هو هيطلع لي مثلا انا عامل هنا القطاعات كل 25 فهيطلع لي الداتا كل 25، لو عملت القطاعات كل 5 هيطلع لي الداتا كل 5، تمام. لو قلنا ايه كرييت ريبورت اهو هيطلع لك، يقول لك والله انت عندك السيشن صفر، حلو كده، الدي لايت اللي على الشمال الاوفست بتاعها كام، والايست والنورث والزد بتاعتها كام، ونقطه الدي لايت اللي على اليمين الاوفست بتاعها كام، والايست والنورث والايه والزد بتاعها. فده كده الريبورت بناء على مين، على الخط بتاع السامبل لاين. هنا بياخد على بناء على خط السامبل لاين، ماشي، هو كل كام؟ كل 25 لحد النهايه، تمام. ده اللي هو الريبورت اللي خاص بالديلايت لاين. هنا بقى في كان حاجه لسه كنت انا بجرب فيها وما ظبطتش، بس عرفنا لكم المشكله فين، اللي هي طبعا الفيتشر لاين نفس الشيء. لو انت عايز تطلع فيتشر لاين ريبورت يبقى الفيتشر لاين اللي انت هتختاره يطلع لك ريبورت عليه. اللي انا عايز اطلعه بقى اللين سلوب ريبورت. اللين سلوب ريبورت ده اللي هو زي السوبر الفيجن بتاعنا. لو السوبر الفيجن هنا طبعا متغير، فانا ده المكان تقريبا ده المكان الوحيد اللي بتقدر تطلع بيانات السوبر على حسب الخطوط اللي انت عايزها، الفريكونسي اللي انت عايزه، فبتقول له اكسكيوت، تمام. هو برده بيشوف لك هنا بناء على السامبل لاين اللي موجوده، فالسامبل لاين كل 25 متر فهيطلع لي الميول الجانبيه كل 25، ولكن نبص كده مع بعض. فبقول له كرييت ريبورت، المفروض انا الطريق بتاعي الاستاندرد بتاعه ناقص 1.5، حلو كده، و والله 1.5 تقريبا، ناقص 1.5، وبعدين الميول بتختلف، ولكن زي ما شايفين هو جايب لي هنا 1.1. انا صراحه قعدت ادور عليه ما عرفتش المشكله فين، الا لما يعني ربنا هداني وعرفت المشكله فين. المشكله ساعدتكم اللي احنا عملنا ايه دن، على سبيل المثال هستاذنكم نرجع بقى زوم هنا، احنا عاملين هنا اوفست او سوري عاملين لينك هنا عباره عن لينك زيرو عشان اخده على انقل المنسوب بتاعي من سنتر الخط سنتر لحد ايه ايدج زيرو. في نفس الوقت بيبقى ده خاص بمين، بالتوسعه، بنبتدي ايه نوسع ونضيق الجزيره بناء على ايه، بناء على خط اللينك اللي موجود هنا. طبعا اللينك ده انا هنعمل له اوميت زي ما احنا عارفين، بنعمل له اوميت وبنفك الاوميت عنه او بنظهره ازاي، بنضغط على اللي هو الخط بتاع السامبل سوري الاسمبلي، بنقول له اسمبلي بروبيرتس، وبختار من هنا في الكونستراكشن هلاقي مثلا الايلاند احنا مسمينه ار تي ايلاند، طبعا من المحاضره اللي فاتت الشباب اللي متابعين معانا. فبنقول لهم هناك ان انا بغير له الحاله بتاعته من اوميت لينك، هو هنا بقول له يس، لا بقول له انا عايزها نو. اوميت لينك يعني اخفه لي من على الرسم، وفي نفس الوقت ما بيظهرش معاك في الايه في التفاصيل بتاعتك. اهو ظهر معايا الايه الخط بتاعي هنا. فهو دلوقتي يقول له ما هنالك ان هو واخد دي في عين الاعتبار، فبالتالي الريبورت طلع غلط. في الحاله دي لو انت عايز تطلع لين سلوب مظبوط هتضطر اسفا ان انت تشيل مبدئيا بس
هي طبعا في كذا حل، ولكن الحل السريع ان انت ممكن تشيل دي مبدئيا على سبيل المثال، بتقول له ديليت حلو كده، وبعدين ريبيلد كده، هو اوريدي ار اي هيجيب لك اللين بتاعتك هنا، وهتعمل ريبيلد للكوريدور. حلو، ده كده حل، حل يعني مش عملي قوي، ولكن مبدئيا لو احنا عملنا اهو دلوقتي، انا عملت ريبيلد للكوريدور، وجيت بعد كده هنا قلت له انا عايز اعمل لين ريبورت سلوب ريبورت، وقلت له كرييت ريبورت، هنلاقي ايه على الرايت سايد جابها لي، جابها لي مظبوط، وعلى الليفت سايد لسه زي ما هي. فعلى الرايت سايد القيم هتطلع لي ايه، هتطلع لي مظبوطه، بعكس مين، بعكس الليفت سايد. حلو كده. فالحالة دي يفضل ان انت ايه، ممكن تعمل الحركة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي دي، ان انت بتشيل اللينك ده، لان هو اللينك ده هو مفيد معانا في كل شيء، بس مش هيطلع لك اللين ريبورت، اللين سلوب ريبورت مش هيطلع لك مظبوط. او ان انت ممكن بتعمل اسمبلي تاني، حلو كده، وبتعمل كوريدور تاني. على سبيل المثال انا هعمل اسمبلي في حارة وحارة مثلا، يعني مثلا لو احنا على سبيل المثال عملنا اسمبلي اسميه 011 مثلا، تمام، وهعمل له كنترول وثلاثة سوبر ماركت، وبقول له مثلا حارة يمين وحارة شمال عايزين لين، حارة يمين الستاندر بتاعها كام، ناقص 1.5، تمام، حارة يمين واختها شمال، ودي هدي له السلوب بتاع الطريق بتاعنا اللي هو احنا عندنا اللي على اليمين اللي هو رايت اوتسايد لين، انا عملت ليفت تقريبا، هنا دي رايت اوتسايد لين، والتاني ده هنا ليفت اوتسايد مين، ليفت اوتسايد لين، ليفت اوتسايد لين، تمام كده. وفي الحاله دي بعمل كوريدور تاني على نفس الالاينمنت ونفس مين ونفس التفاصيل بتاعته اللي هو الاف جي 2، وبقول له بسم الله الرحمن الرحيم، بقول له اللي هو 011 ده، وبقول له اوكي انا عايز فريكوانسي كل 25، لان هو اوريدي هياخد الفريكوانسي بتاع السامبل لاين. ريبيلد كوريدور، فدلوقتي هو عمل لي كوريدور تاني غير الكوريدور اللي موجود، ومعايا انا اوريدي سامبل لاينز كل ما هنالك، ان انا هضغط على السامبل لاين واقول له اد مور سورسز، سامبل مور سورسز، بختار له مين الكوريدور الجديد، تمام، وبقول له اوكي. انا هضيفه بس مبدئيا لحد ما اطلع اللين سلوب. طبعا هو هنا واخد مين، واخد انهي كوريدور بقى، وانا واخد الكوريدور رقم 1 R01، هو دلوقتي الاثنين بنفس المسمى، ثواني انا اسف، R01-1 اه. فساعتها احنا ممكن نلغي ده من السامبل لاين، نلغي الكوريدور دوت، لو احنا دخلنا على السامبل لاين نقول له سامبل مور سورسز، ونطلع الكوريدور اللي موجود اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم ده الاساسي، نقول له ريموف، ونقول له اوكي. لو جينا في التول بوكس لين ريبورت، هو لسه شايف ده نفسه، طب لو شفنا الريبورت كده هيطلع سليم ولا لا؟ لا هو لسه شايف القديم. ساعتها بقى ممكن نعمل سامبل لاين جديد، انا اسف معلش، هنضطر نعمل سامبل لاين جديده ونبتدي نشتغل عليها. هذه السامبل لاين جديده للمسار بتاعي اللي هو الرود 01، برضو بالمعايير بتاعته، انا عايز الرينج كل 25 متر، وبقول له اوكي. اوفررايد اجنور، اجنور اد ابدمنت، لان هو اوريدي سامبل لاين، اقول له انتر. طب كده سامبل لاين رقم 2، لو جينا قلنا له لين سلوب اكسكيوت، هو واخد نفسها لي خيرا، طيب احنا هنضطر بقى نعمل اسفين، هو واخد نفسها، بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض في سامبل لاين تانية هنا، نادي الاينمنت سامبل لاين، لا هو شايف نفس السامبل لاين، احنا ما عدلناش السامبل لاين، احنا ما عملناش سامبل لاين جديد، انا اسف، سامبل لاين للالاينمنت بتاعنا. وهنا هقول له انا عايز اعمل نيو كرييت سامبل لاين جروب، يبقى انا كده بعمل واحد جديد اهو زي ما احنا شايفينه، وانا مش عايز القديم اللي هو البيزك ده، انا عايز اللي هو ايه، واحد ما بين قوسين، برضو انا عايز رينج اوف ستيشن كله اوكي. اوكي انتر، اهو كده عمل لي حتى واحد تاني فوق منه كده. لو انا عملت هنا الريبورت بتاعي هيطلع لي اتنين موجودين، ساعتها باخد بس مين، باخد اللي هو التاني، بشيل ده وبقول له كرييت ريبورت، المفروض يطلع سليم، ان لم يكن لا، في
حاجه مش مظبوطه، احنا اخترنا حاجه مش مظبوطه باللاين 3 ده، ده احنا مش مختارين الكوريدور الصح يا شباب ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكوريدور اللي هو ده Properties، هو ده. طيب مو 011 اوكي ابلاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو كده المفروض واخد اوكي تمام. انا حتى شفته سيلكت، عايزين اوبجكت فيور للتاكيد. طيب هو لوحده اكسكيوت، مش عايزين ده. هو واخد نفس الكوريدور الاول ليه؟ خيرا هو واخد نفس الكوريدور الاول شن باللاين داي. اكيد في حاجه مش مظبوطه انا عملتها، انا اسف معلش. نبص تاني، ادي بقى فايده ان احنا ايه بنسجل الاول وبعدين نعمل لكم البتاع. ادي كوريدور المفروض واخد الاول اهو، مفيش مشكله. طيب هو يفضل ان انت لو كده معلش بقى تعمله الكوريدور، هتطلعوا اللينز الاول، تطلع تعملوا كوريدور بسيط الاول، تطلعوا بالسلوبس وبعدين تعملوا اللي انا مش ظابطه معايا. او ما انا بشوفها لكم برد عليكم فيها تاني، لان احنا كان المفروض عملنا اثنين كوريدور المفروض تظبط، ما ظبطتش برضه معلش. طيب ده بخاص باللين سلوب، فهو اللين سلوب زي ما شفتوا احنا شلنا بس الحته الافق اللي هنا ظبطت معانا، ولكن غير كده مش هتظبط معانا بالذات الحته الايه الافق اللي احنا عملناها. طيب اخر حاجه ريبورت معانا، في طبعا الفوليوم ريبورت، وفي الفوليوم ريبورت هنا حيث لو في ايه، عشان احنا ما عملناش كميات لسه في السامبل لاين فمش هيطلع الفوليوم ريبورت. سلوب ستيك ده اللي هو بتاع النقطه الخارجيه خالص، نقطه تلاقي الارض الطبيعيه مع مين، مع اللي بيسموها الكاتش بوينت، نقطه تلاقي الارض الطبيعيه مع الميل الجانبي. سلوب ستيك لو احنا قلنا عليها وقلنا له انا عايز نقطه الداتا اد، حلو كده لينك الداتا، بناء على لينك الداتا وبقول له كرييت ريبورت. ونشوف مع بعض كده ده هنا هيطلع لنا بالايمج بالصوره كمان الريبورت بالصوره. طبعا هي نقطه الداتا احنا ممكن نستخرجها اساسا من ايه، من السكشن ريبورت. هنا هيطلع لنا شكل القطاع زي ما انتم شايفين، بيطلع لي شكل القطاع بتاعي، وتحت منه هنا كل نقطه الكود بتاعها ايه والاوفست بتاعها ايه والليفل بتاعها ايه. ونفس الشيء برضو الميول الجانبيه يمين وشمال، يعني برضو هنا اللين سلوب اللي هي الايه الحارات اللي هنا، ده كده ميل الحارات ناقص 1.5 ناقص 1.5 وهكذا. وفي نفس الوقت جايب لي النقط بتاعتي الاكواد بتاعتها، مثلا دي نقطه الاتش 1 حاططها لي، نقطه الاتش 2 حاططها لي، حاطط لي الار او دبليو، وبعت لي اي دي دبليو اي دي دبليو اي دي دبليو تمام كده، والدايلايت اللي ايه اللي بره خالص. نفس الشيء القطاعات كل كام كل كام كل 25 متر زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. يبقى ده كده استخراج النقاط، هو طبعا الاكثر استخداما اللي هو بتاع السكشن بوينت ريبورت. لو ما ظهرتش معاك هنا او ما عرفتش تطلع من هنا الحاجه اللي انت عاوزها بتستخرجها من هنا. وطبعا احنا كنا عملنا فيديو بخصوص الموضوع ده، في حاله لو انت عندك في السطح بتاعك عندك سوري في الالاينمنت بتاع عندك اللي هو ستيشن ايكويشن فما بتطلعش النقاط بشكل سليم، ساعتها بتلجا مباشره بتدخل على قائمه البوينت بتقول له انا عايز من البوينت اعمل كريت كوجو بوينت فروم كوريدور، وبتختار الكوريدور وتختار النقاط اللي انت عايزها بتظهر لك على الرسمه مباشره وتقدر تستخدمها سوري تستخرجها من الجروب بتاعتك. اتمنى نكون احنا كده غطينا الكوريدور بشكل كبير مع القطاعات بتاعته مع الحاجه بتاعته. وبعد كده ان شاء الله دلوقتي هنخش المفروض على السامبل لاين. لو حد عنده حاجه قبل ما اخش السامبل لاين، حد عنده اي استفسار بخاص بالكوريدور؟ لو سمحت يا جماعه اللي عنده يسال بس يعمل رايز هاند. في الدكتور سنان بيقول عندي سؤال على البروفايل ممكن؟ ماشي اتفضل. مش مشكلة اتفضل. تحب افتح لحضرتك المايك؟ كيف اظهر الاعمدة على البروفايل؟ اعمدة ايه؟ لو يكلمنا لو ينفع يكلمنا يكون افضل. بص هو اظهار اي حاجة على البروفايل اهم حاجة الحاجة دي بمنسوبها.
لو انت عندك مثلا عمود زي ما انت بتقول، العمود ده عباره عن ايه؟ لو هو 3 دي بولي لاين، لان احنا كنا اظهرنا قبل كده، لو هو 3 دي بولي لاين او فيتشر لاين او ايا كان العمود اللي انت عايز تظهره، اضغط على البروفايل بتاعك، هتلاقي هنا بروجكت اوبجكتس وبروفايل فيو. انا كده بختار عناصر، والعناصر دي زي ما انت شايف هو دروز اوتوكاد اور سيفل 3 دي اوبجكت ان بروفايل فيو، هي عناصر اوتوكاد. مجرد ما بتضغط عليها بتختار بقى العنصر بتاعك هو ايه، سواء بقى هو بوينت عاديه، بوينت كاد، بوينت سيفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بما انه انا عراقي فممكن تكون في مشاكل في اللهجه فاعذرونا على هذا. لا ولا يهمك، ابي تفضل تفضل ان شاء الله. الله يحفظك. يعني مثلا على سبيل المثال لو كان عندنا البروفايل لجسر او مجسر صغير فكانت تحت اعمده، ممكن هذه الاعمده بارتفاعاتها تظهر على البروفايل او ما ممكن؟ او بص حضرتك ساعتها يفضل ان انت ترسم العمود ده بالليفل بتاعه. يعني انت مثلا عندك العمود راسي حلو كده، انت عايز تظهره على الرسم، ممكن على سبيل المثال ممكن ترسمه كنقاط ويظهر معاك على الرسمه كنقاط. يعني مثلا انت في الطبيعه هتاخد على سبيل المثال هتاخد اسبلت لنقطه البوتوم بتاع العمود ونقطه التوب بتاع العمود، يبقى كده عندك نقطتين. حلو كده معايا هندسه؟ طيب هنعتبر ان انت معايا. فلو احنا عندنا نقطتين، طبعا هو الرينج بتاعنا هنا، ثواني نفتح بس سطح الارض الطبيعي عشان نجيب رينج قريب منهم. معاك ان شاء الله معاك. طيب احنا عايزين سطح الارض الطبيعي، لان هو اصل فكره ان العمود نفسه عشان انت ترسمه ثلاثي ابعاد، لو هو مرسوم ثلاثي ابعاد هيجي لك معاك هناك، ولكن هو في الحاله دي انت مش موجود معاك ثلاثي ابعاد العمود. فاحنا كل ما هنالك ان احنا مثلا ايه، على سبيل المثال انت لو عندك، هنفترض ان عندك ثلاث عمدان في المنطقه دي، ادي مثلا عمود هنا كده في النقطه دي، حلو كده، ده عمود تمام، وفي عمود تاني اخوه مثلا بعد منه بشويه كده مثلا، حلو. طبعا ايا كان بقى شكل العمود ايه وما الى ذلك. طيب انت عندك العمدان دي، حضرتك بترفع على كل عمود نقطه او نقطتين اللي تمثله، يعني مثلا نقطه من السايد ده ونقطه من السايد التاني، تمام كده. ففي الحاله دي مثلا هنعتبر ان هنا هناخد من النقاط، منسوب النقاط دي من الارض الطبيعيه، فانا هقول له هنا نقاط من السطح ونرفعها احنا بعد كده بقيم مختلفه، راندوم بوينت تمام. السطح اللي انا هختاره اللي هو سطح ال NGL، فمثلا انا هحط نقطه كاني رفعتها من الطبيعه، نقطه هنا حلو، ونقطه ثانيه مثلا في المنطقه دي، حلو. وانا عندي هنا المفروض الجروب اللي هي الاول بوينت مقفول تقريبا، هو المفروض يظهر معايا. نعمل ان جي ال ده اللي قافله عشان ترتيب بس النقاط، انا اسف. نرفع ال ان جي ال الاول بوينت فوق خالص، احنا عملنا نقطتين، نقطتين ما اتعملوش. طيب نعمل نقطتين تانيين، انا اسف معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، سيرفيس راندوم بوينت سطح ال ان جي ال، واقول له اوكي. نعمل نقطة هنا نقطة هنا، وما بيستقبلش لي نقاط جديدة خير غريب. طب ماشي، بص انا هاخد نقطة من سطح الأرض الطبيعية، هستأذنك معلش، انا مش عارف هو مش بيظهر نقاط ليه، المفروض يظهر نقاط عادي هنا منسوبها، ودي هنا منسوبها ار اي غريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ماشي هستأذنك، عارف بس الملف وافتحه تاني. بسم الله. نعمل على سبيل المثال ادي ده عمود موجود، وهبتدي اعمل انا نقطة جديدة في الاول بوينتس ده، ارفعها فوق، دي كده كل النقاط ظاهرة معايا تمام. هبتدي اقول له انا عايز اعمل بوينت على السيرفيس، راندوم بوينت على سطح مين؟ الارض الطبيعية، عشان بس نجيب منسوب ليها تمام. نقطة على نيرست على الخط هنا، ديسكريبشن اتش 2 0 ماشي، واعمل نقطة تانية هنا نيرست
مش 2-0 تمام. دلوقتي النقطتين دول انت خدتهم مثلا اسبلت يمثلوا العمود من تحت، حلو كده. المفروض في اخت نقطتين زيهم اختهم يمثلوا العمود من فوق، هنعمل كوبي للنقطه دي، كوبي للنقطتين دول دي ودي سي او كوبي كده اللي هم يمثلوا العمود مثلا منين؟ من فوق. اقول له اوكي وهرفعهم مثلا بتاع 3 متر لفوق. منسوب هختلف، هيختلف المنسوب، هرفعه بس ايه 3 متر اعلى مثلا، يبقى هنا 4. حلو. والنقطة الأخيرة اللي هي دي هخلي منسوبها هنا 4 تمام. يبقى أنا كده عندي الأربع نقاط دول، الأربع نقاط دول يمثلوا العمود من تحت والعمود من فوق. حلو. مجرد ما أنا هاجي على الأوبجكت سوري اللي هو البروفايل فيو بتاعك، تيجي تقول له والله أنا عايز أعمل بروجكت أوبجكت تو بروفايل فيو، فبيسألك إيه هي العناصر اللي موجودة اللي أنت عايز ترفعها. ففي الحالة دي أنت هتختار له الأربع نقاط بتوعك اللي موجودين، مين اللي موجودين على الرسم اللي هو اللي انت رفعتهم بالفعل من الطبيعة. حلو. في حد رسم حاجة يا شباب؟ انوتيت كلير اول. معلش يا جماعة بس لو سمحتوا محدش يلعب على الشاشة لايك. انوتيت كلير اول دروينجز والوك تمام. فبتختار انت الاربع نقاط هنا، هما بيظهروا لك زي ما انت شايف بيظهروا لك بالمنسوب بتاعهم على البروفايل. مجرد ما هقول له اوكي ونرجع نشوف البروفايل اهو، ادي نقطتين اللي ظهروا معاك على الارض الطبيعيه، وفي نقطتين تانيين بس هم طلعوا بره حدود السطح تقريبا ولا ايه؟ اه اهو، مش عشان بس ظاهرين الكتابات، هنخفي الكتابات بتاعت النقاط دي بروجكشن. انا مش عايز كتابات، اهو الكتابات ظهرت معايا. لا فخلاص ما فيش مشكله، انا هلغيها من ايه؟ هلغيها من على الرسم الكتابات اهي. بقى انا كده معايا مين؟ ادي النقطتين اللي على وش الارض الطبيعيه، وفي نقطتين تانيين اللي هم هنا. فمجرد ما انت بترسم الخط بتاعك على الرسم بتاعك هنا، لو انت حبيت تظهرهم ادي النود، خلاص انت معاك النقاط دي بمناسبها ومعاك ايه باللوكيشن بتاعها بالظبط، فبيظهر معاك العمود. وفي نفس الوقت بياخد، لو انت عامل اللي هو الخط بتاعك بسكيل، سوري الشكل بتاعك اللي هو البروفايل بسكيل، هو طبعا احنا عاملينه هنا سكيل راسي 10 بناء على البروفايل اللي موجود. لو انت حتى غيرت الجراف اللي هو 10، لو غيرته مثلا خليته مثلا 1 اللي هو 1 1 تو 1، هتلاقي الخط ماشي ما بقاش مظبوط معاك، ولكن فعليا النقاط بقت مظبوطه معاك. يبقى كده ده فرق بالظبط ال 4 متر اللي احنا اختار او 3 متر اللي احنا اخترناه. حتى لو شيكنا من هنا لهنا هديك مين؟ ال 3 متر اللي احنا ايه اللي احنا غيرناه. فدي كده اظهار اي عنصر. فلو العنصر بتاعك مرسوم ثلاثي ابعاد 3 دي بولي لاين، انت ممكن توصلهم وترسمهم مع بعض 3 دي بولي لاين يظبط معاك ويجيبه، تقدر تجيبه هنا. يعني لو احنا حتى جربنا نعمله 3 دي بولي لاين هيك، نعمل 3 دي بولي تمام كده ما بين النقطه دي لدي 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 تمام كده، وابتدي اشوفه هيوصل معانا هنا ولا لا. نضغط هنا ونقول له اوبجكت 3 دي بولي لاين، هيشوفه. اه شافه، بقول له اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما انت شايف هو رسمه لك اوريدي العمود بتاعك مباشره 3 دي بولي لاين. الله يفتح عليك، الله يبارك لك يا رب. ماشي طولنا في الشرح، بس يعني انت ارفعه من تحت ومن فوق نقطتين من هنا ونقطتين من هنا وترسمه 3 دي بولي لاين، هيظبط معاك مباشره. في نفس الوقت اعتقد العنصر ده هيتغير معاك، يعني انت مش محتاج. لو مثلا غيرنا الفيرتيكال سكيل خليناه مثلا 10 على سبيل المثال وقلت اوكي اوكي، هيظبط معاك، يتغير معاك مباشره ما فيش مشكله، لان هو ده دلوقتي عنصر جاي اوريدي مباشره من هناك. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. تسلم بي، الله يخليك. طب حضرتك في سؤال، المهندس عبد الرحيم بيسال عايز استخرج نقاط تشغيل الفيرما والسن واطلعها اكسل. بص هو الفيرما انا ما اعرفش المصطلح، الفيرما ده تقريبا اللي هو البوتوم خالص والسن حاجه زي كده، بس ايا كان اللي هو القطع والرد. طيب بص يا سيدي، انت عندك ادي القطاع بتاعك لو سابين المثال الفيرما اللي هي تحت هنا صح كده، انت النقاط اللي بتاعتك دي اللي هي تعتبر اي دي دبليو سب والكراون سب، والكراون سب زائد انت عايز النقطه بتاعت مين؟ النقطه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الهنج دي، والنقطه الاخيره خالص اللي هي مين؟ اللي هي الدي لايت. حلو. ده بناء عليه على القطاع، انت بتبص على القطاع بتاعك وبتجيب المسميات من القطاع، وبتيجي بعد كده في التول بوكس في السكشن بوينت ريبورت كليك يمين وبتقول له اكسكيوت، بتشيل اللي انت مش عايزه، بتخلي الحاجات اللي هي السب والاي دي دبليو سب والهنج دي والدي لايت. تمام كده الاربع نقاط اللي احنا عايزينهم. وزي ما احنا قلنا الفريكونسي هنا والانترفل هنا بناء على الفريكونسي اللي انت عامله هناك لازم يكون مطابق. عايزها كل 5 متر فبتقول له كل 5 متر، تغير له من هنا تقول له والله انا عايز الريبورت بتاعي اكسل. حلو. بنحفظه مثلا على الديسك توب، بقول له كرييت ريبورت
وننتظر لحظات بيظهر لك على طول الريبورت بتاعك عبارة عن طبعا عشان انا هنا الفريكونسي مش نفسه اهو، انا عندي هنا الايست والنورث والزد حلو كده لكل نقطة من النقاط بتاعتك. كل ما هنالك ان انت ممكن تيجي هنا وتبتدي تعمل على سبيل المثال بتعمله بناء على الكود، بتلغي مثلا من هنا بتقول له ديليت وبتيجي هنا بتعمل له فلتر حلو وتقول له والله انا عايز النقاط اللي هي تسمى مثلا على سبيل المثال نقاط الدي لايت، فبتشيل كله وبتخلي الدي لايت وبتقول له اوكي دي كل نقاط الدي لايت بناء على الاستشنات بتاعتك زي ما انت شايف ليفت رايت ليفت رايت ليفت رايت وهكذا. لو هتتلخبط طلع كل نقطه لوحدها، يعني مثلا انت عندك مجموعه هنا كلهم طالعين مره واحده، لا انت ممكن تتعب شويه تقول له والله ما تطلعليش كله طلع لي بس نقطه الدي لايت على الكل، فبتشيل كل ده او سوري الدي لايت اللي هي كانت هنا حلو وبتشيل ده، يبقى انت هتطلع بس الدي لايت عشان ما تلخبطش نفسك. طبعا زي ما قلنا الفريكوانسي او الانترفل هنا لازم يكون مطابق للي موجود في الكوريدور عندك، فبتقول له كرييت ريبورت مباشره بيبتدي يطلع لك مين، يطلع لك النقاط بتاعتك. اه انا عملتها ايه كرييت ريبورت اكسل لسه عشان ده مفتوح لازم يتقفل دونت سيف كرييت ريبورت هيطلع لك القطاع بتاعك اهو دي كده نقطه الدي لايت عندك يمين وشمال ايست ونورث وزد تقدر تطلعها للشباب ويشتغلوا الفيرما وما الى ذلك. انت عايز بقى الطبقات برضو حتى لو الطبقات نفس الشيء الطبقه بتاعتك على سبيل المثال انت عايز طبقه ثانيه اللي هي اللي جوه دي، طب ماشي الطبقه دي اللي هي اسمها ايه بتقف على الكود يقول لك والله اي تي دبليو بيف اي تي دبليو بيز، واخد بالك بتاخد الكود من هنا وتروح ايه تفعلها من هناك، ولو مش عارف تطلعه من هنا شوف الحاره اللي انت مستخدمها وتعمل كنترول وثلاثه تفتح السوبر ماركت كليك يمين هنا وتقول له الهلب حلو وتنزل شويه كده هو الراجل بيجيب لك كل نقطه الاسم بتاعها ايه والكود بتاعها ده عباره عن ايه بالظبط، مثلا النقطه دي اللي هي الكراون سب دي اللي هي الاي تي دبليو بتشوف رقمها من هنا عباره عن كام بتاخد الرقم وتشوف الكود بتاعها وبتقدر تستخرجه مباشره. برضو حبيت تريح نفسك خالص اعمل ماركت بوينت على الحته ماركت بوينت على الحته اللي انت عايزها واديها كلها مسمى واحد، بمعنى انا عايز اطلع مثلا على سبيل المثال اطلع شويه نقاط كده فانا هعمل ماركت بوينت كنترول وثلاثه وجينيريك عندك في الماركت بوينت وسميها كلها مسمى واحد عشان ما تتلخبطش مثلا على سبيل المثال، وتقدر بعد كده تعمل لهم فولتر فلتر هنسميها كي اتش واحد حلو كده. كي اتش واحد دي انا هنزلها مثلا فرضا انا عايز اطلع استخرج النقطه دي واستخرج النقطه دي والنقطه دي تمام كده والنقطه اللي هنا دي تمام والنقطه اللي هنا والنقطه اللي في الاخر خالص حلو وبقول له انتر. طبعا لازم بتعمل ساعتها ريبيلد للكوريدور بتاعك لان دلوقتي الكوريدور بتاعك اتغير فيه شويه حاجات اللي هي النقاط اللي نزلت عليها دي حلو. لو جيت انت دلوقتي عملت سيكشن ريبورت وقلت له اكسكيوت مش هتلاقي الكي اتش اللي احنا اخترناه، ليه؟ لان احنا لازم نضيف الكود ده للكود سيت اللي موجود، فبتيجي انت زي الباشا كده على الكوريدور بتاعك وبتقول له انا عايز اعمل الكوريدور بروبرتس وبتيجي على الكودز هنا وبتعدل له الكود اللي باين دلوقتي تعمل له امبورت كودز ماشي وبتختار مين تختار الشكل بتاعك اللي هو تقريبا المستخدمين اللي تحت اللي هو ده وبتقول له انتر تقول له ابلاي اوكي ابلاي اوكي احتمال يقول لك انا عايز اعمل ريبيلد احتمال ده ما عملكش ريبيلد ولكن لو جينا هنا وقلنا له سيكشن ريبورت هنلاقي الكي اتش ظهرت ده ما ظهرتش برضه لحظه واحده كده نرجع تاني للكوريدور هو ما شافهاش ولا ايه بسم الله هو لسه ما شافهاش طيب ليه خير البوينت ماركت بوينت هو مسميها ماركت بوينت احنا ما سميناهاش بتاع ما اعطيناهاش مسمى تاني انا اسف معلش نبص كده على النقط دي والنقطه دي ما عندناش كود هنا معلش اسمها كي اتش واحد انا اسف عندي دي ونيجي هنا ريبيلد تمام وتيجي على التول بوكس تقول له ريبورت هتلاقي الكي اتش ظهر معاك تشيل كل العلامات الموجوده تطلع بس الكي اتش وتقول له كرييت ريبورت الراجل هيبتدي يعمل لك ريبورت سواء كاد او سيفل مفيش مشكله وبطلعه لك بالايه؟ بالاوفيس طبعا احنا خدنا كل اللي على الشمال فطلع لي كده ده كده في حاله لو انت مش عارف تطلع النقطه او انت مكسل تعرف ايه هو اسم كود النقطه اعمل بس شويه ماركت بوينت كده على النقطه اللي انت عايزها وتظبط معاك على طول ان شاء الله.
تمام. طيب في المهندس احمد طه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هندسه؟ انا بأخبارك. الحمد لله. هندسه دلوقتي احنا عندي مخطط ما شاء الله كده، كل شوارع طويله ومتقاطعه مع بعضها حوالي 50 تقاطع مثلا. فانا طبعا بعمل لكل طريق فيهم كوريدور، فالكوريدورز كلهم بتتقاطعوا مع بعضهم. انا بقى عشان اطلع كل ده هطلع كل قطعه لوحدها، يعني هقعد اقسم كل طريق لكل عده كوريدورات مع بعضها، اقسم بين القطعتين دول وقطعه يعني، واسيب الطريق المتقاطع وهكذا يعني، ولا ايه؟ بص يا سيدي، هو اصل عمليه المخططات دي مدارس كثيره، بس هي الفكره كلها تعتمد على جهازك. انت ممكن تحطهم كلهم في كوريدور واحد، وممكن تقسم لا كل شويه كل مجموعه مع بعض، خد بالك. لان هي الفكره برضو، انت ممكن لما تيجي تشتغل انت مش هتشتغل كله مره واحده. ممكن مبدئيا على سبيل المثال بتاخد الدايري كله بتاع المشروع، وبعدين بتبتدي مثلا من زون ايه وتخلصها مع بعضها، وزون بي وزون سي وهكذا. فالزون ايه دي مثلا فيها 10 خطوط، 10 شوارع متقاطعين مع بعض. هل جهازك يسمح ان انت تشتغلهم كلهم في كوريدور واحد؟ اهلا وسهلا. ما يسمحش، لا يفضل يعني تشتغل كل واحد، يعني تشتغل مش كل واحد لوحده، لا هتشتغل كل مجموعه مع بعضها. وكده كده الفكره ان انت بتعمل سطح توب بتاع المجموعه اللي بتخلص عشان تحترمه في السطح في مين، في التقاطع التاني. يعني مثلا على سبيل المثال انا كنت فاتح مشروع من فتره صغيره كده، استاذنكم بس ايه اوريك حاجه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هو هنا كده. بسم الله. بس هو كل طريق ليه طبعا ديلايت، ودي ليه ميول، وطبعا الميول بتدخل كلها في بعضيها بقى بتاعت التقاطع، بيبقى الميول الجانبية ما بص، انت بتقف بحدود معينة. يعني مثلا اوريك مثلا المثال اللي معايا ده، حلو كده. ايوه، ما انا لما شفت المثال ده المحاضره اللي فاتت ما شاء الله انبهرت. انا عاوز اعمل بقى الحاجات دي كلها. ما انا بقول بص حضرتك دلوقتي، انا مثلا انا عندي كنت عامل الدايري ده كامل الاول، وبعدين طلبوا ان هو يتفصل، ما فيش مشكله. ولكن انا عملت الدايري عشان استخرج بس مين الخط اللي هو مين الخط لان كل التقاطعات بتاعتي بتلحم على الايدج مش على السنتر. حلو. ولكن الفكره كلها انا عملت الكوريدور ده كله مع بعضه. الكوريدور ده عباره عن الطريق الرئيسي اللي هو ماشي تحت هنا، والطريق اللي جاي من فوق من هنا، ومجموعه الطرق الثلاثه دول ماشي دول كده مع بعض. وصلوا لحد فين؟ وصلنا لحد هنا. يعني انا التقاطع بتاع الطريق ده انا وقفت بيه لحد هنا، والتقاطع خدته مثلا على الطريق ده زي ما انت شايف ان الطريق ده برضو واخد بالتقاطع بتاعه لحد هنا كل ما هنالك. انا الجزء اللي بخلصه واعمل له سطح طب، بحيث لما اجي اعمل التقاطع ما بين الاثنين يبقى انا معايا سطح الطب هنا اقدر احترمه، وهنا هيبقى على التصميم بتاعه. طب هنا مش هيحصل تداخل، مش هيحصل تداخل ما بين الشغل بتاعي والشغل التاني. يعني هنا انا وقفت لغايه الحد بتاعي، منطقه التقاطع دي هاخدها مثلا مع الطريق ده، او ان انا اخدت التقاطع في الطريق بتاعي اللي موجود هنا والطريق ده مكمل مع بعضه مع نفسه. ولكن سطح الطب اللي بيبقى موجود هنا، الحاجه اللي بخلصها بعمل لها سطح طب، بحيث في التقاطع اقول له والله شوف سطح الطب بتاعك، او شوف سوري المنسوب التصميمي هنا من السطح الطب ده، وهنا من سطح الطب بتاع الطريق بتاعك، يظبط معاك على طول ويطلع المشروع كله سليم ما فيش مشكله. فهو يفضل على حسب. يعني مثلا الطريق مجموعه الطرق دي انا عملتها كلها في كوريدور واحد، الجهاز تقل مني فما قدرتش، رحت فاصلهم زي ما انت شايف. انا عندي مثلا هنا ده كوريدور مع بعضه، ده كوريدور تاني اهو، حلو كده. الطريق ده عشان كله مع بعضه رحت واخد كل كوريدوراته مع بعضها، شايف. المجموعه اللي ورا دي مثلا واخدها كلها مع بعضها. فهي على حسب بقى ايه جهازك، ايه يشتغل حلو ولا. بس انت زي ما انت شايف الجهاز خفيف ومفيش مشكله، لكن لما جمعوا مع بعض الجهاز تقل فما قدرتش الصراحه، رغم ان الجهاز يعني رماته كويسه وبتاع، بس برضه ما ظبطش معايا. طيب تمام. طيب هندسه، انا بالنسبه الدروب اللي بيحصل في الكوريدور ده، هو حصل معايا بس مش في الاول، يعني بعد مثلا حوالي 10 متر او 12 متر كده حصل الدروب ده. ده ممكن يكون ايه سببه؟ بص اتاكد ان الخط بس التصميم بتاعك سليم، لان هي بص الدروب ده بيحصل لازم هيحصل في منطقه ما فيهاش منسوب تصميمي، لان هو كل ما هنالك زي ما احنا قلنا هو بياخد القطاع الاسمبلي بتاعك، بياخده يحطه كلوكيشن على حسب الالاينمنت، وكبروفايل على حسب البروفايل، وكمنسوب على حسب البروفايل بتاعك. معنى ان هو يحصل له دروب هنا يبقى هو ما لقاش المنسوب الصح، راح فين؟ راح في الصفر. فساعتها اتاكد بس من المنسوب التصميمي بتاعك. تمام، شكرا هندسه، جزاك الله خير. الله يبارك لك، تسلم. طيب الباشمهندس وليد، اتفضل. مهندس وليد راشد، اتفضل يا باشمهندس، اقبل الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا جزاكم الله خير على كل المعلومات اللي بتدوها لنا ديت. تسلم بيها، الله يعزك يا رب. خير انت والمهندس قمر. بس ليا استفسار بسيط. رقم واحد الانترسكشن، لما بنيجي نعمل انترسكشن حضرتك وضحت دلوقتي ان انا ب ب بشتغل لحد مكان معين في الطريق اللي هو الستريت، وبعد كده تمام بربط ما بين الطريق والجزء الثاني، فإن تمام كان ممكن تدينا مثال عليه إزاي أربط ما بينهم دي على الـ على الايدج ولا السنتر؟ المنطقة اللي هي الربط ما بين الـ ما بين الـ واو، ما انت انا قصدي بص بين دلوقتي الورد كويس انت قلت الحته دي، لان بص الانترسكشن انت عندك مدرستين في البرنامج نفسه، حتى لما تيجي تعمل انترسكشن خلينا احنا كده سريعا نعمل مثال احنا موجود معانا هنا كده، هستاذنك نسحب ده ورا شويه ونتكلم. بص هو البرنامج لما تيجي تعمل انت انترسكشن سواء بشكل يدوي او بشكل اوتوماتيك، البرنامج انت عندك اتنين اوبشن، يا اما بتلحم على ايدج الطريق الاكزيستنج اللي موجود، او ان انت بتحترم الطريق، بتحترم حاجه اسمها اول كراوند مينتين او برايمري رود مينتين. هوريك الحاله دي والحاله دي دلوقتي. دي كده دي حاله اسمها البرايمري رود مينتين، انا عندي هنا حرف تي حلو، فانا احترمت ان الطريق الرئيسي ماشي زي ما هو ما حصلش فيه اي تغيير، اما الطريق الفرعي جاء وربط على الايدج بتاع الطريق الرئيسي، يبقى ده اسمه برايمري رود مينتين، اللي انا حافظت على الطريق البرايمري اللي هو الاساسي، والطريق الفرعي هو لحم على الايدج. في نوع تاني من التقاطعات اللي هو بيبقى اول كراوند مينتيند، بس تقريبا مش موجود عندي هنا، هو مش موجود عندي في المثال في المشروع ده، اجيب لكم المشروع تاني لحظه واحده. اوبن اول كراوند مينتين موجود في المشروع ده هشام، بسم الله الرحمن الرحيم، موجود هنا تقريبا، موجود هنا جيتو. اهو زي ده كده حلو كده، بس انا مش جايب الكوريدور بتاع الطريق الرئيسي للاسف هنا. بص هنا انا وصلت لحد السنتر لاين بتاع الطريق الرئيسي التاني، انا وصلت لحد مين؟ لحد السنتر لاين، فده اسمه اول كراوند من دين. انا هنا حافظت على كل المناسيب التصميميه بتاعت السنتر لاين ده وكل المناسيب التصميميه بتاعت السنتر لاين ده، تمام كده. فهنا مش هتلاقي ان مثلا حصل دروب، لان مثلا لما بنيجي نعمل احنا حاجه زي كده زي هنا كده، لو انا جبت لك حتى البروفايل بتاع الطريق ده حلو كده بتاع اهو بروفايل فيو، كريت بروفايل فيو مثلا هنا كده، بس هو طبعا احنا بنظبط هنا الجزئيه دي. هو هنا متظبط. هنا في الاول خالص لازم بتحترم الطريق الرئيسي اللي موجود وبتخلي الميل بتاعه سليم معايا. ثواني افتح لك، طب رحت البروفايل تبان اوضح، معلش لحظه واحده انا اسف. اند ديزاين كيد حتى بلان بروفايل، لو جينا بصينا حاجة متقاطعة مع حاجة، متقاطعين هنا. بص يا سيدي دلوقتي انت عندك مثلا، عندي الطريق اللي هو 54 ده، 54 ده غالبا اللي هما ايه طرق الرابطة على الطريق رقم 2 ده، حلو كده. الطرق دي كلها انا محترم الطريق الرئيسي كما هو، وباجي اربط في الاخر خالص عليه. فالطريق الرئيسي انا عندي مثلا مايل 1.5 يمين و1.5 ايه شمال، تمام. فتلاقي كل الطرق اللي ربط على طريق رقم 2 ده هتلاقي لازم كلها في الاخر خالص تحترم مين؟ تحترم الطريق الرئيسي اللي هناك اهو، لازم اللي هو الواحد ونص الحم عليه. نفس الشيء الطريق اللي هنا ده هتلاقي واحد ونص لازم الحم عليه، يبقى انا مجبر. ليه لما خدتش الميل نفسه كده ووصلت لحد الطريق الرئيسي؟ لان انا هنا عندي انا محافظ على الطريق الرئيسي، فنفس واخد نفس ميله سواء في البدايه او حتى في النهايه، لان هم ده هنا طريق بيطلع ويقفل على الرئيسي. اللي هو زي ده كده اللي هو بالظبط الحاله دي هنا كده، الطريق بدأ من هنا واخد ميوله هنا زي ما هو عايز، وبعدين رجع تاني ربط على الطريق الرئيسي، ولكن انا عشان محافظ على الطريق الرئيسي فبحترم بالظبط الجزئيه دي هنا كده، يبقى الطريق الرئيسي مكمل زي ما هو. وباجي عند النقطه دي لازم يبقى الميل بتاع البروفايل بتاع الطريق الفرعي ده، لازم المنطقه دي يحترم مين؟ يحترم ان في ميل عرضي 1%، فدي اسمها البرايمري رود مينتين. اما الاول كراوند مينتين لا، انا ما بحترمش اي ميول بتاعه الطريق، لان انا فعليا بقف هنا كده، بقف هنا كده وبقف في المنطقه دي، وهنا بقف بالظبط هنا كده، شايف
هي المنطقة دي كده، لو انا حتى عملتهاش هنا وهنا اهو بالظبط بنفس الشكل ده كده. انا اسف معلش اخليها كده 0.25 اهي. عامل لي مين كل ما هنالك، هو نسى اي ميول خاصه بالطريق الرئيسي في الحته دي، وفي نفس الوقت اي ميول خاصه بالطريق الفرعي في المنطقه دي، ودي عملها زي منطقه جريدنج لوحدها، بيحترم فيها السنتر لاين بتاع الطريق الرئيسي، وبيحترم فيها السنتر لاين بتاع الطريق السوري الفرعي والرئيسي، تمام كده. وفعليا بيبقى شكلها عامل، انا عايز اجيب لك والله لوحه كنت المفروض اجهزها لكم، انا اسف معلش، هي موجوده عندي هنا في مكان ما، سامحونا معلش، بس انا بحاول اغطي لكم الموضوع كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام هشام كلين تريننج اللي هي ستاندردز روز، لا مش دي برضو، تريننج فايلز فور بروجكتس، ايوه هنا. ايوه اللي هي دي اوبن. بص اهي معايا لسه ولا مشيت ولا ايه؟ حضرتك ايوه. بص يا سيدي، انت عندك حالتين اهي، دي الحاله اللي انا بحافظ على الطريق الرئيسي ايا كان الحاله بتاعته ايه، هو ماشي زي ما هو بميول وما فيش اي تغيير، اللي بيتغير بس مين؟ المنطقه اللي هي زي ما انت شايفها هنا لحد هنا، الطريق الخدمه ماشي بميول وما فيش مشكله، الطريق الرئيسي هنا ماشي بميول من الاول للاخر ما فيش مشكله، والمنطقه دي بتتعمل جريدنج. وفي نفس الوقت بحترم في المنطقه دي ان البروفايل بتاع الطريق الفرعي ياخد نفس ميول الطريق الرئيسي عشان يبقى في عمليه ربط سلسه. حلو كده، زي ما احنا عملنا فين في اللوحه اللي هي دي كده، تمام ماشي، عمليه الربط اللي زي هنا كده عشان يبقى الربط ايه لحد ما سلس ما فيش اي تغيرات. حلو. اما في حاله الحاله الثانيه اللي هي زي كده، لا انا بغير بقى مين؟ كل المنطقه اللي انت شايفها دي اللي هنا واللي هنا ملهاش دعوه خالص بميول الطريق، هي بس بدايتها بيبقى نفس ميل الطريق من الناحيه دي، ونهايتها نفس ميل الطريق من الناحيه دي، ولكن المنطقه دي كلها ده تصميمه اهم شيء يكونوا لاحمين على بعض بس في النقطه دي، لكن ميوله تمشي مع نفس ميول الطريق الرئيسي لا ملوش اي دعوه. تمام. حلو كده. بس طبعا انت برضو بتعملها بحيث ما بيكونش في فرق كبير قوي ما بينها، فساعتها انت بتحترم بس النقطه دي البدايه والنهايه بحيث تعمل التقاطع بالشكل ده، والبدايه والنهايه. حتى المنطقه دي احنا بيسموها فعليا في البرنامج حاجه اسمها الكيرب ريتيرن. انا عملت طبعا شرح الانترسكشن عايز له محاضره لوحده، ولكن انا شرحتها بالتفصيل الممل في الشغل عندي. بص، هو ساعتها انت بتعمل الادي، عندك خط الاينمنت للطريق الرئيسي، وعندك خط الاينمنت للطريق الفرعي، وبتعمل اتنين الاينمنت زياده، واحد على الكيرف المنطقه دي وواحد في كيرف المنطقه دي، بيتسمى الكيرب ريتيرن. الكيرب ريتيرن ودايما بيبقى مع اتجاه حركه السيارات، يعني انت العربيه دي هتيجي من هنا وتخش هنا، يبقى بدايته هنا ونهايته هنا. نفس الشيء العربيات هتيجي من هنا وتدخل يمين، يبقى بدايته هنا ونهايته هنا، تمام؟ بحيث بتستخدم حاجه اسمها الكيرب ريتيرن، هي عباره عن حاره، الحاره دي بتوسع بناء على مين؟ على المعطيين دول. المعطى السنتر لاين بتاعك هنا بتاخده تارجت اوفست او اللي هو ويدز سوري، وتارجت مين؟ وتارجت اليفيجن. ونفس الشيء اللي فوق هنا تارجت اوفس اللي هو الويدز واليفيجن، عشان يعمل لك بالظبط نفس الشكل اللي انت شايفه كده. اما في الحاله دي لا، انا باخد كله بعمله على مين؟ على ايدج الطريق. فبالتالي الحاله دي لازم بعد ما بعمل الطريق الرئيسي لازم بستخرج الايدج ده، عشان الايدج ده انا هستخدمه في مين؟ في عمليه الميول الجانبيه بتاعتي زي كده. لو انا رجعت هنا كده بسم الله، اللي هو ده، شايف انا بعد ما خلصت الطريق الرئيسي طلعت مين؟ طلعت فيتشر لاين للطرف اليمين وفيتشر لاين للطرف الشمال. ليه؟ لان انا عارف ان الطرفين دول هستخدمهم معايا مين؟ في عمليه الايه؟ التقاطعات بتاعتي زي ما انت شايفها كده. تمام. فهي التقاطعات انا شرحتها بالتفصيل والله، بس ما شرحتش اللي هو الربط على الايدج، انا شرحت بس الربط على السنتر، ودي هتلاقيها ان شاء الله عندي في القناه. استاذنك معلش بص عليها كده، ولو في حاجه ببلغني. تمام. معلش سؤال تاني، في اب نازل جديد اديشنال للسيفل 3 دي اللي هو اكسبلورر سيفل 3 دي. اكسبلورر؟ لا ما سمعتش بيه، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل نفس الاوبشن اللي انت كنت بتعملها في القطاعات والموديفيكيشن اللي عملتها في البروفايل او القطاعات او المناسيب، وبيعمل الريبورت الاخير دوت وبيطلعه لك في صوره ريبورت.
تمام. ده لسه نازل في 2021، فهل ده موجود معاك ولا 2021 ده اه؟ بس دي حاجة. ممكن يتسطب مع 2020، يعني ممكن بص الله، يتسطب. انا ما سمعتش بيه صراحه قبل كده، ما اضحكش عليك، انت اكتب لنا اسمه بحيث ندور عليه ونجيبه. تمام. بس هو انا بقى عامة في الاي في الاي في الاي الاي اي سي اللي هو الاوتوكاد اديوكيشن سنتر، موجود اسمه اكسبلور سيفل 3D. سيفل 3D، خلاص ابحث عنه ان شاء الله. بس هو يعني مبدئيا احاول قدر الامكان تعتمد على، عشان انت مش عارف انت بتقعد في انهي جهاز، فحاول تعتمد على الاساسيات ان لم تكن يعني العمليه ضروريه جدا. انا زي كده زي الاثبات، انا ما بحبش الاثبات قوي، بس بضطر ان انا بروح لها ساعات، ولكن قدر الامكان بحاول ابعد عنها يعني. ايوه، هو عامة هو برنامج تاني، يعني هو برنامج مساعد نزل، بحيث اللي هو تمام. كان الاول برنامج خارج اوتو ديسك، بس دلوقتي نزلوه في اوتو ديسك. ما هي كان بص على فكره حاجات كتير كانت بتبقى خارج اوتوديسك، ولكن مع الاستخدام الكتير يعني مثلا عندك قائمه اكسبريس تولز دي من ضمن الحاجات اللي هي كانت فعليا الاثبات زمان، يعني كل ده كان الاثبات، وبعدين لقوها ان هي كويسه والناس بتستخدمها كتير، فبقى راحوا منزلينها هنا، واخد بالك؟ فاللي هو يعني ايه، الاوتوديسك بتحدث نفسها، عشان كده بيعملوا اصدار كل سنه عشان يشدوا رجلينا ليه، عشان بيعملوا لنا حاجات حلوه زي كده. ولكن برضه انا يعني انا راجل اولد فاشون، معلش شويه. تسلم، ألف شكر والله، الله يبارك لك يا بيه، تسلم حبيبي، جزاك الله خير. العفو. شكرا يا باشمهندس، نكمل اتفضل. انا يا حاضر. بص يا شباب دلوقتي ماشي، نقفل بس شويه بقى الملفات دي عشان ما نلخبطش نفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كمان طيب، الملف ده برضه نقفله ونفتحه من جديد عشان نشوف احنا هنعمل فيه ايه بالظبط. رقم واحد رقم واحد رقم واحد ده هنا كده. هنيجي على الالاينمنت، بس استاذنكم نعمل حاجة بسيطة، نلغي السامبل لاين الموجود ديليت وبقول له يس. يعتبر المرحلة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي ان احنا عملنا الكوريدور بتاعنا، هنعمل سطح توب وسطح بوتوم ليهم عشان نبذرهم في القطاعات. بضغط على الكوريدور وبقول له كوريدور سيرفيسز، تمام. هو في سطح بوتوم بالفعل احنا كنا عاملينه، هو هنعمل بس سطح توب كمان ايه معاه زياده. هو سطح التوب مش هيفيدنا قوي، مش هيخلينا، مش عايزين سطح توب، خلينا دلوقتي من سطح التوب. طيب هبتدي دلوقتي اعرض القطاعات. دلوقتي مبدئيا بشكل عام لما تيجي تشتغل على برنامج السيفل بالذات لو مثلا مشروع طريق زي حلو زي كده، هو لا يفضل طبعا ان كله يتحط في باكج واحد. يعني ايه؟ يعني ما تحطش البروفايل والالاينمنت مع الكوريدور مع الكروس سيكشن كلهم في ملف واحد، لان ساعتها الملف بيموت، فعليا بيموت، بالذات لو شغل كتير. حلو. فاحنا بنستخدم حاجه حلوه قوي اسمها الداتا شورت كات. يعني للاسف انا مش محضر لها حاجه، ولكن هنقول لكم فكرتها ايه. عارفين احنا الاكس ريف بتاع الكاد اللي انت بتبقى، انا معايا لوحه هنا عايز استدعي مثلا لوحه اكسات بتاعت مبنى من لوحه تانية، وعايز استدعي مثلا لوحه الميكانيكال من ملف تالت، وهكذا وهكذا. فبنعمل حاجه اسمها الاكس ريف، هي استدعاء لوحه جوه اللوحه بتاعتك، ولكن اللوحه دي مش موجوده هنا، اللوحه دي موجوده في مكانها الاساسي. كل ما هناك انا استدعيت صوره منها هنا بحيث ابتدي اتعامل معاها. ده ما يسمى بالاكس ريف في الاوتوكاد. في حاجه شبيهه ليه شويه اسمها الداتا شورت كات. الداتا شورت كات دي كل مهمتها ان احنا بنستدعي بيانات السيفل نفسها، عناصر السيفل نفسها من لوحه للوحه. ولكن يعني مثلا على سبيل المثال انا ممكن اعمل سطح الارض طبيعيه في لوحه، بيبقى مثلا سطح الارض طبيعيه بالنقاط بتاعته كله بتقله كله في لوحه، في لوحه موجوده اسمها مثلا ان جي ال دروينج، حلو كده. وبخليها مثلا ملف على ملف عندي فين على الكمبيوتر، وبعدين بفتح ملف جديد خالص وبقول له استدعي لي السطح ده من هناك. فهو بيجي لي بقى ساعتها السطح بالشكل النهائي بتاعه بدون تفاصيله خالص، هو يعني بدون تفاصيل، انا قصدي ايه، بدون النقاط بتاعته، بدون البريك لاينز بتاعته، بدون الحدود بتاعته، بيجي لي الشكل النهائي اللي موجود في الملف التاني. طب اي عمليات حصلت في السطح دي عايز اعرفها، ترجع للملف فين؟ ترجع للملف الاساسي عشان تقدر تعرف العمليات. فعشان كده بيجي لك السطح عباره عن سطح خفيف تقدر تتعامل معاه بشكل سهل وبسيط جدا، وفي نفس الوقت اي تغير بيحصل في الملف الاساسي بيجي مباشره عندك هنا النوتيفيكيشن تحت على اليمين يقول لك حصل تغيير، عامل له سينكرونايز، فبتقول له اه وبيشتغل على هذا الاساس. حلو كده.
طبعا هي هنحاول الداتا شورت كات هنحاول نلخصها لكم بقى في اخر محاضره ولا حاجه، بس دي كده مبدئيا فكره الداتا شورت كات. فاحنا بنعملها على سبيل المثال اخر مشروع انا عامله كنت عامل البلان والبلان والبروفايل بتوع الالاينمنتس بتاعتي في لوحه، ورحت عامل لوحه ثانيه استدعيت فيها البلان والبروفايل اللي هو ثانيه الالاينمنت يعني والبروفايل بتاعه، وعملت لوحه للكوريدورز، وبعدين رحت عامل لوحه ثالثه للكروس سيكشنز. فلو تشوفوا ان الثلاثة هتلاقي ان العملية بقت سهلة جدا وبسيطة جدا واسهل يعني سوري خفيفة جدا عن ان انت تحط الثلاثة في لوحة واحدة، لان مجرد عملية اظهار القطاعات بتاعتك، هو حتى الان احنا لسه ما اظهرناش قطاعات، لكن مجرد ما احنا بنظهر القطاعات بتاعتنا في الرسمة، الرسمة بتتقل جدا، وخاصة حتى لو الجهاز بتاعك مش قوي قوي. واحيانا والله حتى لو الجهاز قوي برضو للأسف بيموت الموضوع خالص يعني. فهي عملية اظهار القطاعات، لو انت مش عايز تظهر القطاعات عشان طباعه يبقى ما تظهرهاش، لكن عشان حساب الكميات دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل القطاعات ونحسب الكميات بدون اظهار القطاعات على الرسم. حلو كده. فاول حاجه عشان نعمل قطاعات ونبتدي نطلع كميات بنحتاج حاجه اسمها سامبل لاين. سامبل لاين ده مهمته ان هو بياخد عينه من شكل الارض الطبيعيه اللي موجوده وعينه من الاسطح اللي انا بختارها له، وعلى اساسه بيقدر يحسب لي كميات ما بينهم وما بين بعض. ازاي بيعملوا السامبل لاين ده؟ بنيجي على قائمه اللي هو الاساسيه بتاعتنا، هنا هنلاقي حاجه اسمها سامبل لاينز، مجرد ما بتضغط عليها هو السامبل لاين ده مرتبط بالالاينمنت، يبقى لازم يكون في الاينمنت في الرسمه عشان يتعمل السامبل لاين. كل ما هناك بتعمل كليك يمين وبتختار الالاينمنت اللي انت عايزه على حسب الليسته اللي موجوده في الحاله دي، احنا اسمه ايه الرود واحد، وبقول له اوكي تمام. بيظهر لي هو السامبل لاين بيقول لي انت عايز تسميه ايه، فهسميه مثلا لنقعد سامبل 01، هنسميها سامبل سوري سامبل 01 تمام كده. وهو بيشوف العناصر اللي موجوده في الرسم، العناصر ممكن يشوف لك الاسطح ويشوف لك الكوريدورات اللي موجوده ويشوف لك شبكات المياه والصرف اللي موجوده او شبكات الايه الشبكات اللي موجوده النتوركس اللي موجوده في الرسم. في اي وقت اقدر ازود عليه عناصر، حتى لو مثلا دلوقتي عملت انا عندي بس سطح دلوقتي انا عايز اضيف سطحين ثلاثه بعد كده عليه، ما فيش مشكله تقدر تزود في اي وقت. في الحاله دي انا هقول له انا عايز سطح الارض الطبيعيه اللي هو الان جي ال، وبيقول لي الستايل بتاعه ايه، ممكن اعدله له من هنا او ممكن اعدله بعدين ما فيش اي مشكله. اي هو حلاوه السيفل في كده ان انت ممكن تعدل في اي وقت وبعد كده ما فيش اي مشكله. هنا نفس الشيء الكوريدور، وهنا سطح مين البوتوم بتاعنا ايه بتاع الايه، ثواني بس نسحب شويه، ادي سطح البوتوم بتاع الكوريدور. سطح البوتوم هسميه اللي هو ايه فينيش ديزاين، وبقول له اوكي تمام كده. وهنا حتى هخليه انا عايزه اللي اسمه فيو ايديت، ده اللي هو شكل الكوريدور بتاعي، طبعا ممكن في اي وقت هنغيره بعد كده. مجرد ما بقول له اوكي طبعا هو ظاهر معايا زي ما انتم شايفين التول دي سامبل لاين تولز، هو بيقول لي زي ما انتم شايفين هو بيسالني بيقول لي اكتب لي الاستيشن الونج بيز لاين. فلو كتبت له الاستيشن يدوي هقول له مثلا الاستيشن 500، هيقول لي اوف سيت يمين كام وشمال كام وما الى ذلك. لا انا عايز احدد له، اقول له والله هات لي القطاعات بتاعتي دي من البدايه لحد النهايه وبعروض معينه. اعرف منين الكلام ده؟ من هنا. انا عندي هنا مجموعه اختيارات، في اختيار لذيذ قوي اسمه سيلكت اكزيستنج بولي لاين. ده مهمته ايه؟ لو انا عندي مجموعه بولي لاينز معينه على الرسم وعايز هي دي تبقى نفس البولي لاين ده هو نفس القطاع اقدر اختاره له، دي انا اختارها بعدين. ولكن خلينا دلوقتي في اول اختيار اللي هو الاكثر استخداما اللي هو باي رينج اوف ستيشنز. باي رينج اوف ستيشن يعني انا هدي له رينج ايه رينج محطات. فهو بيقول لي انت عايز من بدايه الالاينمنت، فلو اوكي فبقول له ترو، لو مش عايز من البدايه فبقول له فولس، وابتدي اكتب له اول ستيشن هو عايز ايه يظهر عليها اول قطعه. ففي الحاله دي بقول له ترو، انا عايز من اول الستيشن لحد اخر الستيشن او سوري لحد اخر الالاينمنت اوكي. هنا بيسالني على حاجه اسمها سوات ويدز اللي هو العرض بتاع القطاع على الليفت سايد كام وعلى الرايت سايد كام. زي ما انتم شايفين في هنا سناب تو ان الاينمنت، عشان ده برضه سؤال كتير بيجيني في حاله لو انا عندي العروض مختلفه، يعني والله عندي مثلا العروض بتاعت الطريق بتاعي، انا عندي مثلا الطريق كان ماشي الاول بالسامبل لاين مثلا عرضه المفروض 10 متر يمين و10 شمال، وبعدين هيبقى 50 متر يمين و50 متر شمال، وبعدين يرجع تاني 15 متر يمين و15 متر شمال. فانا عايزه البرنامج يتغير بناء على التغير الخارجي ده، عروض السامبل لاين بتاعتي دي تغير بناء على التغير ده. فساعتها الحل ان انت تعمل الاينمنت على اليمين وتعمل الاينمنت على الشمال، انت هتستخدمهم بس في الحاله دي ان هم بيوسعوا لك القطاع بتاعك بيوسع ويضيق بناء على الاينمنتس دي. دي برضو هنخليها شويه كده ونجيب لها مثال بعدين مفيش مشكله. في الحاله دي انا عايز اجيب له ايه العرض بتاعي، فالعرض بتاعي هنا كام انا مش عارف، انت بتضغط هنا وبتقول له بيك بوينت، هتختار نقاط على الرسم. طبعا انا على الليفت سايد بتشوف اوسع نقطه على الليفت سايد غالبا هي النقطه ايه النقطه اللي فوق دي تمام. فساعتها بتختار له والله مثلا انا عايز من هنا لحد مثلا لحد هنا، ف
فهو شاف المسافه دي اسهلك قال لك والله دي 7 متر و37 متر وكام 75 فانت بتزودها شويه بتقول له 40 حلو كده. نفس الشيء على الرايت سايد يفضل نفس المسافه عشان يبقى الشكل بس حلو ليس إل. تمام. فاحنا دلوقتي خلاص قلنا له كده يبقى عرض القطاع 40 متر شمال و40 متر يمين يعني الاجمالي 80 متر مظبوط. طيب هنا بيقول لي الانكريمنت بتاعتك التسلسل بتاعك كل قد ايه. في الحاله دي بقول له مثلا كل 25 يبقى دي القيمه هيحط لي قطاع كل 25 متر. طبعا القطاعات دي بتختلف من جهه للتانيه. في جهه تقول لك لا سلمني كل 12 متر ونص او على حسب الطريق. يعني مثلا ما ينفعش طريق يكون مثلا جوه مخطط بتسلم كل 25 متر فيفضل جوه مخططات بتقلل بتخليها مثلا كل 10 كل 12 متر ونص. الطرق السريعه مثلا ممكن كل 25 متر. طب دي هتفرق معانا في حاجه؟ هتفرق معانا في الكميات بعد كده. ليه؟ لان كل ما هنالك لو انا قلت له كل 25 فهو هيحط لي قطاع مثلا على ستيشن 200 والقطاع اللي بعده هيبقى على ستيشن 225. وفكره الكميات هو بيعمل ايه؟ بيشوف الاريا اللي هيشوفها بعد كده الاريا على قطاع 200 مثلا فهيشوف ان مثلا في كميه قطع او سوري في اريا قطع مثلا 500 متر وبعدين على القطاع 25 هيشوف ان في مثلا اريا قطع 300 متر فهو مثلا لو انا بحسب بنظام الافريج اند اريا فبياخد اللي هي 500 متر بتاعت القطاع الاول زائد ال 500 300 متر بتاعت القطاع الثاني ويقسمهم على 2 ويضربهم في الطول اللي هو ال 25 متر. طب افرض خلال ال 25 متر دول خلال ال 25 متر دول حصل تغير في النص. يعني ايه؟ مثلا كانت في تبه جبل طلعت ونزلت جوه ال 25 متر ما بين ال 200 وال 225 هل البرنامج هيحسبها لك في القطاعات؟ لا مش هيحسبها لك للاسف مش هيحسبها لك. ليه؟ لان البرنامج ما شافش المنطقه دي في قطاع فساعتها انت بتضطر ان انت تزود قطاع زياده في السامبل لاين هنا عشان يبتدي يحسبها لك على المظبوط. تمام كده. فده عشان كده بيطلع دايما فروق ما بين لو انت حسبت كميه عباره عن سطحين من بعض وحسبت كميه بناء على قطاعات ساعات بيطلع فروق. ليه الفروق دي بتيجي؟ لان كميه سطحين من بعض هو بيجيب لك الكميه الفعليه على حسب شكل السطح الاول وشكل السطح الثاني. اما القطاعات لا هو بيشوف بس عند منطقه السامبل لاين او العينه اللي هو شافها وبيجيب لك الافريج مثلا هنا والافريج هنا وبيحسب لك ما بينهم. لكن ان بتوين حصل اي تغير جوه ال 25 متر دول هو البرنامج مش هيشوفهم ومش هيحسبهم لك. تمام كده. عشان هنا لازم ناخد بالنا من حكايه الانكريمنت هنا بناء على الاتفاق او الجهه اللي انت بتتعامل معاها. قال لك كل 10 كل 25 ما فيش مشكله. ولكن انت دايما انا العادي انا بعمل كده لما بحسب بالقطاعات بحسب برضو طريقه السطحين من بعض واشوف الفروقات ما بينهم كام. لو لقيت الفرق مثلا وصل لغايه 5% ما فيش مشكله يعني مش قضيه كبيره من 3 ل 5% ما فيش مشكله. لقيتها زادت اعرف ان عندي في متغير مش موجود ساعتها بطالب مثلا الاستشاري بقول له والله انا عندي منطقه جبليه ظهرت واختفت او مثلا تبت جبل ظهرت جوه 25 متر دي واختفت ولازم هشيلها فلازم اقضي قطاع زياده عشان الكميه ايه الكميه دي تجيلي. حلو كده. في الحاله دي انا هقول له 25 ما فيش مشكله برضو على الكيرف كل 25 والسبايرال كل 25. تمام. هو بيقول لي هنا هل انت عايز قطاع على بدايه الرينج بتاعك يعني في اول الطريق فبقول له ترو. هو في العادي بتبقى فولس فبقول له ترو. عايز قطاع في اخر الشغل بتاعك فبقول له ترو برضو. وهنا بيقول لي على الجيومتري بوينت اللي هي نقاط التغير اللي هي مثلا بدايه الكيرف ونهايه الكيرف والسنتر الكيرف فبقول له فولس مش عايز. وبرضه في مناطق السوبر ليفيجن مش عايز. ليه؟ لان دي قطاعات هتظهر لك ويتحسب على اساسها كميات فلازم بيبقى الى حد ما العمليه بتبقى ستاندر خاصه لو انت بتعمل الشغل ده بتوجهه لجهه الاعتماد يعني ما بيعتبرش طبعا الا لو هو طلب منك بقى الفريكونسيز الزياده دي او سوري السكشن الزياده دي. فعادي احنا بناخد الايه الستاندرد بتاعنا اللي هو كل 25 وبقول له مين وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هيظهر لي الخطوط اللي هي الزرقاء دي وهو بيسالني لسه عندك ستيشنز ثانيه. ففي الحاله دي بضغط له انتر لان انا ما عنديش مباشره بيبتدي يظهر لك مين القطاع يقول لك القطاع ده الستيشن بتاعته صفر القطاع اللي بعده ستيشن 25 وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. القطاع نفسه ممكن يزيد عرضه زي ما انتم شايفين هو ليه جريبس هنا بنزود عرضه زي ما احنا شايفين زي ما احنا عايزين كده حلو او بنغير زاويته. لو انت عايزين تعمل القطاع بزاويه ممكن تغيره بزاويته مفيش مشكله برضو. يعني هو القطاع نفسه تقدر تعدله وفي نفس الوقت تقدر تمشيه على الايه على المسار نفسه. ولكن في حاجه بس بسيطه عشان برضو بيختلط على بعض الناس زي ما شايفين الاستيشن هنا 625 لو انا سحبته رجعته ورا شويه كده المفروض الاستيشن تختلف ولكن هنا ما اختلفتش. ليه؟ هي الفكره كلها ستايل الكتابه اللي هنا بس انت ممكن لازم تعدل ستايل الكتابه اللي هنا. لو انت عملت كليك يمين وقلت له ايديت سامبل لاين جروبس اللي هو بيقول لك هنا السكشن نيم فساعتها لا بتقول له والله انا مش عايز السكشن نيم انا عايز السكشن ايه ستيشن
سيكشن ستيشن وبتقول له اوكي اوكي بيعدل لك يجيب لك بناء على الاستيشن المظبوطه بتاعتك. حلو كده؟ طبعا ده ستايل بتعدله ما فيش مشكله يعني. انا رجعته هنا هيجيب لك الاستيشن بتاعتنا ما فيش اي ما فيش اي مشكله. حلو كده تمام. طيب انا دلوقتي عملت القطاعات ولكن شفت القطاعات ولا حسبت كميات. فكره القطاعات ان هو خلاص ان البرنامج بالمعنى شاف عينه العناصر اللي انا اخترتها له في المنطقه دي. انا ممكن بظهر القطاعات في حاله لو انا عايز اظهر عشان الطباعه مثلا او عشان اوريها لحد اوكي، مش عايزها انا عايز بس الكميات مفيش اي مشكله. نحسب كميات الاول بدون اي اظهار للقطاعات. ازاي؟ بنختار السامبل لاين بتاعنا اي خط فيهم اللي موجودين. هتلاقي حاجه هنا اسمها الكمبيوت ماتيريالز. كمبيوت ماتيريالز مجرد ما بنضغط عليها هو بيقول لي والله انت الالاينمنت بتاعك رقم واحد والسامبل لاين بتاعتك رقم واحد، فبقول له اوكي. ممكن طبعا لو في كذا واحده بيختار تقدر تختار من هنا، فبقول له هنا اوكي. فالراجل بيقول لك مباشره، بيقول لك انا بحسب لك كات اند فيل او الايرث وورك او الماتيريال ليست. ايه الفرق ما بين الكوانتيتي تيك اوف كريتيريا ما بين الثلاثه؟ الكات اند فيل هيحسب لك الكات لوحده والفيل لوحده، بحيث انت تقدر حتى في القطاع بعد كده تقدر تعدل شكل الكات لوحده والفيل لوحده، بحيث مثلا تخلي مثلا الكات تهشير باللون الاحمر والفيل تهشير باللون الاخضر مثلا. حلو. اما لو انت حسبتها بنظام الايرث وورك هو بيحسب لك الكات والفيل اه، ولكن ساعتها بيطلع لك الاثنين بلون واحد، فما بتقدرش تغير مين، ما بتقدرش تغير الالوان بتاعت كل واحد فيهم. حلو كده. فيفضل انت لما تيجي تحسب كات اند فيل هو كده كده الاثنين هيدوك نفس النتيجه غالبا يعني على ما لان الاثنين بيمشوا بنفس المبدا ولكن هنا بيدي لك اول اوبشن ان انت بتخلي الكات لوحده والفيل لوحده عشان تعمل ده بتهشير لوحده وده تهشير ايه بتهشير لوحده. طبعا هو شغال هنا عنده ثلاث انواع من انواع مين، انواع الحسابات، افريج جند اريا اللي هو متوسط البدايه مع النهايه، والنوعين التانيين صراحه ما استخدمتهمش، ولكن في نوع منهم او تقريبا الكومبوزايت دوت ما بيجيب لناش القطاعات، ما بيسوري ما بيجيب لناش الاريات على القطاعات. فخلينا في الافريج جند اريا اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. تمام. هنا بحدد له السطح بتاعي، سطح ال NGL مثلا اللي هو سطح ال EG بتاعك، وسطح الديتم بتاعك اللي هو سطح مين الكوريدور البوتوم بتاعي. مجرد ما بقول له اوكي زي ما شايفين ما حصلش اي حاجه حتى الان، ولكن هل هو كده حسب كميات؟ هو بالفعل كده حسب كميات. اقدر اجيب الريبورت منين؟ لو انا قلت له كرييت فوليوم ريبورت تمام، بقول لي السامبل لاين دي والماتيريال ليست اللي انت انا طبعا احنا ما عطيناش اسم، اسمها ماتيريال ليست واحد. مجرد ما بقول له اوكي وننتظر عليه ساعه وبقول له يس يس طلع لي الريبورت هنا، انا اسف اسكيميليتر طلع لي الريبورت هنا. الراجل قال لي والله في الاستيشن صفر كانت عندك الاريتال كات كام، والفوليوم طبعا ما فيش قوي في الاستيشن ما فيهاش فوليوم. حلو. بعدين الاستيشن 25 ادي الكات هنا والكات هنا، وادي الفوليوم بتاعها كام، والفيل برضه عندك الفيل هنا كام، والاكيوميتيف هنا كام، بحيث انت في الاخر خالص تحت دونت انيبل يقول لك هنا احنا عايزين الايه، ادي الكات وادي الفيل، ادي الكات وادي الفيل. ماشي. يبقى الكات بتاعنا الاجمالي بتاعه كام والفيل بتاعنا الاجمالي بتاعه كام. ده كده الريبورت بيطلع بره الشكل. اما لو عايز تنزله جدول في الرسمه مفيش مشكله، بتيجي على قائمه انالايز وبتيجي هنا تقول له توتال فوليوم تيبل تمام، تضغط عليها وتقول له والله انا عايز السامبل لاين اللي هي البلاي الماتيريال ليست الرقم واحد. مجرد ما بقول له اوكي ننزل بس تحت شويه هنا اهو بيطلع لك. طبعا هي على حسب الجداول اللي احنا عرضناها هنا، ثلاث جداول انت ممكن بتعرضها على حسب عدد الجداول اللي انت عايزها. نفس التفاصيل كل واحد الاريت كات كام والفيل كام والكوميوليتيف كام. ماشي. وفي الاخر خالص النتيجه بتاعتك هنا اهو، انا عندي ده الفيل حلو وده هنا الكام القط بتاعي. يبقى احنا كده حسبنا حسبنا كميات بدون ما نعرض الايه القطاعات بتاعتنا. ماشي. طيب ده كده كميات مين؟ الحفر والردم. زي ما احنا قلنا الحفر والردم ده اللي هو ما تحت الارض الطبيعيه، سوري ما تحت القطاع بتاعي من سطح البوتوم اللي انا اخترته له لحد شكل الارض الطبيعي. يعني مثلا على سبيل المثال اللي هي المنطقه، لو انا عملت له هاتش واخترت له المنطقه دي، اهي المنطقه اللي احنا عاملينها ايه، عامل لها تهشير دي 0.1 اهي المنطقه اللي تم تهشيرها دي، دي منطقه البوتوم هنا، وفي نفس الوقت المنطقه لحد مين، لحد الخط هنا. بس طبعا دي عملنا هاتش مش هيجيبها مظبوط، هتبقى المنطقه دي كلها لحد خط البوتوم بتاعنا اللي موجود هنا. دي هيحسبها كات ودي هيحسبها مين، هيحسبها فيل. طيب هل انا محتاج اعرض القطاعات عشان احسب مثلا الكميات الثانيه؟ ايه الكميات الثانيه اللي اقدر احسبها هنا؟ عندي كميات المشروع نفسها اللي هي الطبقات بتاعتي، قد ايه اسفلت، قد ايه سب بيز، قد ايه بيز وما الى ذلك. اقدر احسبها بالفعل، اقدر احسبها مجرد ما بضغط برضو هنا واقول له كومبيوت ماتيريال تمام، واقول له نفس السامبل لاين اللي هي رقم واحد. زي ما انتم شايفين هو مسميها هنا بلاي ليست رقم واحد، يفضل انت تسميها مثلا كات اند فيل عشان يبقى انت عارف
كل ماتيريال بتاعتك ماتيريال ليست بتاعتك، يبقى دي كده لحساب الكات اند فيل. عايز احسب واحده تانية فبقول له امبورت انذر كارتيريا، فبيقول لي مين فيهم كات اند فيل ولا ايرث وورك ولا ماتيريال. ساعتها بقول له ماتيريال ليست، ماتيريال ليست. فهو بيقول لي يعني انت عندك البيز البيفمنت وعندك البيز وعندك السب بيز. حلو كده. كان جالنا سؤال برضو من حد اللي هم عايزين يبينوا كل الماتيريال دي في جدول، نعملها بقى واحده واحده. نقول له هنا احنا بنقول له هنقول له اد نيو ماتيريال، ماشي، اللي هي الماتيريال الجديده دي، دي هنسميها مثلا البيف. حلو كده، بيف واحد، ماشي. البيف واحد دي عباره عن حاجه اسمها الاستراكشر. ايه هو الاستراكشر ده؟ اللي هو اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، الاستراكشر اللي هو عناصر الانشاء بتاعت الطريق نفسه، عناصر الانشاء بتاعت الطريق نفسه. فساعتها احنا بنغير بدل ما هي عباره عن سيرفيس، لا بقول له كوريدور شيبس، وبختار له الحاجه اللي انا عندي. انا عندي في الشيبس بتاعتي عندي البيف 1 والبيف 2 والبيز 1 والبيز والسب بيز. يبقى انا قلت له بيف 1 وقلت له اد، يبقى كده هيضيف لي مين؟ هيضيف لي البيف 1 عندي هنا، تمام. ممكن اضيف ده، طبعا هي بيضيف لي هنا ماتيريال، ممكن اضيف ماتيريال ثانيه اقول له اد ماتيريال، دي هسميها البيف 2، تمام كده. وبرده نوعها هنا عباره عن استراكشر، وبقول له هنا اللي هي البيف 2 بقول له اد. يبقى انا كده بحسب مين؟ بحسب كميه كل عنصر من العناصر اللي موجوده، ايه اللي موجوده معانا، تمام. في مره بكره اضيف الباقيين، فبس مجرد ما هقول له بس هنا اوكي، وببتدي اقول له بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين بقى جداول ماتيريال اللي هو مثلا البيف. يبقى انا كده هجيب البيف وهخليهم كلهم في عمود واحد، سوري في جدول واحد. خلال هو هنا دايما بيعمل سبليت، بيعمل زي ما احنا شايفين قسم الجدول ثلاث 20 صف وثلاث ايه ثلاث جداول جنب بعض. في الحاله دي بقول له لا مش عايز اعمل سبليت، وبقول له اوكي وبجيبها له هنا. يبقى دي كده كميه مين؟ ادي الاريا وادي الفوليوم بتاع مين؟ بتاع البيف بتاعنا، بتاعت مين؟ بتاعت البيف بتاعتنا. ممكن برضو هنعمل النوع الثاني اللي هو البيف 2، تمام كده. وبرضو السبليت وبقول له اوكي اد هنا، بيجيب لي برضو الكميه الثانيه. طبعا هي تفرق دي عندي لان السمك مش نفسه، هي كل ما هنالك. لو احنا بصينا هنا حتى هنا التوتال تحت خالص، هنا 1985 وهنا 1240 بالظبط كده، لان البيف سمكه 5 سم وده سمكه كام؟ سمكه 8 كام؟ 8 سم على حسب القطاعات اللي عندنا. ونفس الشيء انت ممكن تطلع كميات بتاعت مين؟ بتاعت الشغل بتاعك. طبعا هنا الطريق لو وسع بيوسع او بيضيق او ايا كان تغير الشكل، هو بيجيب لك بناء على القطاعات اللي هو ايه؟ القطاعات اللي هو شايفها. حلو؟ برضو تقدر تعمل كومبيوت ماتيريال تاني، تضغط من هنا كومبيوت ماتيريال وتختار نفس السامبل لاين، ولكن احنا ضفنا دي جواها، احنا عايزين سب كارتيريا. لحظه واحده كده، مش امبورت ماتيريال. هنا بيز وبيز، لان هو هنا ضافها جوه الماتيريال الاساسيه بتاعتنا، احنا عايزين نضيفها في ماتيريال لوحدها. صب ماتيريال، لا هو اضافه ماتيريال منفصله مش متصله، انا اسف معلش، لان هو ضافها هنا في نفس الماتيريال، انا مش عايز اضيفها في نفس الماتيريال. import another material، اقول له material list، تمام كده. واختار هنا مثلا البيف 1 وهنا البيز وهنا السب بيز، وبقول له اوكي. هنا بيضيف لي ماتيريال ثانيه. هنا ممكن نفصلهم كل واحده لوحدها افضل. يبقى انا عندي هنا البيف، ممكن طبعا نشيل دي ونشيل دي كمان. هو البيفمنت هنا هو واخدها مين؟ الاستراكشر اهو، واخدها البيف. فانا اقول له لا دي انا عايزها اللي هي البيف 1، سوري انا اسف، الشيب اللي هو البيف 1، تمام كده. بقول له ابلاي، بحيث الفكره كلها ان انا اقدر بعد كده اقول له ده البيف 01، وبقول له اوكي. طبعا انا شلت التانيين فده هيبقى صفر وصفر، الغي دول. ابتدي اعمل فوليوم، مش توتال فوليوم سوري، ماتيريال فوليوم اللي هي نوع البيف دي، وبقول له اد، تمام كده. بيجيب لي دي كده الايه؟ البيف. ممكن اعمل واحده ثانيه برضو مثلا للسب بيز، هو اد ماتيريال هنا بياخد لي ماتيريال جواها صح؟ لا مش عايز ماتيريال جواها، انا عايز ماتيريال خارجي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم،
import another criteria material list. هنختار مثلا sub base اوكي وبلغي من جواها دي وبلغي كمان دي sub base بتاعتي اللي هو sub base تمام كده اللي هي عباره عن structure sub base وبرضه هكتب له هنا دي sub. بسم الله الرحمن الرحيم sub بيس تمام كده وبقول له اوكي بحيث نزل الجداول بتاعه السب بيز لوحدها من هنا بختار له سب بيز وبقول له اوكي هنا بتظهر لي مين جداول السب بيز كده اظهرنا مثلا حسبنا القطع الردم وحسبنا مثلا البيف واحد وحسبنا السب بيز عايز اظهر بقى القطاعات واظهر جنب منهم مين الجداول دي كمان عشان طلبت منا ان احنا نظهر القطاعات والجداول جنبها طيب القطاعات بنظهرها بكذا طريقه ممكن من على الهوم بنيجي على السكشن فيوز لو انا عايز سكشن واحد بس فبقول له سكشن فيو لو عايز مالتيبل اللي هي متعدد فبختارهم من هنا هو مباشره البرنامج بيشوف لي بيقول لي انت عايز انهي الاينمنت وانهي سامبل لاين لان ممكن يكون مثلا عندك 10 الاينمنت ب 10 سامبل لاين فبتختار مين تختار اللي انت عايزه بختار مثلا الاينمنت والسامبل لاين هي رقم واحد هو بيقول لي انا هاخد الستايل بتاعي رود سيكشن وطبعا الستايلات بتاعت الكروس سيكشن هستاذنكم انا عملت لكم عملت كده فيديوين ثلاثه عن الستايلات بتاعت الكروس سيكشنز نفسها فدي نرجع لها ان شاء الله هبقول لكم برضو الفيديو بالظبط اسمه ايه السيكشن بليسمنت هنا عاده بيكون بلان برودكشن بلان برودكشن ان هو يطلع لنا بناء على التمبلت اللي هنختاره طبعا ده ليها قصه لوحدها اوعدكم بكورس ليها مخصوص يعني البلان برودكشن بشكل عام بمعنى ايه ان احنا بنختار مثلا انا عايز اطلع كل A4 فبختار له بكون مجهز له تمبليت على A4 واقول له والله التمبليت بتاعك على A4 على السكيل المعين هو طبعا هنا العادي بتاعه A0 A1 تمام كده لو انت عايز بقى A4 و A3 بنجهز التمبليت الاول بعدين بنستدعيه هنا وهو بناء عليه البرنامج بيشوف القطاع بتاعك اللي يجي كم قطاع في الورقه الواحده هو بيحسبها البرنامج اما في الحاله دي انا بختار دايما درافت دوت اللي هو بينزل كل القطاعات جنب بعض بحيث انت بعد كده عايز بقى تعملهم بالكاد عايز تخليهم بس كده بالشكل مفيش مشكله ولكن بلان برودكشن دي لازم تكون انت مجهز قطاعات عندك عشان بناء سوري مجهز تمبليت عندك على اساسه بيطلع القطاعات في الحاله دي انا هختار له درافت الحاله اللي احنا فيها الاوفست رينج والاليفيجن رينج دي الرنجات بتاعه عرض القطاع وارتفاع القطاع وغالبا بتبقى اوتوماتيك يفضل هنا اوتوماتيك تكون متغيره بناء على تغير مين تغير المناسيب السكشن ديسبلاي اوبشن هنا هيظهر لك ايه في القطاع نفسه هيظهر لك ايه في القطاع طبعا هنا دي الماتيريال اللي هو حاسبها اللي احنا عملناهم تمام ودي البيفمنت والبيز وعندك نفس الوقت هنا هيظهر لك سطح الارض الطبيعيه والكوريدور نفسه وسطح الكوريدور بتاع البطن بقى نخليهم كلهم زي ما هم مفيش مشكله لان احنا ممكن نعدل في اي وقت البندات دي اللي هي الكتابات اللي بتظهر تحت القطاع دي برضو هنخليها لان هي ليها شرح وافي ان شاء الله كنا متكلمين عنها تمام كده وهنا المفروض في سيكشن فوليوم تيبل بس دي خليها دلوقتي احنا ننزل العادي الاول بعدين ننزل الفوليوم تيبلز فهقول له كرييت سيكشنز وهنزل له السيكشنز بتاعتنا هنا وننتظر عليه لحظات طبعا السيكشنز بتنزل فننتظر عليه هنا هنقول له كنترول اس عشان ما تروحش من الموقف ونبتدي نشوف ايه اللي ظهر معايا على القطاع رقم واحد ظهر معايا القطاع نفسه اللي هي الجريد الشبكه دي وظهر معايا الجريد طبعا عليها كتابات من الجناب يمين وشمال وفي عندي كتابات تحت هنا تمام وعندي خط اللي هو البنفسجي ده عاده لونه بنفسجي ابتداء من اصدار 2018 قبل 2018 تقريبا او قبل 2017 الخط ده مش موجود واقول لكم ايه فايده الخط ده وبظهر عندي في القطاع ادي الطريق نفسه ظهر بالكتابات بتاعته زي ما احنا شايفين وظهر معايا هنا منطقه تهشير لونها اخضر ومنطقه تهشير لونها احمر حلو وظهر معايا جزء هنا لونه اصفر وجزء لونه ازرق واللي في النص مش باين حاجه ايه بقى الحاجات دي كلها نشوف مع بعض رقم واحد الجريد دي اللي هي الشبكه بتاعت مين بتاعت الكروس سيكشن نفسه حلو السطح اللي هو لونه ابيض ده عباره عن سطح لو ضغطت عليه بيقول لك ده سطح ال NGL اي سطح هنا ليه ستايل ممكن تعدله مجرد ما تضغط عليه كليك يمين وتقول له ايديت سيكشن ستايل اعتقد ايديت سيكشن ستايل والله انا هخليه مثلا باللون الاحمر تمام كده عشان يبقى باين بس ايه معانا يبقى ده كده ايه شكل الارض الطبيعيه هيتغير معاك في كل القطاعات زي ما انت شايف يبقى كده الارض الطبيعيه هي اللي بلونها ايه باللون الاحمر تمام كده طيب الاخضر ده عباره عن ايه لو ضغطت عليها هيقول لك والله ده الجراوند فيل دي المنطقه اللي عباره عن فيل طب برضو نفس الحكايه كليك يمين وبقول له ايديت سيكشن ستايل تمام وبتيجي في الديسبلاي زي ما شايفين الخطوط هنا متباعده قوي فانا عايز اقلل المسافه ما بين الخطوط
فعلى سبيل المثال هوريكم حته كده خديعه في برنامج السيفل، فهو بيقول لك السكيل 1.75، فانا اقول له لا خليها 0.25 تمام كده، وبقول له ابلاي وبقول له اوكي. اجي بص مفيش حاجه اتغيرت. ليه؟ لان الباشوات لما احنا بنعمل كده بنعمل كليك يمين وبنقول له ماتيريال سيكشن ستايل، الباشا بيغير فين؟ في الفيو دايركشن. لازم تاخدوا بالكم قوي من كلمه الفيو دايركشن، انت بتغير التغير اللي انت عملته ده فين؟ في البلان. فانا عايز اشوف الكلام ده فين؟ في القطاع مش في البلان. فبتغير من هنا وبتقول له لا انا عايز فين؟ في القطاع في السكشن. ساعتها بتغير له من هنا تقول له 0.25، ومجرد ما بتقول له ابلاي زي ما انت شايف اتغيرت مباشره على القيمه اللي انا عايزها. انا عايز 0.2 مثلا عشان تبقى اكثر كثافه، ابلاي بتتغير وبقول له اوكي ماشي. يبقى لازم ناخد بالنا قوي من حته الصور، مش عارف هم عاملينها ليه بس يعني سوري يعني انا دخلت في القطاع اديني على طول سكشن، فهو لا ما فيش. نفس الشيء هنا، اخد مثلا القطاع القطع تمام، وباجي من هنا بغير له بقول له عايز في السكشن اخليها 0.1 وبقول له اوكي تمام. يبقى كده انا عندي التهشير بتاع القطع اللي هو الاحمر، تهشير الردم اللي هو الاخضر تمام. طبعا لو حبيت اغير لونه ما فيش مشكله، بتعمل كليك يمين وبتختار منين من الالوان هنا بتغير الايه اللون اللي انت عايزه او شكل التهشير نفسه، تضغط على الاسم بتاعه هنا وبتغير الشكل اللي انت ايه اللي انت عايزه من هنا تمام. طيب في حاجه ظهرت معايا تاني اللي هي دي ودي، ايه دي وايه دي؟ احنا حسبنا البيف وحسبنا السب بيز. دلوقتي القطاع نفسه انا كنت عامله ايه؟ كنت عامله اخترت نوعه، لو انا ضغطنا هنا وقلنا له انا عايز اشوف الفيو جروب بروبرتس تمام، وبتيجي في منطقه سيكشنز. سيكشنز دي كل ما هو مرسوم جوه القطاع، فانا عندي مرسوم في القطاع مين؟ الان سطح الان جي ال، وده اللي احنا معدلينه، والكوريدور نفسه، وهنا سطح الكوريدور والكات والفيل والبيفمنت والبيز. فلو انا ضغطت هنا وشلت مثلا السب بيز وقلت له ابلاي، هنلاقي الخط الاصفر ده هيختفي معاك. حلو كده؟ ليه؟ لان هي دي يعتبر ماتيريال زيها زي الكات وزي الفيل. فلو انت عايز تظهرها على الرسم اهلا وسهلا، مش عايز تظهرها بتشيلها من هنا. ولكن هي معنى ان هي اتشالت من هنا ما اتشالتش من القطاع، ولكن ما اتشالتش كمحتوى، اتشالت بس كشكلا من القطاع. نفس الشيء انا هشيل البيفمنت اقول له ابلاي. حلو كده؟ اهو شالها لي برده من هنا. شكل القطاع نفسه انا ممكن على فكره املاه. ليه؟ لان انا دلوقتي واخده الفيو اديت، فيو اديت ده بيبقى فارغ من هنا. طبعا هو ستايلات كتير، مثلا لو قلت له اول كودز وقلت له ابلاي زي ما انتم شايفين اتملى مباشره، ولكن الكتابات اللي فوق اختفت. نفس الشيء الكتابات دي عباره عن الكود نفسه. يعني انت ادي الكود مثلا الفيو اديت، ولو قلت له اوكي وقلت له ابلاي بيظهر معايا شويه كتابات هنا. الكتابات دي بتيجي منين؟ برضو نبص سريعا كده. لو قلنا الفيو اديت ده وقلت له انا عايز اعدلها، فالبرنامج بيقول لك والله انت عندك البوينت واللينك والشيب. حلو؟ اللينك اللي هو الخط ما بين النقطه دي والنقطه دي، فهو ظاهر عليها. اللينك ده عباره عن ايه؟ لو انا ضغطت هنا هنلاقي اللينك مثلا اللي اسمه بيف، اللي هو العلوي اللي فوق اللي هو البيف ده، هنلاقي ايه؟ ليه كتابه اهي زي ما انتم شايفين هنا. بصوا ادي الليبل ستايل ليها كتابه عباره عن فيو اديت ايه سيكشن، تبتدي تعدل هنا، وادي كتابه زيها زي الكتابات الحلوه بتاعتنا اهي، تقدر تعدل زي ما انت عاوز. حلو كده؟ يبقى كل حاجه في الستايل بتاعك عايز تظهر لها كتابه، ادخل على الكود سيت ستايل بتاعتها تمام، واختار الحاجه دي. لو هي بوينت اختار البوينت اللي انت عايز، لان بص ادي البوينت هو واخد مثلا نقطه الايدج اللي هنا، وواخد نقطه الايه الكراون اللي هنا او الاي تي دبليو. لو بصينا على الاي تي دبليو ادي الاي تي دبليو هو حاطط لنا ايه، حاطط لنا الستايل بتاعها. نقطه الكراون مفيش، يبقى نقطه السنتر لو انا بصيت حتى في القطاع بتاعي ده قلت له كانسل وبقول له هنا كانسل، هتلاقي نقطه الكراون اللي هي دي مفيش ايه، مفيش حاجه ماشي، مفيش كتابه. ليه؟ لان هو فعليا في الكود سيت دوت هو مش حاططها. فلو انا عايز اضيفها بعمل كليك يمين وبقول له سوري، بدخل على القطاع نفسه وبدخل على اللي هو الفيو اديت اللي هو الستايل بتاعه الكود سيت بتاعها على البوينت. انا عايز في نقطه الكراون يظهر لي حق الايه الستيشن والاليفيشن الاوفست والاليفيشن، حتى نخليها بشكل مختلف عن اللي موجودين، واقول له اوكي 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 وننتظر لحظات هتطلع لنا بشكل مختلف غالبا عن التانيين. بسم الله. طبعا عشان كل نقطه بالنسبه له هنا في كراون كراون كراون، فاظهر لنا ايه، اظهر لنا كل الكتابات. حلو؟ ففي الحاله دي انا مش عايز اعمل كنترول زد، تراجع عن اللي انا عملته ده. انا قصدي يعني هو ستايل انت ممكن تعدله في الايه في الكود سيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنترول زد زد زد، ايوه كده هيجي. طيب ايه تاني؟ ماشي. ايه بقى فايده الخط الخارجي ده؟ طبعا زي ما انتم شايفين التعديل اللي بيتم على الواحد بيتم على الكل. ادي الاخضر اهو السطح، حتى تتاكدوا ان السطح ماشي تمام معانا هنا ومش مع البوتوم، مفيش مشكله وحاسب لنا الكميه وتمام. طيب اول حاجه انا عايز اظهر الجداول بتاعتي، وعايز اشوف الخط اللي بره ده. الخط ده اسمه خط البفر.
زمان لما كنا ساعات احيانا كنا بنرسم على القطاع، على سبيل المثال انا جيت هنا ورحت راسم مثلا ايه، انا عندي والله جسر مثلا هنا، او عندي مثلا عائق هنا زي بيت مثلا كده، بس على سبيل المثال يعني حاجه زي كده، وعايز الحته دي تفضل معايا موجوده في القطاع. موجوده فين؟ في القطاع. ماشي، انا رسمت خط زي ما انتم شايفين كده. زمان لو انا كنت رسمت خط وحصل اي تغيير في المنطقه زي ما هنشوف دلوقتي تغيير، لو انا ضفت دلوقتي الجداول، عشان مع اضافه الجداول هتلاقي ان الجداول سوري او القطاعات دخلت في بعض، فلازم نعمل حاجه اسمها ابديت فبيعدل الشكل. ولكن لو انا رسمت جوه البفر ده، لو انا رسمت حاجه زي كده هتبتدي تتحرك معايا. اما ايام الايام القديمه لا، لو كنت رسمت هنا كده حاجه وجات القطاع ده اتحرك، الخط ده بيفضل زي ما هو والقطاع بيتحرك لوحده. هنشوف على سبيل المثال دلوقتي انا هضيف الجداول بتاعتي، اضغط على اي واحد اللي هي جداول كميات، اضغط على اي قطاع وتقول له view group properties، وبتيجي في السكشن فيوز هنلاقي هنا ايه، نكبر شويه هنا كده، دي هنا خاصه بالبندات، وهنا دي خاصه بالفوليوم تيبلز، خاصه بالفوليوم تيبلز. مجرد ما بتضغط عليها هنا تمام، فهو بيقول لك النوع بتاعك ايه، ماتيريال ولا فوليوم تيبل. ففي الحاله دي بقول له مثلا فوليوم تيبل وبقول له اد، فبيجيب لي مين الفوليوم، توتال فوليوم تيبل اللي هي الكات والفيل. لو قلت له ابلاي وقلت له اوكي اوكي اوكي، زي ما انتم شايفين القطاعات بقى شكلها غريب، لان هو عمل شيفت للقطاعات، عمل مين شيفت للقطاعات. كل ما هنالك ان انت هتعمل ايه، وانت ضغط على اي قطاع من القطاعات دي بتعمل ابديت جروب لاي اوت. بس انا عايزك تتاكد، بص شايفين الخط اللي معانا ده هيمشي ولا مش هيمشي، نعمل ابديت جروب لاي اوت، وبالفعل اتحرك معانا اوريدي شويه اهو، الخط بتاعنا اتحرك معانا. حلو، حتى احنا هنعمل ايه، نعمل خط فوق مين، فوق القطاع، ادي القطاع بتاعنا، عشان ده كده منطقه بره القطاع. حلو، عشان نشوف التغير اللي هيحصل تاني، هحط جدول تاني ونشوف موقفه ايه، او ممكن نعدل على فكره حجم الجدول ده مبدئيا كده سريعا، نعدل حجم الجدول. طب المره صحيح الجدول ده دايما الناس بسم الله ما شاء الله يعني لما بيجي يطلعوا قطاعات بيخلوا جدول كبير زي ما هو كده، بيبقى الجدول اكبر من القطاع ب 500 مره زي ما احنا شايفين كده. ابسط شيء عشان تعدل الجدول، اضغط على الجدول، اعمل كليك يمين وقول له ايديت تيبل ستايل، وغير ارتفاع الهايت بتاع الكتابات دي، بس خلي مثلا 2.5 على سبيل المثال، 2.5 2.5. مجرد ما بتقول له اوكي هتلاقي الجدول صغر وبقى شكله احلى، وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين الخط لسه موجود فوق هنا، المسافه بعدت هنا. كل ما هنقول لك انا بضغط على الخط على واحد فيهم بقول له ابديت جروب لاي اوت. حلو، ابديت تاني عشان بس يربط سليم، ابديت جروب لاي اوت اهو. زي ما احنا شايفين الخط بتاعي اللي انا رسمته بتاع المبنى مشي معايا، ما فيش اي مشكله. الخط الثاني اللي هو لان خط القطاع ده كان مفروض في السنتر هنا، لا اتحرك معانا ايه، اتحرك معانا شويه. فدي فايده البفر الجديد ده، خط البفر الجديد ده اللي انت اي حاجه هترسمها جوه خط البفر ده هتتحرك معاك بتغير مين، بتحرك السكشن بتاعك. حلو كده، حتى لو انت السكشن فكره انت السكشن ده انت ممكن تعمل له موف ماشي زي كده مثلا، ماشي. بس هو الفكره كلها ان انت بعد كده لو ضغطت على السكشن وقلت له ابديت جروب لاي اوت هتلاقيه رجع تاني، رجع تاني مكانه ماشي، هيرجع لازم يرجع مين، يرجع تاني مكانه في الايه، في المجموعه، لان هو ما كانش نازل لوحده، هو نازل مع المجموعه فبيرجع مع المجموعه تاني. لكن لو انت نزلت لوحده، على سبيل المثال انا هنزل مثلا قطاع، القطاع ده كده مثلا، لو نزل لوحده ادي كرييت سيكشن فيو، انا بنزل القطاع بس لوحده، ادي القطاع ده هنا كده، فده مش مرتبط بمين، مش مرتبط بحد، ولكن انا ممكن اضيفه للمجموعه. يعني مثلا لو انا ضفت في اي وقت، ضفت قطاع في النص مثلا كده وعايز اضيفه للمجموعه دي، مجرد ما بتضغط على القطاع هتلاقي حاجه اسمها موف تو، موف تو سيكشن، موف تو سيكشن فيو جروبس. مجرد ما بتضغط عليها فبيقول لك فين الفيو جروبس بتاعتك، تقول له هي رقم واحد دي، مباشره هو بيخش ما بينهم وبيزيح حتى الايه، المجموعه الثانيه اللي موجوده. حلو كده، ولكن هو عشان موجود فمش هيظهر معانا. تمام، يبقى احنا كده كل ما هنالك ان احنا ايه، المنطقة البفر دي مهمتها ان انت لو رسمت اي حاجه جوه منطقه البفر هتتحرك معاك، مفيش اي مشكله. في نفس الوقت الجداول بتاعتنا، ادي هنا الجدول باين لك الكات والفيل. طب انا عايز ابين جداول بقيه الماتيريالز بتاعتي، في نوع تاني من الجداول انت بتضغط هنا وبتقول له انا عايز فيو جروب بروبرتيز، تمام، برضو في الفوليوم تيبلز، بس ساعتها بتقول له انا عايز مين، اظهر الماتيريال، ماتيريال. مجرد ما بتقول له اد بيقول لك ريموف كات اند فيل، بتقول له اوكي. بس هو المفروض في ماتيريال ثانيه،
بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت اوكي. المفروض في ماتيريال تاني بتظهر معانا هو ما ظهرش لي. بسم الله. برضو هنا لو عملنا ابديت جروب لاي اوت زي ما انتم شايفين الايه كل حاجه بتتحرك معانا بحيث بيعمل ابديت للجروب لاي اوت، ولكن بقيه الماتيريال المفروض بتظهر وما ظهرش لي. خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب لو شلنا ده وقلنا له تاني ماتيريال او ماتيريالز وقول له اد، لا هنا جايب القطع والرد. المفروض في بقيه الماتيريال هو ما شافهاش لي. خيرا. المفروض يعني بيشوف بقيه الماتيريال، بس انا هشوفها لكم ليه. طيب بيشوف بقيه الماتيريال في حاله لو في ماتيريال هنا وبتقول له اد، بيشوف لك كل الماتيريالز اللي موجوده بحيث لو في بيف او في صب بي او البيف والصب بيز والبيز وما الى ذلك كلهم بيظهروا في نفس مين، نفس الجدول على اليمين كده كلهم تحت بعض، بحيث بيجيب لك هنا الماتيريال نيم بيجيب لك هنا مثلا الماتيريال نيم الاسم بتاعها ايه والاريا بتاعتها كام والفوليوم بتاعها كام التجميعي كام. يعني احنا بصينا حتى في قطاع تاني قدام هو جايب هنا الكات والفيل، ولكن بقيه الماتيريال لازم المفروض بتظهر. مش عارف صراحه هو ما ظهرهاش ليه. لو انا ضغطت عليه وقلت له كومبيوت ماتيريال احنا مش عاملين في نفس البتاع. طب موجودين هنا المفروض يظهروا معانا هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. خيرا. لماذا؟ طب معلش انا بقى اشوفها لكم تاني ده عشان هو في حد كان سالني عليها وانا شفتها والله في فيديو انا ما كنتش اعرفها صراحه قبل كده. شفتها في فيديو الظبط طلعت مظبوطه، انا جربتها قبل كده ظبطت، دلوقتي ما ظبطتش ليه ما اعرفش. فسامحوا لنا. طيب الجدول نفسه زي ما انتم شايفين هو ملاصق للقطاع نفسه، تقدر تعدل برده الشكل ده ما فيش مشكله. انت مجرد ما بتضغط على الفيو تيبلز هنا تشينج فيو تيبلز هي بتيجي معاك على الشمال هنا مكانه فين. زي ما شايفين هو المكان هنا جاي على اليمين. حلو كده. ساعتها لا انت ممكن تغير مكانه مفيش اي مشكله في اي مكان تاني، مثلا البوتوم ليفت. حلو كده. هنا بيجي لك تحت منها. في نفس الوقت دي مسافات يبعد عن القطاع بيها. لو احنا خدنا التوب ليفت زي ما سوري توب رايت زي كده، وانا عايز ابعد في الاتجاه ده شويه ما تبقاش ملاصقه، فبتدي مسافه الاكس بغيرها مثلا بقول له 10 او خليها رقم كبير عشان تبقى مختلفه زي ما انتم شايفين، ونقول اوكي. هتلاقيها ايه مجرد ما بتقول له اوكي هتلاقيه بعد عنها بمسافه 20 mm. احنا عملناه بالموجب. لا سوري هو عشان بس عايز تعمل له ابديت جروب لاي اوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده الخط بتاعك او الجدول بتاعك بعد عن ايه ما بقاش ملاصق. طبعا شكل القطاعات دي بتختلف من مكان للتاني ومن من فكر للتاني. انا بالنسبه لي ما بطلعش بندات، انا بطلع بس شكل القطاع بتاعي بيبقى عندي تحت منها هنا الارض الطبيعيه منسوبها هنا والتصميم بيجي بشكل انقاض فوق كده وخلاص على كده. انا راجل برضه بقليله يعني. في طبعا اشكال كتير للقطاعات، في ناس تحب تعمل بقى قطاعات وبهرجه وبتاع، لا انا ماليش في الكلام ده خالص. اتس اب تو القطاعات يعني. فدي كده الكميات، يبقى احنا كده طلعنا كميات بشكل جداول موجوده معانا في الرسم، ونقدر نطلعها برضه بشكل جداول بشكل كده او بتطلعها من الريبورتس بتاعتك او فوليوم ريبورت. تمام. ده بيطلع لك بره الشكل، مثلا البيز والسب بيز نفس الشيء. بيطلع هنا على حسب الشيت عايزه اكسل ولا عايزه الحاجه النوع اللي انت عايزه. مثلا هنا بيطلع لك صفحه ويب زي كده، لا هو زي كده بس دي طبعا دي ماتيريال انا لغيتها، انا اسف معلش. الفوليوم ريبورت هتنفيله قلت له هاد يس يس ايه بتطلع لك كميات كده، او بتطلعها بشكل جداول جوه الرسم تقدر ايه تقدر تتعامل معاها. وبشكل مين بشكل قطاعات. دي كده حساب كميات الحفر والرد ما بين ايه ما بين بشكل قطاعات. طب نشوفها في حاله لو انا عامل سطحين من بعض. تيجي على قائمه برضو انلايز هتلاقي حاجه اسمها فوليوم داشبورد، بتضغط عليها تبتدي تقول له والله انا عايز اعمل سطح كميات جديد اللي هو كرييت نيو فوليوم سيرفيس. فهو بيسالك السطح هتسميه ايه، فهسميه مثلا فول. تمام كده. سطح البيز ايه هو اللي هو الارض الطبيعيه، وسطح الكومبارسون بتاعك او سطح المقارنه بتاعك هيبقى سطح مين، سطح البوتوم. وبقول له اوكي اوكي. فهي بيجيب لك الكميه ما بين السطحين فعليا كام. بنشوف كده الكميه دي كام، فهضغط على حرف الاي اللي موجود هنا ده بحيث يطلع لي بشكل كتابه على الرسم، وراح احطها جنب مين
جنب الجدول اللي انا مطلعه كميات الحفر والردم، بقول له موف من هنا وتعالى لي هنا كده ونشوف كميات هنا مقاربة ولا مش مقاربة. هنا الكات طالع 28663، في حين ان هنا طالع كام؟ 28237. فطبعا القيمة قريبة جدا، احنا بنتكلم في تقريبا في 400 متر بس ولا 300، تقريبا 400 متر. حلو. وفي الفل طالع كام؟ 83966، وهنا طالع 83916، يعني فرق كام؟ فرق 50 متر في الفل، في الكات، في سوري في الفل. حلو كده. فكده السطحين من بعض قريبه جدا من مين؟ من عمليه الكميات من خلال القطاعات. ففي الحاله دي ما فيش مشكله، يعني تستعوض ربنا في الباقي. يعني ممكن ساعات بتزيد عن القطاعات، ساعات ككميات كقطاعات ساعات بتزيد عن السطحين من بعض وساعات بتقل، يعني سلاح ذو حدين، ساعات بتزيد وساعات مين ساعات بتقل. فغير كده لو لقيت القيمه القيم مختلفه جامد ما بينهم وبين بعض، لا ساعتها بتقلل المسافه ما بين القطاعات، اللي انت بتزود قطاعات زياده. نقدر نزودها ازاي برضو بالمره؟ لو انا هعمل هنا القطاعات كل 25 متر، انا عايز اخليها كل 12 متر ونص، كل ما هناك ان انا باجي على قائمه الهوم وبقول له سامبل لاين تاني وبضغط على الالاينمنت بتاعي، فهو دلوقتي شايف السامبل لاين اللي هو رقم واحد. هاجي هنا واقول له انا عايز برضو باي رينج اوف ستيشنز، وبدل ما هي 25 هخليها كل 12 متر ونص. تمام، نفس الشيء في الكيرف 12 ونص. انا ما عنديش سبايرال فهقول له اوكي. فهو بيقول لي طب عندك هنا دوبليكيت ليه؟ لان مثلا 25 انا دلوقتي عندي حاجات متكرره اعمل فيها ايه؟ فبقول له ديليت اكزيستنج ليست، يعني كل القديم الغيه وخلي لي بس الجديد، وبقول له اوكي. تمام، هنلاقي زود طبعا قطاع في النص هنا ما بين كل واحد والتاني. لحظات بس بيزود القطاع، مجرد ما بقول له انتر يبقى كده هو هيعمل لي كل 12 متر ونص. ويفضل ان يكون فريكوانسي بتاع الكوريدور ماشي نفس المبدا، يفضل ان هو ماشي يبقى نفس المبدا عشان يجيب لك الشكل صح بتاع الحاجه بتاعتك. فساعتها بتعمل اديت للفريكوانسي بتاعك، تتاكد ان هو كل كام 12 متر ونص او مضاعفات الرقم اللي انت بتختاره. تمام، زي ما انتم شايفين على طول الجداول بتاعه الكميات اتغيرت معاك، اي حتى الجداول دخلت في بعض لان احنا ايه المجموعه دي ماتيريال ثانيه. اي طبعا كان الاول احنا الكميه بتاعتنا كانت هنا، هنعمل لها موف ونشوف الكميه الفعليه اتغيرت شويه ولا لا. قربت هنا؟ لا والله بعدت، مش قربت. هي كانت الاول 83916، دلوقتي 83890، صغرت يعني. فهنا زي ما قلنا سلاح ذو حدين، زياده عدد السكيشن او قلتها سلاح ذو حدين، فحاولوا ايه تبعدوا عنه. لان هنا كانت الاول كانت 83916، دلوقتي بقت كام؟ 83890، قلت كمان مش زادت. تمام، في نفس الوقت القطاعات زادت هنا، ولكن القطاعات الفيو اللي كانت موجوده هنا اختفت. كل مره كانت تعمل برضو تقول له كريت مالتيبل فيوز. تمام، برضو انا عايزها درافت وهحتفظ بكله زي ما هو، بقول له اوكي بنزلهم هنا ونشوف كده القطاعات هتطلع ولا مش هتطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، انتوا شايفين الجهاز بيتقل طبعا عشان ايه القطاعات بتاعنا. ادي القطاعات طلعت معانا بالماتيريال ليست بتاعتنا بكل شيء، ايه بكل شيء سليم. تمام، ونفس الحكايه تبدا تضيف برضو الجداول ما الى ذلك. ما نقول ان احنا كده غطينا الكميات من القطاعات. حلو، وتقريبا دلوقتي ممكن نطلع اللي هو الفوليوم ريبورت. لو جينا هنا في التول بوكس هنعمل فوليوم ريبورت وبتقول له اكسكيوت سامبل لاين جروب سيلكتد ان الاينمنت، هنختار احنا الرود واحد، بتختار الماتيريال ليست اللي انت عايزها وبتقول له كرييت ريبورت، بيطلع لك ريبورت نفس الحكايه اللي هو الستيشن كات والفيل وما الى ذلك. وانا تحت امركم في اي اسئله. طب يا جماعه لو سمحت لو عنده اي سؤال بس يعمل رايز هاند. طيب الدكتور سنان اتفضل. اتفضل. عفوا، اليوم راح نثقل عليكم بس انتم ما شاء الله جزاكم الله خير، يعني معطاء في المعلومات، فارجو انه ما نثقل عليكم. لا بيتفضل. على راسي استاذي، قبل شوي تكلمت عن الستايل، لما مثلا عندي الكروس سلوب
الكروس توب اللي هو ممكن يكون 2% او 1.5%. هذه بعض الاحيان لما اظهرها يظهر معها كلمه فيرتيكال، فهذه حاولت كيف ممكن نخفي اذا ظهر هذا الكلام فيرتيكال. احنا مثلا اخذنا مثال اللي قدام منك كلمه فيرتيكال هنا مش باينه، يعني مثلا المثال اللي قدام منك ده مش باينه، فانت بتخش هنا على سبيل المثال اللي هو القطاع ده الكود سيت ستايل ده اللي هو اسمه فيو اديت، في الحاله دي اللي هو القطاع الفيرتيكال صح كده، احنا بنتكلم على اللاين اللي هو المفروض البيف اللي هو ده. هي هنا باينه فيرتيكال، ولكن في الجريد تكست هو هنا جايبها فيرتيكال فيرتيكال. بصراحه انا مش عارف، هو المفروض هنا في خط فيرتيكال هو ما باينهوش معانا. ممكن تاخد نفس الستايل اللي موجود دوت وتعدل عليه الفيو اديت. لانه الستايل ده مثلا هو مكتوب هنا فيرتيكال ولكن مش باينه بالفعل، مش باين عندنا في الرسمه هنا. نعم انا عندي في الكمبيوتر بتاعي ظهرت عندي يعني كلمه فيرتيكال ظهرت ايضا في القطع. بس انا شغال والله من 2000 تقريبا، ومن 2000 ما ظهرتش معايا خالص فيو اديت، ما ظهرتش معايا خالص كلمه. تمام شكرا شكرا جزيلا. العفو. بس هو ما بدا لو احنا اخترنا حاجه ثانيه، طب معلش استنى كده نختار حاجه ثانيه ونشوف هتظهر معانا ولا لا. انا مش في البوينت، عايزين برضو في اللينك. لا هو الكود ده ما فيهوش، عايزين ويز ليبلز كودز ويز ليبلز. طيب بيف اللي هي دي. طب لو خدنا لو اخترنا ده قلنا له اوكي 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 بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف كده هتظهر معانا ولا لا. بس قطعة اصلي كتير على الرسمه، فطبعا بتاخد هنا ظهر فيرتيكال صح ولا ايه؟ نصغر شويه كده القطعات. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا هنا هتظهر كلمه فيرتيكال برضه، هنا ما ظهرتش كلمه فيرتيكال، ولكن هنا بص هنا مبين ايه اسم الكود نفسه الاي تي دبليو وما الى ذلك. فانت خد اقرب حاجه من اللي موجودين اللي مش ظاهره فيها وعدل عليها واشتغل عليها، لان ما ظهرتش برضه معايا كلمه فيرتيكال هنا، هو بس ظهر الكود بتاع النقطه. يعطيك العافيه شكرا جزيلا. العفو. فن حد تاني يا شباب؟ في حد تاني عنده أسئلة يا جماعة؟ يا باشمهندس محمد عاطف اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا هندسة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مهندس هشام؟ ألف شكر، الله يكرمك. الله يبارك لك. تسلم. هندسة في مخطط معايا، عايز بس حضرتك تقول لي على فكرته عشان هشتغل عليه ومحيرني الصراحة. فهو بس انا عايز ابعت لحضرتك الصورة تبص عليها بس وهتقول لي على الفكرة بس بتاع الالاينمنت والبروفايل، ممكن؟ صورة؟ ابعت يعني صورة ابعتها دلوقتي على الجروب، رفعتها على الجروب ممكن تبص عليها؟ صورة انا مش شايف صورة صراحة. جروب ايه؟ جروب هنا؟ الجروب اللي هو بتاع سيفل 3 دي النت يعني؟ طبعا هنا. طب لو ينفع هنا دايما بينفع. مفيش هنا رفع. الجروب ثواني، طب كده افتح النت. انا بقفل البتاع فيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الجروب الجروب نوصل للجروب في السجل الجديد ده، الواحد مش عارف صراحه يتعامل معاه ازاي. ادي الجروب سيمور ده. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه دي كده مظبوط. ايوه هندسه. طب بص هو السنتر دوت للاساس بس، ولكن انت الفعلي انت عندك هتعتبر ان من هنا لحد أنا هنا ده هندسه. معلش انا بس هقول لحضرتك سريعا، اللي بالعرض ده
طريقه تبع وزارة النقل، واللي جاي بالعكس اللي جاي عليه ده طريق تبع الأمانة عايز أربطه عليه، تمام؟ يعني اللي بالعرض ده هو هي بص هو تعتبره كأنه انترسكشن. أنا بتكلم بقى على الرامب اللي هو هيدخل على الطريق الرئيسي واللوب. الرامب ده هو الالاينمنت بتاعه مثلا هحطه على الحد الخارجي اللي بره خالص، صح؟ الحد الخارجي اللي هنا ده انا بتكلم على التاني الشمالي هندسه. الرمب ده كده؟ لا ده المفروض طريق قائم وهيتزال، اللي هيتعمل بقى اللي هو جايب كيرف كده عشان كده؟ وداخل على حد حصار. ايوه ده طيب ده المفروض الالاينمنت بتاعه يبقى فين؟ الالاينمنت بتاعه على الايدج الخارجي يعني عشان يوصل معاك لحد الاخر. لو انت دخلت على الايدج الداخلي هتقف هنا. تمام. وخلاص، طيب وبعد كده والباقي ده مش هتعرف تظبطه، فيفضل على الايدج الخارجي توصل بيه لحد هنا. وفي نفس والبروفايل الوقت البروفايل، الالاينمنت على البروفايل، البروفايل على الالاينمنت، واخد بالك؟ يعني دلوقتي انت عندك التصميم بتاعك هنا، السنتر لاين بتاعك هنا، هتنقله هنا حلو كده لغايه ما هيوصل النقطه هنا. دي تعتبر دي المنطقه دي بتعتبر بنعتبرها احنا تبع اسمه ايه دي، تبع التقاطع، واخد بالك؟ كانها تقاطع، فدي بتعمل لها منطقه لوحدها، دي بتعمل لها كانها ليها تارجتس لوحدها، المنطقه الصغيره دي، وبعدين بتحترم الخط ده، شايف الخط الدوت ده، بتحترم المنسوب بتاع الطريق الرئيسي. يبقى كانك هتبتدي من اول هنا، كل دي كده تمشي مع بعضها، يعني انت معاك المنسوب التصميمي هنا ومعاك المنسوب بتاع الاكزيستنج بتاع الطريق التاني هنا. يبقى المنطقه دي كده كانك عملت مين، كانك عملت طريق او الاينمنت صغير بالبروفايل بتاعه هنا. وبعدين عندك الخط ده منسوبه برضه من الطبيعه، على حسب لو انت بتربط على طبيعه. يبقى كل ده كده هيبقى خط واحد، يبقى تارجت لمين؟ تارجت ليك من الحاره، يعني الالاينمنت بتاعك والمسار الاساسي هيبقى هنا، والتارجت التاني بتاع التوسعه بتاع المنسوب هيبقى ماشي هنا كده. طب لو هعمل كروس سكشن هندسه من اول الطريق اللي هو جوه ده اللي هو تبع الامانه ده، هنا البيولة هتختلف، لان هو من اول صفر هندسه ده اللي جاي 3 حارات وبعدين بيدخل في الرامب بحارتين وبعدين يطلع حاره التسارع حاره واحده كده، انا محتاج 3 كروس سكشن مثلا للطريق ده بس لللوب ده، ولا ممكن اعملها بحته التارجت؟ ودلوقتي بص انت اعتبريت انت قصدك كروس سكشن كاسمبلي، يعني الاسمبلي المنطقه دي كده هتعتبرها لوحدها. المنطقة دي واللي قبلها كمان اللي هو من 0 ل 100، ما من 0 ل 100 ده قطاع، حلو كده؟ ده قطاع لوحده يتعمل ده قطاع قطاع، لوحده واليوزر هنا ده قطاع ثاني، قطاع ثاني بدون جزيره، وبعدين قطاع ثالث ده لوحده وده لوحده. يعني هو فعلا انت ككوريدور هتمشي بس لحد هنا، الباقي ده مش هيبقى في الكوريدور بتاع الطريق الرئيسي ده، هيبقى واحد لليمين واحد للشمال. وحارة التسارع برضه ليها قطاع هندسة؟ ما هو ده كلهم مع بعضهم، المنطقه دي تدخلها كلها مع بعض، المنطقه دي تدخلها كلها مع بعض. تمام. ماشي هندسة، ألف شكر. ماشي ماشي، العفو العفو. دكتور جاسم هادي ممكن تفضل. عفوا، شكرا جزيلا، أنا سألت بس يمكن ما رفعت الإيد، شكرا. طيب طيب باشمهندس احمد. السلام عليكم هندسه. وصلى الله وبركاته. احمد باشا، اخبارك؟ ازيك حضرتك؟ بخير هندسه، الله منورنا، جزاكم الله الله خيرا. يخليك، تسلم تسلم، الله يعزك. معلش هندسه، هو طلب وسؤال في نفس الوقت، لو حضرتك تفضلت علينا بس في المحاضرات القادمه تشرح لنا طريقه عمل الكوريدور للراوند اباوت بص هو راوند للباور. اباوت، بص هو راوند اباوت، لان للاسف انا ما اشتغلتش عليه كتير، ولكن هو انت حاول تشغله هو انا بحبه صراحه، انا عملته بس عملته يدوي، ما اضحكش عليك يعني. انا في لان بتقابلني مشكله معايا مشروع في الراوند اباوت، ان الميول مش ماشيه في اتجاه واحد، المصمم بيقول ان الميل من نقطه لنقطه، وفي كربستون جتر واخد معلي الكربستون جتر رامي على الاسفلت من جوه على الراوند اباوت، والمفروض ان انا ارمي من الراوند اباوت، من سنتر راوند اباوت لبره الكربستون جتر. على حسب المايه بتجمع فين، ما بتفرقش يعني، يعني ساعات مش ممكن بترمي، ممكن بترمي لبره وممكن بترمي لجوه، اهم شيء انت عارف ميتك رايحه فين. طب هو الراوند اباوت بيتعمل فيه كام كوريدور؟ ممكن يتعمل له كوريدور واحد ولا كذا كوريدور؟ هو بيتعمل كوريدور، بص ككوريدور ما انت بتضيف كذا بيز لاين، يعني هو الكوريدور الواحد بيتعمل بيز لاين. يعني مثلا هفتح لك مشروع كده سريع برضه بالمره، لحظه واحده. ماشي هندسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيفن.
زي كده ماشي. تمام حلو. بص الكوريدور اللي انا عامله دوت لو انت بصيت عليه هتلاقي في كام بيز لاين. ادي الكوريدور بروبرتس باراميترز، دي عدد البيز لاينز اللي موجوده جواها. حلو كده. انا عندي الجزء الاول اللي هو اللي هي الليج الاولى دي، حلو كده، وعندي الليج اللي طالعه في الاخر هنا ماشي، وعندي الجنب اللي على اليمين ده لوحده. يعني لو قفلنا مثلا كل واحد او وقفنا عليها، حلو اهو، بص هتلاقي ده كده كله مع بعض، ولكن الكوريدور وصل لحد فين؟ لحد الدايره دي. انا عايز اقول لك حتى الكوريدور عشان تبتدي تشوف. مثلا قفلنا ده وقلت له ابلاي ريبيلد للكوريدور، معلش بكميه الايرورز اللي هتطلع. اوكي اوكي بص يا حاج احمد اهو، شايف ليه الكوريدور؟ في عندي الكوريدور الاساسي مثلا بتاع السنتر اللي هي دايره السنتر، تمام، وبعدين كل 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 ذراع من الاذرع دي طبعا بره ما فيش مشكله ماشيه عن الطريق، لكن الذراع دوت اهو جاي من هنا رابط على السنتر لاين لحد ما وصل للدايره بتاعتي، وبعدين رابط على ايدج ايدج مين؟ ايدج الكوريدور الاساسي اللي انا عملته هنا بحيث يبقى واخد نفس الميول، وبعدين رجع تاني ربط على السنتر ده بحيث يربط على مين؟ على طريق هنا. نفس الشيء هنا. اه نفس الشيء هنا، شايف؟ هي الرجل كامله، طبعا هي على حسب ساعات انا عندي هنا في فاصل، ساعات بتبقى الرجل دي او الليج دي يعني واصله وقافله لحد هنا، فساعتها انت بتعمل المنطقه دي لحد هنا وتوقف. واخد بالك؟ يعني هو الكوريدور كده ملوش حاله ثابته. لا لا الكوريدور لا ملوش ستاندر ثابت، يعني ممكن مثلا عندي هنا في منطقه واسعه فبضطر ناخد الدايره الاساسيه بتاعتي وبعدين ميل اكمل الميل معايا، يعني نفس الميل ده مكمل معايا لغايه الاخر. يعني انا شايف حضرتك واخد نقطه سنتر الكوريدور هي التوب الهاي بوينت ورامي الميه كلها بره على الطريق. اه ليه؟ لان انا عندي هنا مجال ان انا ارمي ميه، واخد بالك؟ لا ممكن بقى ساعتها هم بيرموا الميه جوه عشان عنده نقطه تجميع كاتش بيزن مثلا وبيطلعها بسيستم درينج او حاجه، واخد بالك؟ لكن انا بالنسبه لي انا عندي مناطق هنا مفتوحه، اصل الكوريدور على حسب لو هو جوه البلد مثلا على سبيل المثال يعني ممكن بيجمع في النص وبعدين بيعمل درينج ويطلعها، لكن في مكان مفتوح لا بيرمي بره افضل. خلاص مشكور هندسه، جزاكم الله خيرا على المعلومات، ربنا يجمع زكي سنتك يا رب. بس بص عامه الراوند اباوت اتشرح في منطقتين مع اخوك محمد عبد العظيم ومع يوسف المهدي، بس الاثنين تقريبا شرحينه يدوي مش اوتوماتيك. الاوتوماتيك مش عارف شرح ولا لا، بس الاوتوماتيك سهل، يعني انت بتدخل على الانترسكشن والراوند اباوت بتدي له المعطيات وتشغلها، بس لو هو عندك متصمم اوريدي يفضل ان انت تعمله مانوال. ماشي هندسه جزاكم الله خيرا. لا تسلم. باشمهندس محمد سمير ممكن تفضل. السلام عليكم، ازيك يا هندسه؟ السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله مشكور على مجهودك يا هندسه، ربنا يجزاك خير. بعد اذن حضرتك يا هندسه، كميات الياردات بس عايزين طريقه كويسه فيها بعد اذنك، يعني ليها قطع السكن الياردات الياردات اللي هي القطع السكنيه اللي هي ما بين الطرق وكده. دي المره الجايه ان شاء الله حاضر. بعد اذنك اهم شيء تعملها بارسلز بس. ان شاء الله باذن الله. احنا هنعملها في البارسل، يعني من خلال البارسل هنطلع كميات حضرتك اللي برضك من خلال اللي هي 3 بول لاين، يعني اللي هي باخدها من كرودور وكده، يعني الطريقه كويسه يعني. بص هو في جميع الحالات، بص انت هتعمل سطح، يعني الفكره ان انت هتعمل سطح من العناصر ايا كان بقى 3 دي بول لاين فيتشر لاين ايا كان، هتعمل سطح، وكل ما هنالك ان احنا القطع الاراضي اللي في النص دي هنعملها بارسلز اللي هي قطع اراضي. تمام. فعليا في لحظه واحده هنقول له ريبورت، يطلع لنا الريبورت كل الكميات بتاعت القطع الاراضي كلها مره واحده. وبتبقى حضرتك مربوطه بالكوريدور، يعني عايزها تبقى مربوطه بسطح الكوريدور، تبقى الفكره كلها. بص اصل القطع الاراضي دي عباره عن قطعه ارض، انت عايز تطلع بقى كميه السطح بتاع كميه الحفر والرد بتاعها اساسها في السطح، فانت هترجع للسطح، السطح انت عايزه بقى ريليتد، هي الفكره كلها. أيوة. انت هترجع للسطح مش لقطعه الارض، يعني قطعه الارض هتطلع لك بس ريبورت، لكن تمام. السطح ده اتعمل من ايه؟ ما اتعملش من ايه؟ ملهاش قطعه الارض ملهاش دعوه. على اساس تمام. السطح بتاعك، فالسطح بتاعك انت لازم تكون رابطه بحاجه، ويفضل لو انت عايزه حاجه مربوطه يبقى تشتغل بفيتشر لاين مش 3 دي بولي لاين، لان الفيتشر لاين بالذات الاصدارات الحديثه بيبقى مربوط بالسطح. تمام عايز اربطه بالسطح، يطلع معاه السطح، ينزل معاه، فهي الفكره كلها تكوينك تمام. للسطح بتاعك شوف انت بتكونه من ايه، بدل ما هو 3 دي بول لاين لا اعمله فيتشر لاين عشان يبقى متغير، واربطه بسطح عشان يبقى متغير مع السطح. ماشي، يا ريت بعد حضرتك باذن الله كان المحاضره الجايه نشوف لنا الموضوع ده طريقه. هو الفكره كلها انا بقول لك، هي الفكره كلها المحاضره الجايه انا هشرح البارسلز وازاي تطلع في عدد لو في سطح كميات، لكن السطح ده اتعمل ازاي دي احنا شرحنا ازاي نعمل اصبح، واخد بالك؟ ماشي الطريقه عارفها، بس يعني الطريقه اللي هو اللي نربط الكميات بتاعه الياردات بالسطح بس، هي دي اللي انا محتاجها يعني.
ما فيش مشكله ما فيش مشكله طيب ماشي. اهم حاجه بس الكون السطحي صح بس ماشي. لا التعليم دي ما فيهاش مشاكل بس هي منطقه الربط بتاع الزيرو بالكميات بتاعت الايرادات بس هي دي اللي محتاجها بعد اذنك يعني. لكن طريقه السطح طريقه السطح نفسها ما فيش مشاكل لكن الربط عايز اربط اللي هي الكميات القطع السكنيه بالزيرو اللي هو الكوريدور يعني بس. بس والله حضرتك في الاخر خلاص برضه هدي لك ريبورت مش ربط بس هنشوفها المره الجايه لان انا بس ما اعتقدش ان هي هتغطي الحته اللي انت عايزها. خلاص ماشي ماشي يا ماشي بي. ماشي بي. شكرا جزاك الله خير يا نصر. تسلم باشمهندس مصطفى اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهندس هشام بارك الله بيكم. الله يبارك لك بس علي صوتك عشان مش سامعك خالص والله. تسمعني؟ ايوه كده اه علي صوتك قرب التليفون منك كده ولا حاجه ولا كمبيوتر. بارك الله بيكم على المجهود الرائع. تسلم. حبيت اسال خارج هذا الموضوع اعتذر تصميم شبكات الصرف الصحي والامطار وخاصه مثلا الترنش الخندق اللي الحفر وحساب الكميات البيدنج والسوراوندينج يعني في ممكن تساعدنا بهذا الموضوع؟ السوراوندينج بتاع قصدك التكسيه بتاعتها نفسها يعني او حاجه؟ لا يعني البايبس البايب سيستم. اه ماشي بص البايب نفسها دلوقتي اه يعني احنا كنا شرحنا في الدوره بتاعت السيفل بتاعتي كنت شرحت الكميات المبدئيه للحفر والرد واخد بالك؟ يعني ليه؟ لان لو هنالك ان الكميات الفعليه بتيجي بناء على الحفر اللي موجود ان الحفر ممكن يكون ستاندر او سوري حفر ستراكشر او حفر اسبر سايت فلو اسبر سايت كل ما هنالك ان انت السراوندنج بعد ما تحط البايب وبتحط حوالين منها الماتيريال بتاعتها وما الى ذلك ده يفضل ان انت لو انت بتعمل اسبر سايت يبقى تعمل سطحين من بعض كل ما هنالك هتحسب الكميه انا ممكن نحسب حتى كميه ترنش اقول لك تتعمل ازاي كميه ترنش بيتحسب الترنش وبتخصم مثلا الجزء بتاع البايب منها واخد بالك اما من خلال البرنامج ممكن يعمل لك يعني حصر مبدئي للكميه بناء على اقل كفر واعلى كفر ودي كنت شرحتها هستاذنك لو تبص عليها من هنا لغايه المره الجايه تبص عليها في دروس حساب سوري دروس الدوره الاساسيه عندي هتلاقي في ابتداء من الدرس رقم 40 هستاذنك بس افتح لك بالظبط الدرس رقم كام اللي انت هتحتاجه بسم الله الرحمن الرحيم احنا عايزين في الدوره الاساسيه اللي هي ال 71 درس دول نعم تمام هتلاقي الشبكات اهي درس رقم 48 كيفيه حساب كميات الحفر والرد من الشبكات ولكن الفكره ان احنا حسبنا هنا كميه الحفر والرد بناء على متوسط سوري فرق المنسوب ما بين اعلى كفر واقل كفر فدي تبقى كميات مبدئيه اما الكميات الفعليه لا ما بتتحسبش البرنامج مش هيقدر يحسبها لك لان هو يحسب لك سطحين من بعض انت ممكن بقى تحسبها بنظام السطحين من بعض العاديين تعمل سطح الحفر بتاعك وسطح التوب وتبتدي تحسب الكميه الاجمالي كام وعلى سبيل المثال تقسم البايب بتاعتك ولو انت عندك اثنين ماتيريال طبعا الماتيريال اللي حوالين البايب حاجه والماتيريال اللي فوق منها حاجه ثانيه ساعتها بتعمل سطح متوسط في النص هقول لك برضو ممكن احاول المره الجايه اقول لك مثلا تعملها ازاي ان شاء الله شكرا جزيلا العفو العفو مهندس فتحي السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا هندسه اخبارك ايه؟ انا اخبارك الحمد لله والله تمام والله الحمد لله ربنا يوفقك يا هندسه بقول لك يا هندسه دلوقتي انا عندي الالاينمنت وعندي الستيشن بتاعته عايز مثلا هي بتبدا برقم في كسر فهي مجرد ان انا عايز امشي بنفس الطريقه دي وليكن مثلا 985 وكسر هي للاسف اما باجي ماشيها كل 20 متر بنفس التسلسل ده ما بتمشيش بتيجي عند اول رقم صحيح وبتعدل ايوه وبتعدل هل في امكانيه ان انا اخليها تمشي بكسر ولا ده صعب؟ في زي ريمبر في لحظه واحده كده بص اكد لك بص هنا مثلا هو بادئ حلو هتبتدي انت تقول له انا عايز اعمل مثلا ميجر ستيشن ككتابات حلو وبتشيل له انت العلامه دي والعلامه دي تحس بداله مثلا من هنا من فرضا انا هعملها مثلا 25.335 حلو لحد 25.335 مثلا يعني تمام وعايزها كل 20 متر وبقول له ابلاي وبقول له اوكي ثواني كده اشوف هتظهر عليها 25.335 لا هو ظهر في اول انا فاكر ان هو بيظهر بس في اختيار بنختاره احنا ثواني اشيل دي
ده ريت انكريمنت كل متر كل طريق كل 5 متر مثلا. انا 3 5 اند ستيشن اللي هي 400 ابلاي اوكي هنا ظبط مش 25 3 3 بلاش 25 3 3 5 ادينا رقم تاني مش 25 اساسا نخليها 27 الرقم يكون ايوه ما بعيد عن الخمسه. بص هو غلط اول واحده وبعدين ما ظبطوش صح كده؟ ما هي المشكله هي دي دايما في اوبشن في اوبشن والله انا فاكره ان هو بقول له ما تلتزمش بالكلام ده. ايوه انا مش فاكر والله انا عملتها تقريبا عندي قبل كده. اوبشن فين بقى يا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل 5 ابلاي برضو هو سيبني اشوف لك المره الجايه لان انا فاكر ان انا عملتها ان هو ما بيلتزمش بالرقم اللي موجود. حتى انا كنت عملتها تقريبا في اظهار الكتابات على الستايل. لحظه واحده كده خليك معايا ماشي. كتبت على المسار صار كتبت على المسار بسم الله الرحمن الرحيم. انا كان جايب كل 10 من رينج. طب انا هشوفها لك دي تبقى لي ابص لك عليها. انا فاكر ان هي في طريقه تقريبا لعملها بس. سؤال تاني ممكن؟ اتفضل بيه. في اكتر من سؤال. دلوقتي انا عندي منطقه اوبن سبيس والمنطقه دي جنبها طريق بالكوريدور بتاعه وليه داي لايت. فالداي لايت ده المثلث ده بالميول ده انا عايز اطلعه لوحده في سيكشن بكميات لان انا اوريدي هو داخل في الاوبن سبيس وانا عايز اقسمه من الاوبن سبيس. تمام. يعني ده كبند داخل في كميات الردم بتاعت الطريق. حلو. فهو انا عايز اطلعه لحاله بحيث ان انا اقدر افصل الدي لايت ده عن ردميات الاوبن سبيس لان انا لما باخد منطقه الاوبن سبيس. انت هتحسب بص تحسب كميات الاول كميات الطريق. طبعا. حلو. وتطلع طبعا. سطح الطريق وتدمجه في سطح الارض الطبيعيه. تمام. يبقى هتطلع سطح الطريق وتدمجه في سطح الارض الطبيعيه وبعدين تحسب الكميات بتاعت القطع لان هي كل ما هو هنا انت عندك ده يعني ولا لان اوتوماتيك. بص لو احنا جينا حتى هنا في المثال بتاعنا بص ممكن اعملها بالفيوتشر لاين ولا لا مش محتاج. انت دلوقتي مثلا احنا عندنا دلوقتي سطح هنا اهو زي ما انت شايف كده. انت عندك سطح بوتوم هنا وعندك سطح مين سطح الارض الطبيعيه اللي موجود هنا مظبوط. تمام. هتعمل الاتي. هتعمل انت طبعا سريعا بس كده هنعمل كرييت. هتعمل سطح جديد حلو وتسمي السطح سوري وتعمل في السطح ده تقول له انا عايز اعمل ايديت وتقول له بيست سيرفيس سوري مش ليزر لور بيست سيرفيس اللي هو سطح الارض الطبيعيه الاول ماشي وبعدين بيست سيرفيس تاني تقول له سطح مين الديتم وتقول له اوكي ماشي. لو احنا جينا بقى هنا على الخط ده وقلت له سامبل مور سورسز وانا هظهر السطح بتاع مين السيرفيس الجديد حلو حتى الارض الطبيعيه اللي موجوده هغيرها اخليها باللون الايه الازرق وسحبنا الاول ايوه اوكي حلو كده. يبقى الاحمر ده اللي هو الجديد. بص بقى الاحمر هيبقى ماشي ازاي. لحظه واحده بس عشان قطاعات كتير على الرسمه وبتتقل. بص دلوقتي السطح الجديد اهو الاحمر شايفه. ارض طبيعيه هنا ومين وتصميم هنا كده. لو انت حسبت الكميات هتوصل لك لحد فين؟ توصل لك هنا. ساعتها الكميات بتاعتك مثلا لو انت بتسوي الارض هتطلع لك هنا كده مثلا. لو انت هتسوي الارض مثلا هتجي لك كده واخد بالك. بس ساعتها هيحسب لك مين من فوق الطريق. يبقى انت كده خلاص خدت الطريق قبل كده ودلوقتي انت بتاخد الكميات بتاعت المناطق. ايوه ده كان قصدك صح؟ طب هندسه في سؤال تاني ده بالنسبه للمهندس مصطفى سال في الشبكات. فدلوقتي انا مثلا شغال في مشروع شبكات وانا كده كده يعني اوريدي بتتكريت معايا ما فيش مشكله بكريتها كمناهل وكبايبس. بس انا عندي مثلا في اماكن بيبقى مثلا في خط رئيسي مثلا وليكن مثلا اسمه L1 وفي خط متقاطع مع L1-1 مثلا. في منهل فيهم
جاي برضك بيرمي على الخط الرئيسي، فلما باجي بكاريت المنهول ده لازم بيتعمل له دبل. هل ممكن ان انا اخلي منهول واحد من غير ما اعمل له دبل؟ شرط أيوة بص بص انت بص مبدئيا ما هو دلوقتي انت منهول يعني انت بتربط يعني الفكره كلها اقف لغايه المنهول اللي قبليه حلو كده، بس انت الاثنين في شبكه واحده لو شبكتين مختلفتين؟ لا الاثنين في شبكه واحده لان هو في الاخر بيربط. حلو خلاص هي بص انت في الشبكات اوت فول للثاني. حلو في الشبكات وانت بتعمل اعمل كل المناهج لغايه المنهول قبل الاخير اللي هو قبل الربط. حلو دلوقتي تعمل خط رئيسي وخط فرعي هيجي يربط عليه، فهتعمل المناهج لغايه المنهول قبل الاخير، وفي الاخر خالص وانت بترسم بتغير بدل ما هي بايب اند بايب اند معايا بايب اند ستراكشر خليها بايب اونلي ستراكشر. ايوه بايب بس هتخليها بايب اونلي. هتظهر معايا على البروفايل برضك؟ ايوه انا هتظهر معايا على البروفايل ولا مش هتظهر؟ المناهج هتظهر معايا على البروفايلات؟ البروفايلات هتظهر معاك المناهج بس انا ساعتها انت هتبقى بايب اونلي وهتربط على المنهل اللي موجود. تمام يعني انت ساعتها هتقول له ايه؟ هقول لك البايب دي هتروح فين؟ هتقول له حتى لما هتيجي جنب جنب المنهل هجيب لك علامه الربط اللي هي تقريبا مربعين وطالع منهم خطين يمين وشمال، دول دي علامه الربط. هيربط على مين؟ يربط على المنهل اللي موجود كده، ما عملكش منهل جديد، هو نفس المنهل القديم وهو ربط عليه بس. هو تقريبا هو المنهل اعتقد ان هو يظهر لان المنهل يعني مرتبط بالشبكه هي نفس الشبكه خلاص. أيوه. هيجيبه معاك حتى لو ما ظهرش، انت بتختاره هو يعني مثلا لو اخذت الفرعه دي بس لوحدها وما ظهرش معاك المنهل، اختار المنهل وتقول له درو بارت تو بروفايل فيو هيجي لك هو لوحده، واخد بالك؟ تمام. ممكن تسأل تاني هندسه؟ اتفضل يا بيه يلا اخر واحد. لا ماشي هندسه. طيب الشبكه عندي فيها كومباين، عندي تحت خط ستور وعندي فوق بورفريتد اللي هي تخفيض منسوب المياه الجوفيه اللي هو البي في سي، وتحت فيه اللي هي الار سي باي. تمام. عايز اعمل الاثنين فوق بعض يعني برضك، هل في امكانيه ان انا اكاري ده واكاري الثاني فوقيه ولا يعني تعملهم فوق بعض؟ مش فاهم. هم الاثنين بالظبط يعني؟ الاثنين هو سنتر لاين واحد، في تحت ار سي بايب وفي فوق. بس هتعمل كل واحد لوحده، هتعمل كل واحد في النتورك لوحدها، لان هو النتورك بتشتغل على ليفل واحد بس مش على الليفلين. لكن مش هتعمل الاثنين في ليفل في لا شبكه لا واحد. لا 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 المشكله ان هو المصمم كان عاملهم الاثنين في شبكه واحد، بعتقد بقى هو يعني لا شبكه واحده ايه على الاثنين طالعين مع يعني اصلا لما بيجي يحط بايب بيحط بايب لوحدها، ما بيحطش بايبين فوق بعض. هو كان حاططهم الاثنين فوق بعض سيفل ولا كاد؟ لا هو كان محولها كاد، ما كانش مديها لي كاد وانا حولتها سيفل يعني. ما هي بص الفكره ان انت ممكن هتعمل اصلا بايب سيفل، عملت دي لوحدها ودي لوحدها. ما بقول لحضرتك ما ينفعش تحط بايبين مع بعض في شبكه واحده، الا اللهم الا ان هو مثلا مجهز بقى ان البايبس بتاعته او البايب السيستم البايب بتاعه ان هو عامل قطع او اسمه ايه دوت اللي هو الكتالوج مخصوص حاطط بايبين فيهم، فما اعرفش الصراحه دي الكتالوج بتاعه ان هو ماشي خط او هو الابسط ان انت بتعمل الشبكه اللي تحت، ولو انت عايز نفس المناسيب بقيمه معينه ثابته تستخرج تعملها الاينمنت وتستخرج الخط بتاعها عباره عن فيتشر لاين وترفعه فوق مثلا 2 متر او القيمه الثابته دي، وتقول له اعمل لي خط تاني فوق مني خلاص هياخد لك نفس الخط بنفس القيم، وتعدل في الانفرت بتاعه عادي بقى من فوق. خلاص قول معايا الالاينمنت سوري الفيتشر لاين اللي هطلعه ارفعه فوق القيمه اللي انت عايزها، ارفعه مثلا متر فوق. ايوه وساعتها اقول له اعمل لي خط، هو بياخد قصه منه، اعمل لي شبكه منه خلاص هيعمل لك شبكه منه. طيب ماشي هندسه. ماشي تسلم. ماشي ربنا يبارك في حضرتك هندسه. ماشي الله يخليك. في سؤال معلش هو مكتوب هنا الفرق ما بين السلوب والجريد، انا مش عارف توفيق لسه قاعد ولا مشي، بس توفيق الفرق ما بين السلوب والجريد تقريبا توفيق لسه قاعد. السلوب اللي هي قيمه كام على كام في حيث زي الميول الجانبيه كده اللي هو مثلا كام متر يقابل كام متر، يعني مثلا على سبيل مثلا 1:4 يبقى 1 راسي قدام منه 4 افقي، يعني انا لو انا عملت نزلت نزولا مثلا قيمه 1 متر راسي على سبيل المثال زي كده ماشي، هنزل متر راسي هطلع قصاد منه 4 متر افقي، دي قيمه السلوب، وغالبا السلوب ده بيبقى في المناطق اللي هي بتبقى الميول الجانبيه بتاعت الطرق. اما الجريد لا، المتر الافقي يعادل كام سنتي راسي، يعني المتر الافقي لو انا مشيت متر افقي عايز انزل مثلا سنتي ونص راسي، شايف؟ يبقى ده كده الخط بتاعك اهو، ده الفعلي بتاعك، وده بيستخدم في الطريق نفسه، يعني السلوب دوت بيستخدم في الايدج بتاع الطريق اللي هي الميول الجانبيه اللي هنا، والجريد بيستخدم هنا. فالجريد ده يعتبر اعتبره كده المسافه الافقيه على الراسيه، الراسي سوري الافقي بالمتر والراسي بالسنتي، اما السلوب الاثنين بالمتر، متر على متر.
يا رب اكون وصلت معاكم. في حد تاني معانا يا شباب؟ حد محتاج حاجه؟ المهندس عبد الرحيم مصطفى عبد عز الدين، اتفضل يا فندم. ايوه مهندس عبد الرحيم حضرتك موجود معنا؟ غالبا لا. مهندس عبد الرحيم في اي حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ مهندس عبد الرحيم مصطفى عز الدين موجود اهو. هو موجود بس ما بيفتحش، يعني انا بقول له يفتح المايك ما بيفتحش. حضرتك ممكن تفتح المايك، علامة الميكروفون الموجودة على الشمال واختفى. طيب لو هو في سؤالين بس في الشات. ايوه. هو علشان اتفادى موضوع نقل المنسوب عن طريق لينك، ممكن ارفع المنسوب في البروفايل علشان يكون هو السنتر لاين؟ ممكن ترفع المنسوب بالقيمه اللي هي، بس هي الفكره كلها لو الجزيره بتتغير عرضها القيمه دي هتتغير. يعني مثلا على سبيل المثال لو العرض الجزيره 3 متر في الميل، الميل الرئيسي بتاعك 1.5 مثلا، فهي معنى زي كده انت بتتكلم 3 متر في 1.5 يعني 4.5 سم، فساعتها انت ترفع البروفايل بتاعك 4.5 سم ومفيش مشكله هتمشي معاك. ولكن الجزيره لو عرضها اختلف القيمه دي خلاص اختلفت. تمام. فساعتها مش هينفع، هو يفضل ان هي تتعامل باللينك الاوفست. واللينك ده هيبقى احسن بكتير ان هو بينقل لك المنسوب وانت ما بتحسش بيه. مهندس عبد الرحيم حضرتك موجود؟ يا عبد الرحيم، عبد الرحيم حضرتك اضغط على علامه المايك، هو موجود بس مش عارف. طيب يا جماعه كده لو في اي حد عنده اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند ويشاركنا بيه. ايوه. هل في يا شباب؟ لا هو كده تقريبا كله هيقفل خلاص كده خلاص. هو بس ما فيش غير حاجه واحده اللي هي مطلوب شرح المستخلصات والكميات كمان. الكميات او صار الكميات احنا كنا شرحناها بالتفصيل والله في الدوره هناك. المستخلصات نفس الشيء حسبناها والله هناك. هي الفكره بس انا كنت عايز ادي مجال لحاجات تانية بس يعني ربنا يسهل. الكميات احنا لغايه هنا حسبنا الكميات الفعليه الاجماليه للمشروع كل ما هنالك المستخلص، بس المشكله انا معيش داتا تانية. ممكن اجيب لكم نفس الملف ده نسيفه ونحسب عليه مستخلص في اول المحاضره الجايه سريعا، ما فيش مشكله. تمام. مهندس مصطفى حضرتك رفع ايدك تاني. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مهندس هشام، عن السؤال الثاني بالشبكات. تفضل. السؤال الثاني هو ممكن عمل اسامبلي خاص بالترنش نفسه، يعني اسامبلي شرطيه، يعني تعرف البايبات او الانبوب يختلف عمقه من مكان لاخر. تمام. سواء في الاريجيشن او كذا يعني، وتختلف من يختلف في العمق الديبث راح تختلف السكشن للميول الجانبيه للترنش. تمام. فممكن نعمل مثلا فد اسامبلي. بص اسامبلي بقى انت كده قاعد تطرق. المفروض بص الحفر يفضل ان انت تعملها بشكل اسامبلي، والعروض بتاعته سوري او الميول بتاعته الجانبيه تختلف، ما فيش اي مشكله. زيها زي اي شيء، زيها زي الدي لايت اللي احنا عاملينه ده. يعني انت مثلا على سبيل المثال هتعمل منطقه اللي هي لينك افقي اللي هو يمثل القاع بتاع الحفر بتاعك، وهتعمل له داي لايت يمين وشمال زي اللي انت شايفه من دول بالظبط، واخد بالك؟ والمنسوب بتاعه هيبقى منسوب مثلا على سبيل المثال البوتوم البايب بتاعتك، وينزل منه مثلا قيمه معينه. هي الفكره كلها ان انت هتعمل ايه؟ هتعمل الاينمنت يمثل الخط دوت ويمثل النزول ده. يعني ايه؟ انا دلوقتي انت هتعمل البايب بتاعتك على سبيل المثال، البايب بتاعتك خلاص صممتها وبمناسبها تمام، تستخرج تعمل الاينمنت منها، وبتستخرج خط الالاينمنت ده عباره عن فيتشر لاين،
وبتنزله مثلا قيمه، على سبيل المثال انت هتحفر تحت الماسوره مثلا، هتحفر مثلا 40 سم على سبيل المثال، فهتنزله قيمه 40 سم، يبقى كده جاب لك منسوب مين 40 سم من تحت. في نفس الوقت هو عباره عن فيتشر لاين ممكن نستخدمه ككوريدور، ممكن على فكره نحسبها المره الجايه مفيش مشكله. ونعمل خط افقي يمثل عرض الحفر، حلو، والخطوط المايله بقى يمين وشمال دي تتعمل دي لايت زي دي كده، بحيث هو هتدي له حاله لو انت نزلت 3 متر انزل لي بميل كذا، نزلت 4 متر انزل لي بميل كذا، واخد بالك؟ وهيتغير شكل القطاع طول ما هو ماشي، طول ما انت بتحفر بينزل اطول من الارض الطبيعيه، القطاع هيبقى هيوسع معاك، مش كده هيقل معاك ويفضل الستاندر بتاعك. وممكن يكون الترنش على قدمتين، يعني على مرحلتين، يعني اذا كان فوق الخمسة متر او في الستة متر في الكولكتر. بص بص، في العادي الجنرال ده بيدي لك ثلاث حالات. نعم، بيدي لك ثلاث حالات كميول جانبيه. انت بتتكلم على ميول جانبيه يعني حالتين ولا ايه؟ نعم، مثلا من يكون العمق مثلا خمسة ونص متر، فالحفار ما يقدر يكمل على الا على عمقين، يحفر متر ومن ثم يحفر او متر ونص او مترين، يمكن بعدين يحفر الاربعة متر مثلا. بس هي الفكره ان عشان الحفار يعني بياخد زي ستيب مثلا ولا حاجه. ايه ستيب، نعم بالضبط. بس هي فكره ان الستيبس هنا، ما الفكره كلها ان البرنامج لما بتقول له ستيب بياخد البنشات، هو في بنشات طبعا، ولكن بياخد البنشات كلهم بميل واحد، يعني الميل الجانبي هيبقى مثلا 1:4، واخد بالك؟ مثلا على سبيل المثال او 4:1 يعني. وبعدين البنش ده هو في حاله لو في بنش هيجيب لك البنش، يعني مثلا انت نزلت اكتر من 5 متر هيعمل لك بنش، طول ما انت اقل من 4 من ال 5 متر مفيش مشكله. هي بس عمليه الميول الجانبيه، هل بتختلف بقى الميول الجانبيه لما بتنزل اكتر تحت ولا ما بتختلفش؟ طبعا تختلف. طيب هي تختلف. بص في حاله لو بنشات، انت ممكن ترجع للفيديو اللي فات تقريبا اللي احنا شرحنا فيه الدي لايت، حالات الدي لايت اللي انا عملتها دي، حلو كده؟ تقريبا كان في الفيديو اللي فات. استنى كده اتاكد لك حتى كونديشنال. بالظبط كده، اول حاجه شرحتها في الفيديو اللي فات هي نفسها في فكره الدي لايت. احنا هنقول له والله في حاله لو مثلا القطع بس انا كنت اشرحها القطع مثلا اقل من 5 متر، انا عندي الميل جانبي 1:2 مثلا، حلو؟ اكتر من 5 متر لا، اعمل لي بنش واعمل لي الميل الجانبي 1:4 مثلا. يبقى انا كده هدي له حاله في حاله لو في بنش هيبقى الميل بشكل معين، وحاله ما فيش بنش هيبقى بشكل معين دي ميل دي. يا ريت لو تخصصون في المحاضره لنفس الموضوع اللي سالته. بص والله يعني انا هحاول، بس هي الفكره ان احنا كده رجعنا تاني للطرق، فاستاذنك معلش المحاضره اللي فاتت لو انت ما اتفرجتش عليها اتفرج عليها في اولها، شرحنا حاجه شبيهه بكده اللي هي الكونديشنز. كونديشنز، نعم. اوكي، شكرا جزيلا. العفو فندم، العفو. تمام كده يا شباب، ولا في حاجه ثانيه؟ خش ننام. لا تمام كده يا باشمهندس هشام، الله يبارك لك. شكرا لمجهود حضرتك. انا معلش انا ما سجلتش النهارده، انا ما سجلتش المحاضره، انتوا مسجلينها اكيد صح كده؟ تمام. بس لينك ليها ولا حاجه؟ اوكي ان شاء الله. الله يبارك لك يا رب. تسلم يا باشا، تسلم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حد لسه ما سجلش حضور يا جماعه؟ اللي ما سجلش يا ريت يلحق يخلص، لان اللينك هيقفل بمجرد ما نقفل القاعه. تمام. طيب احنا كنا سعداء جدا بوجودكم معنا النهارده يا جماعه، ومستنيينكم في بقيه المحاضرات الخاصه بالكورس دي، وبنتمنى ان انتم كمان تكونوا معانا في باقي المحاضرات. هتلاقوا دايما المحاضرات موجوده على
على جوجل كلاندرير تقدر حضرتك منها تتابع المحاضرات اللي احنا بنوفرها والكورسات اللي موجودة خلال الفترة الجاية. وطولنا عليكم معلش النهاردة بس لان كان في اسئلة كتير. شكرا.